مساء الفل على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، واهلا بيكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. دايما طبعا منورينا ومشرفيني في بيتكم قناه الاهلي. الاهلي وصن داونز اكيد شغلنا الشاغل في الفتره المقبله، اليومين اللي جايين دول كلنا اكيد قاعدين على اعصابنا، عايزين الماتش يخلص كالعاده وعايزين نشوف الاهلي كسبان عشان تكون مباراه سهله في المباراه اللي جايه ان شاء الله يوم 13 باذن الله. هيكون معايا كريم احمد زميل العزيز من جنوب افريقيا، بعد قليل هطمنكم على كل كبيره وصغيره في بعثه الاهلي في جنوب افريقيا. خلاص هم خلصوا المران، وسياده السفير في جنوب افريقيا، السفير المصري في جنوب افريقيا عازمهم على العشاء. اجواء اسريه ان شاء الله نجني حصدها في مكسب مهم جدا ان شاء الله يوم السبت باذن الله. تعالوا اقول لكم اخبار بسرعه قبل ما يجي لنا زميل العزيز كريم احمد عشان اطمنكم على بعثه الفريق. حضره لنا الله رجاله عشان اكيد كل الجماهير عايزه تطمن على بعثه الفريق واللي حصل النهارده والتمرين والتدريبات واللعيبه وكل الاجواء ان شاء الله اطمنكم بعد قليل. قلت لكم الاهلي بياخد مرانو اليوم في جنوب افريقيا، اكيد لاسارتي عامل تمرينه حوالي 30 دقيقه في ملعب تسواني في جنوب افريقيا ان شاء الله في بريتوريا تحديدا، وان شاء الله يكون تمرين اكيد ده هيبقى مش تمرين تقيل، لسه الفريق يعني واصل وانتم عارفين اجواء السفر. قلت لكم قبل كده ان السفر تمرين في حد ذاته، فاكيد التمرين كان هيكون عباره عن فك خفيف. ده تدريب الاهلي منذ قليل، واكيد الجماهير بقى جنوب افريقيا راحت عكس الفريق وانتم عارفين الاجواء الافريقيه، لكن الكلام ده يا جماعه خلاص بقى احنا النادي الاهلي. ده تدريب الفريق قلت لكم هيبقى عباره عن اطالات استرتشات وفك خفيف، مش هيبقى يعني في اي حمل بدني خالص، وده طبيعي جدا، واكيد مثل لاسارتي وفريقه في الجهاز الفني عارفين كل الكلام ده. هقول لكم التمرين استغرقت قد ايه بالظبط لما يدخل لنا كريم احمد. دي لقطات من مران النادي الاهلي. ماشي جهزوه، يلا جهزوه. طيب برنامج الاهلي كان النهارده هقوله لكم بالظبط. البرنامج كان فطار في الساعه 11، انتوا عارفين توقيت افريقيا جنوب افريقيا زي توقيتنا بالظبط، الساعه 11 الصبح كان في فطار، وبعد كده كان الغدا الساعه 12. ازاي 11 و12 يا جماعه؟ ده كده يعني ساعه بس، ماشي يعني ما بقاش غدا، بيبقى حاجات كده خفيفة جدا كده مع عصير بتاع عشان التدريب. التدريب كان في الرابعة والنصف يعني انتهى منذ قليل. ده كان برنامج الأهلي. طيب عشان ما نقعدش بقى نتكلم ونقول احنا من دماغنا، معانا كريم أحمد زميل عزيز من جنوب أفريقيا. كريم أهلا بيك يا كريم. مرحب بيك يا كابتن كل السادة المشاهدين. ايه الاخبار؟ طمنا بقى، انت عارف الجماهير المصريه كلها والجماهير الاهلاويه خصوصا عايزين يطمنوا على بعثه النادي الاهلي وما صار وما دار من يوم وصولهم، طمنا. طبعا في البدايه طبعا اطمنك على كل البث، انا بعتذر طبعا على الصوت شويه في البدايه، انا كنت نازل برد كده، لكن طمن كل جمهور النادي الاهلي كالعاده من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي الاخبار والكواليس هنا في جنوب افريقيا. رحله كابتن ميدي يعني نقدر نقول 9 ساعات منذ انطلاقنا من مطار القاهره، 8 ساعات بالطائره الخاصه، والقرار المميز اللي اتكلمنا عليه طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بتوفير طائره خاصه لعيبه النادي الاهلي مع الارحاء الارهاق الكبير جدا وتلاحم المباريات الكبير من مباراه الاتحاد الاسكندري ومن قبلها كمان مباراه الزمالك، واكثر من اسبوع في الاسكندريه لعيبه النادي الاهلي، وكمان سفر بترانزيتات هيبقى الامر كان صعب جدا. ففي البدايه طبعا كان اختيار موفق للطائره الخاصه اللي توجهت بالفعل في 8 ساعات الى مطار جنوب افريقيا. مجرد وصولنا الى المطار 40 دقيقه او 45 دقيقه كابتن ميدو وصلنا الى فندق الاقامه، فندق الاقامه مميز جدا كالعاده الدور الكبير اللي بيقوم به الكابتن سمير عدلي اللي بيكون متواجد هنا في جنوب افريقيا وفي كل ايضا كمان المباريات الخاصه بالبطوله الافريقيه، امين الصندوق رئيس البعثه الاستاذ خالد البرنزالي، تنسيق كبير وعلى اعلى مستوى مع سفارتنا هنا كمان كابتن محمد سعد، يمكن هو عضو بيت المصريين هنا بيقوم بدور كبير جدا جدا مع لعيب النادي الاهلي اشاد بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ، وشكره اكثر من مره سواء في فندق الاقامه وايضا كمان في التدريب الاول لفريق النادي الاهلي النهارده. التدريب الاول كابتن ميدو النهارده كان على ملعب جامعه تسواني للتكنولوجيا، ملعب مميز، نجيلته مميزه جدا في جنوب افريقيا، بتتميز بالملاعب عندها يمكن منشآت عاليه جدا وبيهتموا بالرياضه بشكل كبير، عندهم طبعا لعبه الرجبي نمره واحد مع كره القدم، لكن كره القدم هنا لها شعبيه كبيره جدا، بيهتموا بكل الملاعب. النهارده مستر مارتن والجهاز الفني بالكامل قبل انطلاق المران قراءه الفاتحه كعادة
قياده لعيبه النادي الاهلي قبل المباريات وقبل التدريبات في البطوله الافريقيه. النهارده نقدر نقول تدريب كان شقين، يعني جزء حاول ان هو يريح فيه مستر مارتن عناصر اساسيه وبعض العناصر اللي بيعتمد عليهم بشكل كبير في المباريات، وجزء ثاني خلاله بعض التكتيك، مركز مستر مارتن بشكل كبير على يمكن نقدر نقول واحد بواحد اشتغل عليها بشكل كبير. التغطيات العكسيه النهارده كانت في التمرين كان بياكد عليها، الباك رايت والباك ليفت لابد يكون مركز جدا في ال 18 في التغطيات العكسيه، ايضا كمان المان تو مان يعني نص الملعب تمام، المان تو مان ده هيبقى واضح جدا في المباراه ان شاء الله باذن الله. لعيبه النادي الاهلي تكون في قمه التركيز في هذه المباراه. نقطه مهمه جدا عايز اتكلم معاك كمان فيها كابتن ميدو مع الجمهور، وهي الحشد الكبير اللي بيحاول نادي ماميلودي سان داونز ان هو يحشده ليه جمهور سان داونز في هذه المباراه. التذاكر كانت ب 100 راند كالعاده ان هي تكون في كل المباريات، وصلت الى 20 راند، وقالوا كمان اللي هيلبس شيرت سان داونز وهيكون يعني متواجد امام الاستاد هيدفع 20 راند ويخش، او ممكن يخش كمان بدون اي مقابل لتشجيع فريق سان داونز. الاستاد كمان يعني عايزين نتكلم وننوع عن الاستاد، استاد مميز بيدفع الى 29,000 مشجع. الاستاد هيكون ممتلئ على الاخر، مش هيبقى موجود ال 29 هيبقى موجود 25، ده اللي احنا اتكلمنا عليه هنا وسالنا عليه. قال الامن بيحاول ان هو لو الاستاد فيه 4,000 زياده بيحاول ان هو يصل الى العدد الاقل وهو 25,000 هيكونوا متواجدين في هذه المباراه. التذاكر كلها يعني خلاص يعني كانت بيعت كلها كابتن ميدو بالنسبه لملعب لوكاس موريبي، ده الملعب اللي هيستقبل المباراه يوم السبت في تمام الساعه 3 عصرا. طبعا انت من خلالك بنأكد بعد المباراه متغير، ويوم المباراه اتغير يوم 6 كان يوم 5 بقى يوم 6، المباراه كانت كانت الساعه 6 بقت الساعه 3. الجو العام هنا كمان عايز اطمنك عليه جو مميز، كنا يعني خايفين ان يكون في رطوبه عاليه جدا هنا في جنوب افريقيا، لكن الجو صباحا بيكون مميز جدا، الشمس بتكون طالعه لكن الرطوبه قليله. يوم المباراه في تحذيرات الناس بتقول هيبقى فيها امطار والرطوبه هتبقى عاليه، لكن ان شاء الله بشكل عام الجو العام يكون يوم المباراه موفق. التركيز كالعاده كابتن ميدو هي سنه معسكرات فريق النادي الاهلي، هدف وحلم كبير لكل الجمهور، وهي البطوله الافريقيه، البطوله مختلفه عن بطوله الدوري العام، حسابات فنيه معنويات ودوافع لكل اللعيبه. ان شاء الله كابتن ميدو النادي الاهلي يكون موفق، مستر ماركن باذن الله يختار التشكيل الامثل لعبتنا ان شاء الله على قدر المسؤوليه، وباذن الله كابتن ميدو نعود من هنا بنتيجه طيبه تساعدنا في مباراه العوده ان شاء الله. انا معاك يا كابتن ميدو. يا رب يا كريم ان شاء الله، كلنا امل وكلنا بنراهن دايما على النادي الاهلي، ودايما بقول ان احنا بنراهن على النادي الاهلي يعني طبقا للتاريخ، التاريخ كل ما راهننا على النادي الاهلي كان لعيبه النادي الاهلي عند حسن ظننا دايما. لكن تعالى نرجع لموضوع التمرين يا كريم عشان بس نبين للناس، انت بتقول لي كان في تدريبات واحد ضد واحد وكان في تدريبات شبه مان تو مان في نص الملعب، اكيد التمرينه دي ما كانتش اللعيبه الاساسيه او اللعيبه اللي بتلعب، اسف يعني يعني عشان اكون عند بالظبط عن التعبير، اللعيبه اللي مش بتلعب المباريات. بالظبط بالظبط، انت عارف طبعا باكد على كلامك، انت لعيبه النادي الاهلي مش اساسي واحتياطي، لكن كريم مارتن بيعتمد على عدد كبير من اللاعبين، بيعتمد على عدد معانا كريم ولا الاتصال راح؟ بيحاول ان هو كابتن ميدو سامعني؟ كريم معايا؟ كابتن ميدو معاك يا كابتن ميدو سامعني؟ اه سامعك كده تمام. باكد لك طبعا انت عارف يا كابتن ميدو النادي الاهلي يعني من خلالك اللاعب اساسي ولا احتياطي مفيش الكلام ده، لكن مستر مارتن بيعتمد على عدد كبير جدا من اللعيبه اللي بتوصل التدريبات والمباريات بشكل مستمر. النهارده يمكن حاول ان هو يعني مبقاش في تدريبات قويه، يعني ناصر وسعد رمضان شحات عدد من اللعيبه ما شاركوش بكل قوه، كمان الجزء الاخير من المران كنا شفنا اللعيبه اللي انا بكلمك عليها واللعيبه اللي شاركت بالتحديد في المباراه الاخيره كانت لابسه الجزم الفلات بتاعتهم بتجري يعني ريكفري مع مخطط الاحمال. الكساندرو النهارده بيحاول ان هو يريح بعض اللعيبه، وفي نفس الوقت يبقى فيه جزء تدريبي للعيبه كمان، لكن ما كانش في قوه، ما كانش في امور فيها تدخلات، ما كانش في تقسيمات قويه، الامور كانت بسيطه، النجيله كانت عاليه شويه لكن الارض كويسه، يعني نجيله الملعب كانت عاليه شويه، فبرضه تجنبا يبقى في اي كرامبات او كده، فمستر مارتن حاول ان هو يفي جزء تدريبي تكتيكي وايضا كمان جزء بدني بسيط جدا. بكره اللي هيكون التدريب الاساسي والرئيسي لفريق النادي الاهلي على ملعب لوكاس موريبي اللي هو يستقبل المباراه. عايز اكد على ميعاد التدريب بكره، المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني بالنسبه لي الغد، الاجتماع الفني هيكون في تمام الساعه 12 دورا هنا بتوقيت جنوب افريقيا، مفيش اختلاف في الوقت يا كابتن ميزو، يمكن الوقت عندنا نفس الوقت، الوقت عندنا في مصر نفس الوقت هنا في جنوب افريقيا. تمام. المؤتمر الصحفي بحضور مستر مارتن كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي، الساعه 2:30 هيبدا المؤتمر الصحفي، الساعه 3 وهو ميعاد المباراه الرسمي هيكون تدريب فريق النادي الاهلي الاخير على استاد لوكاس، استاد مميز ان شاء الله باذن الله. بكره كالعاده طبعا هيكون في 15 دقيقه لكل وسائل الاعلام
بعد كده مستر مارك هيبدا ان هو يشتغل على جزء تكتيكي. الامور كلها مطمئنه يا كابتن ميدو، والاداء كلها ان شاء الله باذن الله مع النادي الاهلي تنعكس عليهم بشكل كبير. كل الامور الاداريه كابتن سيد بيقوم بدور كبير، المهندس خالد جرنداني امين الصندوق، الكل بيشتغل والله يا كابتن ميدو بكل قوه وكل جديه، هدف وحيد وهو ان شاء الله ان نعود من هنا بنتيجه طيبه تساعدنا ان شاء الله في مباراه العوده باذن الله. يا رب يا كريم. دلوقتي البعثه متواجده عند سياده السفير ولا لسه ما توجهتوش هناك؟ احنا لحظات يعني نقدر نقول في خلال 10 دقائق هنتوجه الى السفير، البروتوكول المعتاد معالي السفير طبعا شريف عيسى سفير مصر هنا في جنوب افريقيا، وجه الدعوه للمهندس خالد برندالي رئيس البعثه، الاستاذ جمال جبر مدير غرفه الاعلام، المركز الاعلامي وقناه الاهلي كالعاده بتكون متواجده في هذا البروتوكول تسليم الدروع. السفير بيقوم بدور كبير قبل ما نكون متواجدين هنا في جنوب افريقيا، تنسيق كامل مع الكابتن سمير عدلي وايضا كمان كابتن سيد والمهندس خالد برندالي، هنكون متواجدين هناك ان شاء الله مع السفير، وباذن الله في خلال الحلقه نحاول ان احنا كمان يكون معانا السفير نعمل لقاء ونطلع معاك يا كابتن ميدو باذن الله. انا مستنيك يا كريم، انا دايما انت عارف انا بستناك دايما على طول، يعني عارف ان انت ما شاء الله بتغطي تغطيه مميزه دايما وبتعمل لنا لقاءات حصريه، مستنيين اللقاءات. لكن الحمد لله كل اللعيبه الحمد لله ما فيش اي مشاكل، التمرين اللي خدوه كل اللعيبه الحمد لله وطلعوا سلام، ما فيش اي اصابات الحمد لله كله تمام عشان اطمن كل الجماهير. بالظبط يا كابتن ميدو، اكد على كلامك، ما فيش اي حاجه لفريق النادي الاهلي، اللعيبه يمكن فتره راحه النوم اللي ناموها، ان احنا وصلنا الساعه 12 بالليل على مجرد وصلنا لفندق الاقامه، اللعيبه يمكن نام بشكل كبير، فالتمرين النهارده كمان ما كانش في اي تدخلات، اللعيبه الحمد لله ما حدش اشتكى من اي كرامبات، ما حدش اشتكى من اي اجهاد، مخطط الثلج كالعاده يمكن بيتم تجهيزه او تم تجهيزه لعيبه النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه، بحيث ان هم يرجعوا من التدريب مباشره يكون في مختص ثلجي مستديهم، يعني شغل ريكفري بيتعمل بشكل كبير يا كابتن ميدو، لكن يعني بنعذر كل لعيبه النادي الاهلي للتلاحم الكبير والسفر والضغط ده، لكن ان شاء الله شفت النادي الاهلي غير وشخصيه النادي الاهلي مختلفه وروح الفنانه الحمراء مختلفه بشكل كبير مع كل لعيبتنا يا كابتن ميدو. ان شاء الله كريم كل التوفيق، واكيد مستنيين انتصار باذن الله، باذن الله او نتيجه ايجابيه باذن الله في مباراه السبت. هنستناك لو في لقاءات معاك ونتواصل معاك على طول. زميل العزيز كريم احمد، شكرا جدا على هذه المداخله. دايما بكون حريص ان انا اجيب كريم في اي سفر او اي مراسل، انتوا عارفين احنا كلنا واحد يعني، عشان يغطي كل الاجواء ونطمنكم على كل كبيره وصغيره في معسكر الفريق في اي مكان. كريم طمنا بشكل عام على التمرين، على المران، على الملعب المران، على ملعب المران الاساسي، اتكلم كمان على موعد المباراه الساعه 3 عصرا باذن الله يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله دعواتنا ان النادي الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه باذن الله تساعده في لقاء العوده. نتكلم كمان عن اراحه، المعنى مش إراحة سلبية، إراحة إيجابية في التمرين، تدريبات استشفائية للعيبة اللي عندهم إجهاد أو عندهم ضغطة مباريات، واتكلم عن تدريبات المان تو مان والتدريبات الفردية للعيبة اللي بعيد شوية عن المباريات. إن شاء الله لسارت أكيد أضرب مننا كلنا بأجواء هذه المباراة وكل كبيرة وصغيرة تخص هذه المباراة وبيتعامل معها على أحسن ما يكون. اتكلم كمان عن دعوة سيادة السفير شريف عيسى سفير مصر في جنوب أفريقيا للفريق، وده بروتوكول متعارف عليه، أي بلد بيروح النادي الاهلي او اي فريق مصري لازم السفير يعزمهم على العشاء، حسب بقى انت عندك ضغطه ماتش تاني يوم او عندك امكانيه انت تقبل دعوه العشاء، لكن طبعا دي بتكون حاجه اجواء اسريه كده حريص عليها سياده السفير شريف عيسى، وان شاء الله كل التوفيق للبعثه. اتكلم عن كل كبيره وصغيره بصراحه كريم، وان شاء الله يكون معانا لقاءات حصريه بعد قليل من عزومه سياده السفير لفريق النادي الاهلي. تعالوا نرجع لاخبار النادي الاهلي، اهتمام كبير ببعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا كالعاده، ممثل من اتحاد الكره الجنوب افريقي وثلاث مسؤولين من نادي سان داونز كانوا في استقبال بعثه النادي الاهلي. انتوا عارفين النادي الاهلي بيشرف وبينور اي مكان، وفريق ليه حجمه وليه اسمه الكبير جدا، فاكيد كل الناس هيكونوا حريصين على استقباله على احسن ما يكون. والدرندلي بيطمئن على اجراءات تسكين بعثه النادي الاهلي، خلاص يعني اخبار بس احنا بنفكركم بيها. طبعا الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا، ان شاء الله يكون وشه حلو كالعاده. عندنا السفير المصري خلاص قلت لكم بيطمن على بعثه الفريق في مقر اقامتها وبيدعوهم على العشاء، اخبار بقول لكم بس رؤوس العناوين وناصر ماهر. تعالوا نتكلم عن اللعيبه وارائهم المختلفه عن مباراه سان داونز. معايا ناصر ماهر ومحمد هاني وعلي معلول بيتكلموا عن اجواء مباراه سان داونز الجنوب افريقي. ناصر ماهر بيوصف المباراه انها مباراه صعبه جدا في ظل الاجهاد
مش اجهاد اللاعبين، ظل اجهاد المباريات، مباريات متلاحقه متتاليه، كل ثلاث ماتشات، كل ثلاث ايام بتلعب ماتش او كل اربع ايام، فاكيد في ضغط ضغط مباريات ان شاء الله، ان شاء الله مش هيكون ليها اثر سلبي. علي معلول اتكلم، انا بجيب لكم الاراء وهنرجع نقول كل واحد على حده. علي معلول قال ان ضغط المباريات دي خلاص احنا اتعودنا عليها وان شاء الله تكون في مصلحتنا، بقى عندنا لياقه مباريات وده الهدف اللي احنا عايزين نكون فيه، ان احنا نكون في اكمل او اكتمال اللياقه البدنيه او الفورمه البدنيه للعيبه عموما هتكون في مباراه سان داونز باذن الله. يعني ناصر بيشتكي وعلي معلول بيبرر ان هو عادي وده الطبيعي وان احنا خلاص وصلنا لفورمه مباريات نتيجه تلاحق المباريات. هاني بيقول سان داونز فريق كبير جدا ولازم نعمل له الف حساب، اللعيبه كلهم اجتمعوا على كده، هاني وناصر ماهر وعلي معلول اجتمعوا ان سان داونز فريق كبير جدا ومش مش سهل ان فريق دايما تلاقيه متواجد في الادوار النهائيه للبطوله الافريقيه الكبيره بحجم بطوله افريقيا لابطال الدوري، مش مش سهل عشان في ناس مستسهله الموضوع، بقول لك يعني ما انتوا بتروحوا او اي فريق، يعني اي فريق سان داونز الاهلي الوداد اي فريق بيوصل للنهائي وبيخسر او بيوصل الادوار النهائيه وبيخسر، ده انجاز في حد ذاته ان انت تكون متواجد بشكل قوي في الادوار النهائيه. فبيقول ان احنا بنسعى او كل ما لدينا بنقدمه للنادي الاهلي علشان نكون متواجدين في البطوله او المباراه النهائيه وان شاء الله تكون بطوله من نصيب النادي الاهلي وبنبذل كل ما لدينا لتقديم الافضل دائما. ده كلام ناصر ماهر. محمد هاني بيتكلم برضو بيقول نسعى لتحقيق اهدافنا في ابريل الحاسم، وصف شهر ابريل ان هو شهر حاسم نتيجة ضغطة المباريات، نتيجة ان انت خلاص كنت معتلي الدوري وان كان اعتلاء صوري وليس اعتلاء فعلي. احنا قلنا الاهلي لما بيعتلي الدوري اعتلاء فعليا خلاص بيكون الموضوع مش هينزل تاني، لكن الموضوع لسه رايح جاي بين الاهلي والزمالك اللي هم المنافسين تقليديين للدوري العام الاكثر حصولا على الدوري العام، مع ان في فرق كبير جدا بس ماشي عشان محدش يزعل مننا. فالاهلي كان متصدر الدوري ليوم واحد بس، لكن الزمالك كان عنده مباراه وده طبيعي جدا، نادي الزمالك شفته مباراه سموحه امبارح وثلاث نقاط مع حكم اجنبي وضربه جزاء كان فيها جدل، في ناس قالوا صحيحه وفي ناس قالوا لا مش صحيحه، لكن في النهايه نادي الزمالك خد ثلاث نقاط مهمه جدا جدا جدا، صحيح افتقدوا فرجاني ساسي لكن ثلاث نقاط احسن من اي لعيب دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي، لكن مباراه المصري القادمه هيكون ليها شكل ثاني خالص مع ايهاب جلال. عموما الدوري حلو واللعيبه بتتكلم في الاطار ده ان هو ابريل الحاسم، لان المباراه بتطلعك واي تعادل هيكون لا قدر الله نقطتين صعبتين جدا جدا ان انت يعني تعوضهم تاني. ده كان كلام محمد. يعني اتكلم بقى عن سان داونز وقال ان سان داونز يمتلك ملعب مميز، يمتلك لعيبه مميزه، امكانيات فنيه مميزه تزيد من صعوبه مواجهه السبت في بريتوريا. ده كلام محمد هاني. اتفق محمد هاني مع ناصر ماهر على صعوبة اللقاء وأيضا اتفق معهم علي معلول على صعوبة اللقاء، لكن هاني اتكلم قال احنا النادي الأهلي عندنا جماهير النادي الأهلي ما بيبقوش موجودين معانا لكن دايما سامعين أصواتهم في ودنا، سامعين تشجيعهم في ودنا، شايفينهم وهم بيتفرجوا علينا. ده كان كلام محمد هاني، كان كلام إيجابي جدا جدا، عشان كده بيكونوا بمثابة الحافز الرئيسي لنا لتحقيق الانتصارات ومواصلة رحلة السعي نحو البطولات. ده كان كلام محمد هاني. علي معلول النجم الكبير اللي يعني احرز هدف يعني جاب لنا ثلاث نقاط مع رمضان اختراقه صالح جمعه الهدف الثاني، كانت مباراه حلوه جدا في الاخر، والنادي الاهلي كالعاده اثبت للجميع ان المباراه بتنتهي مع اخر ثانيه. كل شويه احنا بنقول احنا ملوك بعد الدقيقه 90، ما بعد الدقيقة 90، الحمد لله رب ربنا يديم علينا نعمة يعني، وده بيجي بإصرار وبيجي بتعب وبيجي بجهد وبيجي بحاجة اسمها أنا ما عنديش إن أنا أفقد الأمل نهائياً. آخر ثانية أنا شغال معاكم. طب أرجع تاني لكريم أحمد ومعاه لقاء، نروح نشوف كريم أحمد ونرجع نكمل مع حضراتكم.
كل التحيه ليك يا كابتن ميدو وكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. استعدادات مكثفه لفريق النادي الاهلي قبل مباراه سان داونز بطل جنوب افريقيا والنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله كالعاده بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. مباراه صعبه ليها حسابات فنيه كثيره، الكل بيشتغل ان شاء الله، وبنتمنى كمان كل الظروف تكون مصلحتنا يوم المباراه السبت في تمام الساعه 3 عصرا. لكن حابين نوجه شكر كبير جدا زي ما وجهنا الشكر طبعا اللي سافرنا هنا طبعا، لكن اوجه الشكر بشكل كبير لعمده المصريين هنا للكابتن محمد سعد اللي بيقوم بدور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي من قبل تواجدنا هنا في جنوب افريقيا. من مصر انا برحب بيك في البدايه وبوجه لك شكر كبير. امور كتيره بتبقى محتاجه تظبيطات عديده لان الجو العام لو ما فيهوش تظبيط الامور بيبقى مختلف بشكل كبير مع لعيبه النادي الاهلي. اهلا وسهلا، واحنا نرحب بيكم طبعا ونرحب بالنادي الاهلي، وشرف لينا كل مره طبعا النادي الاهلي بينورنا في جنوب افريقيا، واحنا دايما في خدمه النادي الاهلي فده شرف لينا طبعا. 19 سنة متواجد في جنوب افريقيا، عمر كبير يا محمد طبعا، لكن تواجدك هنا ده اكيد يعني اكتسب خبرات كبيرة، او اكتسبت خبرات كبيرة جدا كمان مع الفرق الرياضية وخاصة فريق النادي الاهلي. انا عايز اتكلم معاك خبرتك يعني نقلتها ازاي مع التظبيطات والترتيبات الخاصة بالانتقالات بفندق الاقامة، حطينا في الاجواء يا كابتن محمد. الحمد لله طبعا الواحد باحتكاكه ووجوده هنا في جنوب افريقيا الفترة دي كلها والعلاقات موجودة، والحمد لله احنا في علاقات كويسة مع اتحاد جنوب افريقيا للكورة والنوادي المحليه سان داونز، بايرتس، كايزر تشيف، اياكس كيب تاون، كل ده اشتغلنا معاه، والحمد لله كان من الاول طبعا كان في تواصل بيني وبين كابتن سيد ابو الحفيظ لترتيبات والتاكيد على ان اماكن الاقامه والملاعب، وكابتن سمير عدلي طبعا اتواصلنا معاه قبل الوصول، والحمد لله رب العالمين كله مشي على ما يرام. واحنا يهمنا دلوقتي ان شاء الله ان النادي الاهلي يروح مصر ويرجع من هنا ان شاء الله بثلاث نقاط، لان ده هيفرق معنا جدا في ماتش العوده باذن الله. انا طبعا عايز اتكلم معاك على التواجد دلوقتي، احنا متواجدين الملعب طبعا اللي هتكلمنا عليه وتشرحينا ترتيبه جه ازاي وتقولين اسم الملعب، يعني حطينا في الاجواء، ولان النجيله شايفها مظبوط، انا عارف ان الملاعب هنا مميزه بشكل كبير جدا. مظبوط، هم طبعا هنا في جنوب افريقيا عموما مهتمين جدا بالرياضه بالذات كره القدم واللعبه الثانيه اللي هي الرجبي. الملعب اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي ده ملعب جامعه سواني للتكنولوجيا، ملعب زي ما حضرتك قلت ملعب الكواليتي بتاعته كويسه جدا ويليق بتدريب فريق كبير زي النادي الاهلي الحمد لله. وبرضو من سان داونز هم ما قصروش معانا في اي حاجه، وكل الحمد لله كل اللي كنا نطلبه منهم كان بيتيسر الحمد لله. وتمرينه زي ما حضرتك ماشي شايف النهارده كل حاجه ماشيه على ما يرام، وان شاء الله باذن الله نستعد لتمرين بكره قبل المباراه في الملعب الرئيسي، ملعب لوكاس موريبا، ملعب كبير سعته 29,000 متفرج. وطبعا حضرتك هنا الاجواء في الاخبار كلها بيتكلموا سان داونز عامل حفله واحتفاليه قبل الماتش على اساس ان هم يعملوا اكبر عدد حشد من الجمهور، وعامل تخفيضات وصلت ل 20 رند يعني تقريبا 20 جنيه تذكره اللي هيجي ويلبس تيشيرت بتاع سان داونز. فطبعا احنا شايفين من كل ده قد ايه هم عايزين يهتموا، والماتش ده مهم جدا بالنسبه لهم، فبيحبوا طبعا حشد الجماهير عشان ياثر علينا. بس الحمد لله النادي الاهلي يعرف يتعامل مع كل الاجواء دي لان بخبره نادي كبير زي النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله كله هيمشي كويس. يمكن النادي الاهلي دعم بشكل كبير جدا خلال الموسم ده عدد كبير من اللعيبه، الانسجام كان سريع جدا، بنشوف واخر مباراه يمكن كانت مباراه الاتحاد وقبلها مباراه الزمالك، بتشوف التدعيمات المثمره من مجلس اداره النادي الاهلي في اللحظات وفي التوقيت اللي احنا فيه ده، لان مرحله مهمه جدا يا كابتن محمد. طبعا انا اتكلمت مع الاستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثه موجود، وهنينا على الماتش الاخير طبعا الحمد لله الحمد لله ثلاث نقاط كانوا يفرقوا جامد جدا في الدوري في مصر، وبرده الروح معنويا في الدوري. وطبعا الترتيبات دي كلها والاتصالات اللي تمت ما بيننا وما بين مجلس إدارة النادي الأهلي الحمد لله يعني أدت إن شاء الله إن الموضوع كله يبقى مرتاح، ويبقى حتى اللعيبة داخلين نفسيا مرتاحين في الماتش الأوي بتاعهم هنا إن شاء الله. غدا المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي وتدريب النادي الاهلي الرئيسي، ايضا كمان ميميلج سان داونز مؤتمر، وبكره برضو عايز اتكلم على التوقيتات والتظبيطات بتاعت غدا يا كابتن محمد. بكره ان شاء الله الاجتماع الفني الساعه 12 في ملعب المباراه، يلي عندنا ان شاء الله البريس كونفرنس المؤتمر الصحفي الساعه 2:30، والتمرينه برضو الساعه 3 ان شاء الله في نفس ميعاد المباراه. كل حاجة تواصلنا مع إدارة سان داونز، كل حاجة إن شاء الله بإذن الله متيسرة وماشية كويس، وبإذن الله يعني نرجو
ان ان شاء الله النادي الاهلي يفرحنا ويفرح كل المصريين والجاليه المصريه والعربيه الموجوده اللي هي بتدعم النادي الاهلي في جنوب افريقيا. حضور الجاليه هيكون عدد كبير ولا لسه الارقام برضه ما نقدرش نحصرها؟ والله في تواصل جامد جدا من الجاليه المصريه والجاليات العربيه عايزين يحضروا الماتش. احنا بقدر الامكان مش معتمدين قوي على التذاكر اللي جايه من سان داونز، لان طبعا هو يهمهم يقللوا حضور الجاليات بتاعتنا. فالحمد لله احنا من خلال الجالية بنقدر نوفر التذاكر بقدر الامكان للجالية، وهم طبعا فريقهم المحبوب وفريق النادي الاهلي طبعا هم وراه في كل حته. فان شاء الله باذن الله هيكون في تواجد كويس جدا للمصريين والجاليات العربيه بكره باذن الله. انا كابتن محمد رسالتك لكل اللعيبه ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم السبت الكل يبقى مركز، لكن اخد منك رساله لكل لعيبتنا ان شاء الله يكونوا موفقين ان شاء الله. رساله اللعيبه هم طبعا الفريق كله رجاله، وانا عارف النادي الاهلي بخبراته ولاعيبته ان شاء الله قادر ان احنا نروح مبسوطين من هنا، واحنا وراهم، واي دعم محتاجينه احنا وراهم هنا في جنوب افريقيا. وان شاء الله بالتوفيق باذن الله للعيبه والجهاز الفني باذن الله. تحت امرك. ميرسي جدا، ميرسي جدا. بنشكر اكيد طبعا عمده المصريين الكابتن محمد سعد اللي بيقوم بدور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي بالتحديد. كل الظروف دي تنعكس علينا وتنعكس على اللعيبه. مباراه مهمه محتاجه تركيز فقط في المستطيل الاخضر، تدريبه مهمه جدا يا كابتن ميدو النهارده، اولى للتدريبات لفريق النادي الاهلي. مستر مارتن بعد الرحله طبعا الشاقه والطويله جدا النهارده بيحاول ان هو يعمل ريكفري لبعض اللعيبه، بيريح بعض اللعيبه، بيشوف الامور ماشيه ازاي، لان بكره هيكون تدريب هام وقوي تكتيك وكل الامور الخاصه طبعا بالمباراه والتشكيل، امور كتير جدا هتبان في تدريب الغد. لكن ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى الجاليه المتواجده، الجمهور اللي يكون متواجد كمان يكون سند ودعم حقيقي كالعاده لكل فريق النادي الاهلي. ان شاء الله كابتن ميدو من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي معاك، ولحظه بلحظه بننقل كل الاخبار وكواليس النادي الاهلي هنا في جنوب افريقيا. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا جدا ليك يا كريم، ودايما مميز كالعاده، وان شاء الله مستنيين كمان لقاءات اكتر واكتر عشان نعيش الساده المشاهدين او جماهير النادي الاهلي تحديدا في اجواء هذه المباراه ولحظه بلحظه مع فريقنا في معسكره في جنوب افريقيا، استعدادا للمباراه الهامه جدا ان شاء الله يوم السبت مع سان داونز الساعه 3. كل الناس بصراحه في اي بلد بيروح النادي الاهلي بيكونوا نفسهم ان هم يكونوا متعاونين وبيتعاونوا فعليا، وحاجه جميله جدا بصراحه. تعالى كنا بنتكلم على ردود فعل اللاعبين على مباراه سان داونز، وقلت لكم على ناصر ماهر ومحمد هاني. تعالوا نتكلم على علي معلول، وقال ايه علي معلول؟ قال ان فريق سان داونز بنحترمه جدا جدا لانه فريق يمتلك عناصر جيده ويمتلك ايضا خبرات كبيره في دوري الابطال الافريقي. قال كمان ان الفريق مش سهل تواجده زي ما قلت لحضراتكم في النسخه الافريقيه، كل سنه موجود وكل سنه متواجد او كل نسخه متواجد في الادوار النهائيه لهذه البطوله الهامه جدا. فده وان ده اللي بيدل ان هو فريق كبير وفريق على مستوى فني وفريق ماشي بخطه ثابته، عشان كده شايف المباراه صعبه. قال ان ضغطه المباريات، لما قلت لكم ان هو بيرد على ناصر ماهر، ضغطه المباريات خلاص النادي الاهلي تعود عليها، لان النادي الاهلي وضع طبيعي جدا لاي نادي كبير ان هو يتعود على ضغطه المباريات وياخدها بشكل ايجابي مش سلبي، وان هم بيعملوا جاهدين على تنفيذ البرامج الاستشفائيه ليهم بشكل مثالي عشان يكونوا متواجدين دايما في فورمه يعني تكون عاليه جدا. ده كان كلام علي معلول. قال كمان ان احنا بنبذل قصارى جهدنا من اجل تكليل، كلام مهم قوي، من اجل تكليل جهودنا في النهايه بتحقيق البطولات واسعاد جماهير الاهلي بالالقاب. علي معلول واخد قلوب كل الجماهير الاهلاويه. قبل ما اكمل لكم اخبارنا اقول لكم خبر يعني لسه والله بالصدفه انا ببقى قاعد معاكم وبجيلي مثلا الستة واحد. الستة واحد دي انا ما اعرفش، كان جيلاردو هنا قبل كده وقال لي انا ابني اتولد يوم ستة واحد، وقبل كده مش عارف، وانتوا بتزعل يعني في ناس بتزعل مني انا والله العظيم مبقاش عامل حسابي يعني دلوقتي جالي خبر ان اهلي 2002 بقياده النجم ياسر محمدين نجم كبير جدا كسبوا الحديد والصلب ب 6-1. يعني انا عايز اعرف موضوع كابتن ياسر. كابتن ميدو مساء الفل يا كابتن. مساء الفل يا كابتن ميدو، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. انا بحييك على الاداء والشكل قبل النتائج اللي عاملها وعلى شكلك الفني مع 2002. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، يعني متشكر جدا على ليك يعني بنشتغل وبنجتهد ونعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي لمستقبل النادي الاهلي اللعيبه. الصوت، طب هنحاول نجيب الكابتن ياسر تاني علشان نشوف موضوع 6-1 ده
يعني ايه ده مقصود؟ انا حاسس ان هو في يعني في ناس قصده 6-1 ولا ايه؟ احنا بنهزر معاكم خلي بالكم، بس هي 6-1 طبعا نتيجه مش هننساها. بيبو بقى ورضا شحاته وابراهيم سعيد، رضا شحاته وابراهيم سعيد وبيبو 4 تكوان، اه كانوا 6-1 صح كده. فنشوف الموضوع ده بقى مقصود، بقى فرحه 6-1 بصرف النظر والله عن اهلي وزمالك وكده، لكن انت لما تعمل نتيجه كبيره مع نادي كبير بحجم نادي الزمالك، كل ما فرقه تعمل 6-1 هم بيفرحوا ان هم عملوا نتيجه زي الفريق الاول ما عمل معهم نفسه او غريمه التقليدي نادي الزمالك، فالنتيجه بتكون مساعده لكل الجماهير الاهلاويه. فهنرجع لكم تاني مع ياسر محمدين، لو جاهز يا جماعه قولوا لي على طول عشان نهنيه ونشوف هو قاصد ولا مش قاصد، وردود فعل الولاد كان ايه بعد 6-1. طيب ان شاء الله تكون بشرة خير. الاهلي بيواجه الزمالك في جالنا ياسر، كابتن ياسر اتفضل يا كابتن. يا كابتن ميدو اتفضل. اتفضل يا كابتن اهلا بيك. هو كان الصوت بس بيروح وبيجي، اتفضل. اه معلش هو يمكن الشبكه مش مظبوطه شويه، لكن انا بقول لحضرتك طبعا الحمد لله احنا بنعمل اداء الحمد لله كويس. هدفنا يكون عندنا لعيبه كويسه في الاول ان شاء الله في مستقبل النادي الاهلي. بنشتغل على الموضوع ده من اول السنه، وان شاء الله يكون يعني التعب بتاعنا كده يقلل باللي احنا نعمل لعيبه كويسه للنادي الاهلي مستقبل وذخيره كويسه جدا للنادي الاهلي. اكيد اكيد يا كابتن ان شاء الله تعمل، وانت بتعمل فعلا الكلام ده على ارض الواقع. لكن تعالى خلينا نروح، انت عارف 6-1 بتبقى نتيجه الجميع الاهلاويه بيفرحوا بيها حتى لو كان ولاد صغارين، مهما كان بقى الـ 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 السن 2002 2004 ايا كان، لما تعمل 6-1 اكيد بيفكرون بنتيجه الاهلي والزمالك اللي انتهت 6-1 وكانت نتيجه كبيره وبتسعد كل الجماهير الاهلاويه. قول لي ردود فعل اللعيبه لما المباراه بتخلص 6-1، زي 6-0 زي 5-1 زي 5-2. والله انت عارف نتيجه 6-1 دي ذكرى عزيزه جدا علينا كاهلاويه، وبتفكرنا بذكريات جميله جدا، ونتمنى انها ترجع وتعود دايما ونحققها دايما في جميع المسابقات وفي جميع الماتشات والفريق الاول. اللعبة طبعا مبسوطه جدا مع الظروف الصعبه جدا اللي احنا بنلعب فيها النهارده، ملعب صعب جدا وكان الجو برده فيه حر شويه، وملعب تقريبا شبه بنلعب في ملعب ترابي يمكن تقريبا او حاجه زي كده، لكن طبعا الحمد لله اللعيبه كانوا رجاله وعلى قد المسؤوليه وادوا اداء كويس جدا، وغير السته ضيعنا يمكن 6 جوان زيهم. ده بس حلو يا كابتن، ده حلو حلو. ما بقول لك يعني، فالحمد لله والله عملوا اداء كويس جدا، وهم برده خلي بالك 6-1 دي دايما بتبقى ذكرياتها معانا سعيده جدا، واللعيبه حتى بتتبسط قوي لما بتكسب 6 يعني. اكيد اهلا بحضراتكم من جديد. تعالوا نستكمل اخبارنا. الاهلي بيواجه الزمالك في السوبر الافريقي لليد، مباراه كبيره جدا النهارده الساعه 8 يعني بعد قليل في المغرب، تحديدا في مدينه وجده المغربيه ان شاء الله الساعه 8 بتوقيت القاهره، مباراه على كاس السوبر الافريقي للكبيرين الاهلي والزمالك. اكيد طبعا بنتمناها اهلاويه باذن الله ويكونوا عند حسن ظننا، مش عايزين بقى حد يقعد يقول لك اصل احنا الالعاب الصالات والالعاب الاخرى واحنا اساسا مسيطرين عليها من زمان. طب تعالوا قبل ما اكمل لكم الاخبار واقول لكم خبر، طيب ماشي، نقول اسوان ببارك لها انا شخصيا للنجم الكبير مجدي عبد العاطي، زميلي وزميل الملاعب صديقي العزيز مجدي عبد العاطي، صعد بفريق اسوان واول انجاز لمجدي عبد العاطي في عالم التدريب، اول مسؤوليه فنيه تولاها، حاجه كبيره جدا ان هو يتولى منفردا مسؤوليه فنيه بحجم فريق اسوان. كان شغال قبل كده مع الكابتن مختار في الانتاج، كان مع الكابتن مختار عموما يعني في الفرق اللي مسكها، لكن مجدي استقل بنفسه السنه دي ومسك فريق اسوان، قرر ان هو يبقى مدير فني لفريق اسوان، وربنا الحمد لله كرمه اخر كرم لانه مجتهد ومدرب كويس جدا وشاطر، ومعاه كمان محمد ثابت صاروخ جيلنا، الواحد بيفتخر بصراحه لما يكون من جيله حد كده ويكون فرحان ويكون صاعد لدوري ممتاز بفضل ربنا وعلى ايدين مجدي عبد العاطي ومحمد ثابت صاروخ. النهارده كسبوا التعدين 2-1، فاضل اسبوعين على المسابقه وفاضل 6 نقاط بينه وبين بني سويف، لكن هو نتيجته مع بني سويف كانت نتيجه ايجابيه لصالح اسوان، حتى لو خسر مجدي الماتشين اللي جايين فنتيجته مع بني سويف نتيجه لصالح اسوان. كل التمنيات لمجدي عبد العاطي ان شاء الله
بموسم كبير في الممتاز مع فريق أسوان اللي بنتمنى له عدم النزول مرة تانية، ولازم بقى فيه دعم ودعم كبير جدا. أنا كنت عارف يعني كنت متابع مع مجدي الإمكانيات، يعني لازم دعم كبير قوي لأسوان، بلد جميلة جدا من كبرى المدن الساحية في مصر وبتضم معالم كبيرة قوي 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 وفيها كمان إيفنتات كبيرة جدا. يعني حاجة لازم نهتم بأسوان ولازم نهتم بهذه المدينة ولازم نهتم بفريق الكورة. إن شاء الله ما ينزلوش تاني، وكل التوفيق لمجدي عبد العاطي ولثابت صاروخ في الدوري الممتاز. كريم أحمد جاهز؟ تعالوا نشوف كريم أحمد. معاه كابتن طيار محمد السروجي قائد طيارة فريق النادي الأهلي ذهابا وإيابا. نشوف كريم مع الكابتن طيار محمد السروجي قال إيه ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرحب بك من جديد يا كابتن ميدو بكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. انا بيسعدني في هذه اللحظات ينضم لي طبعا كابتن طيار كابتن محمد السروجي اللي برحب بيه في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي. يعني برحب بيك طبعا في البدايه ومتواجدين مع الفريق، مباراه مهمه مباراه سان داونز. عايز اتكلم معاك الاول على المباراه، بتشوف النادي الاهلي وجوده هنا في جنوب افريقيا ازاي وبتشوف المباراه اهميتها ازاي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مباراه مهمه جدا جدا، يعني الناس كلها بتدعم النادي الاهلي، الناس كلها في ظهر النادي الاهلي. اعتقد ان مباراه تقيله وبحجم النادي الاهلي كل الناس متاهبه للمباراه بشكل كبير جدا. اعتقد ان شاء الله كل الظروف في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. في احتماليه كبيره ان الجو ما يبقاش كويس يوم المباراه، وان شاء الله يعني تبقى كل الظروف تبقى ماشيه في صالح النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي يعني ان شاء الله. وكلنا داعمين للنادي الاهلي كمشجعين وكموجودين هنا في جنوب افريقيا، فان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. مميز جدا وعنده حماس كبير جدا لك لعيبه النادي الاهلي، يمكن لعبت في اجواء اكتر من كده، لعبت في اجواء وصلت 98,000. بتشوف مدى تاثير الجمهور مع لعيبه النادي الاهلي بخبراتها الكبيره ده يا كابتن؟ هو الاهلي اكبر من اي ظروف، سواء جماهير سواء حضور، ايا كان الحضور وايا كان الجماهير، الاهلي فوق كل ده. طبعا الاهلي تاريخ كبير جدا في افريقيا، ومش اول مره يعني نحضر اجواء زي كده في بلد جنوب افريقيا. اجواء بتبقى قويه جدا، بيبقى فيه حضور كبير جدا من الجماهير، وكمان سان داونز بيتميز بجماهير عدد جماهير كبير جدا يعني. فاعتقد ان المباراه هيبقى فيها حضور كبير جدا، ولكن الاهلي فوق كل الظروف اللي زي دي. طبعا يعني كلنا كاهلاويه قبل اي حاجه متعودين نشوف الاهلي في ظروف زي دي، والاهلي طبعا يعني السبب الوحيد لفرحتنا كلنا يعني. فان شاء الله يكون مباراه كويسه، وان شاء الله يعني نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في الاول. ده حاله التركيز اللي انت شايفها، يمكن تدريب الاول النهارده لفريق النادي الاهلي، التركيز هي سمه المعسكرات لفريق النادي الاهلي، وكمان البطوله الافريقيه حلم كبير لكل الجمهور. بتشوف الحاله دي ازاي وبنينها ازاي لكل المشاهدين؟ والله طبعا يعني بطوله مهمه جدا، غابت عن النادي الاهلي يمكن سنين قليله، بس احنا متعودين ان احنا واخدين على ان النادي الاهلي متوج ببطوله زي بطوله افريقيا. ان شاء الله السنه دي انا شايف الاهلي طبعا المباراه دي بيجهز بشكل فيه تركيز كبير جدا. اعتقد ان شاء الله باذن الله هتبقى مباراه قويه جدا، وان شاء الله باذن الله الاهلي موفق باذن الله ان شاء الله. لكل اللعيبه لعبتنا على قدر المسؤوليه كالعاده، مش محتاجه رسائل، لكن لما بنشوف حب للنادي الاهلي زي كابتن كده طبعا، وجزاء كابتن محمد سعد، محتاجين رساله لكل اللعيبه قبل المباراه دي. طبعا بتمنى ان هم يبقوا مركزين في الماتش، واتمنى ان هم يعني يرجعوا احسن نتيجه ممكنه من هنا، عشان يكون المباراه فيها نوع من الاريحيه يعني في مصر باذن الله. وان شاء الله باذن الله اتوقع باذن الله مباراه مهمه جدا يعني، واللعيبه تأدي اداء كويس جدا يعني ان شاء الله. عارف ان في مفاجاه كده انا حابك انت تقول عليها، ايه المفاجاه دي؟ مش انا يعني، لا طبعا، بس حابب تقول لي على المفاجاه. والله انا يعني بقول لكل الناس اللي بتتابع قناه النادي الاهلي ان شاء الله حاجه اكسكلوسيف مخصوص للقناه، وان شاء الله تكون اول حدث يحصل في اجواء زي كده باذن الله. شكر جدا، شكر جدا، شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن طيار مدني، الكابتن محمد السروجي الداعم لفريق النادي الاهلي، واللي متواجد بيساند اكيد كالعاده مع كل الجاليه وكل المتواجدين المصريين هنا، كلهم في مسانده، الكل بيحاول ان هو يعمل اي حاجه للنادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا كابتن ميدو، مباراه مهمه ومباراه صعبه لفريق النادي الاهلي، التركيز هي سمه المعسكرات، وايضا كمان الجانب النفسي اللي بناكد عليه اكتر من مره مع الجهاز الفني. مستر مارتن في شغل كبير بيبذل داخل الملعب وايضا كمان خارج الملعب، ان شاء الله باذن الله كل هذه الامور تنعكس علينا كالعاده كابتن ميدو في مباراه السبت في تمام الثالثه عصرا، الاهلي وصن داونز بطل جنوب افريقيا. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل مشاهديك.
يا كريم كان لازم تشوف المفاجأة دي يا كريم، يعني كان لازم تجيب الكابتن محمد السروجي وتقول له ايه المفاجأة ونعرف المفاجأة كده يعني حصريا دلوقتي معايا. ماشي نأجلها شوية ان شاء الله بإذن الله بعد ما نكسب. بيقول لنا كابتن طيار محمد سوري، هو مش كابتن طيار طيارة النادي الأهلي، لكن هو كابتن طيار. انا اسف ان انا يعني بس قلت ان هو كابتن طيار النادي الأهلي ولسه صغير، ان شاء الله تقود طائرة النادي الأهلي في يوم من الأيام يا كابتن محمد. اكيد بيبقى حاجة كمان، بيقول انا سافرت بالنادي الأهلي وحاجة للتاريخ كمان. النادي الأهلي اي حد يتمنى ان هو يكون بس اسمه معاه، وانتوا شفتوا النادي الأهلي لما بيرتبط اسم باسمه، بس مش يرتبط يعني بيمر عليه كده، بيبقى حاجة للتاريخ خلاص. لكن إن شاء الله تكون مفاجأة مفاجأة كويسة زي ما بيقول كابتن طيار محمد السروجي، إن شاء الله يفاجئونا بيها وتكون حصريا على أو لقناة النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم قبل هذا اللقاء إن فريق أسوان خلاص رسميا في الدوري الممتاز. لو معانا كابتن مجدي سبالك نائب رئيس نادي أسوان معانا على التليفون، طيب حضروه وان شاء الله يكون معانا. هنتكلم معاه عن نادي اسوان ومشوار نادي اسوان في الدرجه الاولى لغايه صعوده، شوف هم عاملين ايه السنه الجايه. طيب محمد ثابت صاروخ المدرب العام لنادي اسوان مع التليفون. كابتن محمد اهلا بيك. الو معايا؟ احنا جايبين محمد ثابت صاروخ ومجدي في الطريق. كابتن محمد اهلا بيك. كابتن يعني مش عارف ابارك لك ازاي. طبعا انا كاني معاكم بالظبط، ومبسوط جدا ان حد من جيل انا شخصيا يا ثابت يكون كده يعني بعد ربنا ليه الفضل في صعود نادي ونادي كبير كمان بحجم اسوان. انت وحد مميز جدا بالنسبه لي مجدي عبد العاطي، الف الف مليون مبروك ليكم. اقول لك شكرا يا كابتن حميد، وطبعا شكرا لقناه النادي الاهلي طبعا. طبعا انا اولا بنتمي للنادي الاهلي، وليا شرف طبعا ان حضرتك تعمل مكالمه معانا. اقول الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، واشكر ربنا سبحانه وتعالى على الصعود. ان شاء الله باذن الله تكون اسوان ليها شكل باذن الله في الدوري الممتاز، وليها تواجد محترم ان شاء الله. يعني هدعوكم بقى ان انتوا تكونوا موجودين هنا مع مجدي عبد العاطي ومعايا ان شاء الله في الاهلي عشان نحتفل بيكم يا كابتن صاروخ، ولا هتقول لي من دلوقتي اصل انا بقى نشوف ونفكر وكده؟ لا يا كابتن، انت عارف النادي الاهلي طبعا لو قال لي ايه انا ممكن اجي فات عندك من الليل عادي. طبعا النادي الاهلي طبعا دي فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا انا شخصيا، وبننتمي ليه. وطبعا كفايه كابتن عبد الحميد كده بتعمل مكالمه وبتهنينا وبتبارك لنا، طبعا ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بقول الحمد لله ان شاء الله كابتن، وانا تحت امرك ان شاء الله. كان موسم صعب يا ثابت. اكيد يا كابتن حميد حضرتك عارف طبعا هنا الاجواء والملاعب، طبعا كابتن الملاعب الممتاز واحنا بنشوف بنعاني منها، ما بالك في الدرجه الثانيه. اقول الحمد لله طبعا احنا كمان كابتن باتين من رمضان، موسم طويل علينا، المباريات طبعا صعبه جدا. طبعا اقول للناس المصريين مصريين كتير جدا يا كابتن، احنا اقل سفريه مثلا بنيجي نسافر، اقل سفريه بنسافرها 7 أو 5 ساعات، بنيجي نلعب مثلا في اي حته يعني نلعب الفيوم ناخد 14 ساعه بالظبط. بقول الحمد لله، بقول الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. كانت فرحه طبعا عارمه النهارده في اسوان يا كابتن صاروخ. اكيد طبعا يا كابتن حميد، والناس طبعا بشكر جمهور اسوان في اتش وقبل اخوان، الناس واقفه جنبنا من اول الماتشات من اول الدوري لغايه اخر لحظه، وجاي النهارده كانوا في الطارينا، والحمد لله قدرنا الحمد لله نحقق الفوز الغالي النهارده ونرجع لهم مكانتهم الطبيعيه في الدوري الممتاز. والله ان شاء الله باذن الله بنعودهم ان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل باذن الله. اكيد كابتن مجدي معاك ولا بعيد عنك؟ اه كابتن، اه طبعا. طب اكلمه لو سمحت. اه انا كابتن حن. الو مبروك يا كابتن مجدي. كابتن ميز ربنا يبارك فيك. انا مش عايز اقول لك، انا عن نفسي والله العظيم الفرحه مش سيعاني انا شخصيا يا مجدي. ربنا يبارك فيك حبيبي، شكرا كابتن ميز. الف الف مبروك ليك والصاروخ ولكل اسوان. الحمد لله ربنا يخليك، متشكر جدا يا ميدو. يعني الحمد لله انت عارف شغل في الدرجه الثانيه عميد قد ايه صعب، وقد ايه بيبقى فيه ضغوطات، وقد ايه بيبقى فيه مشاكل. لو ما كانش فيه مجلس اداره كويس، ولو ما كانش فيه الحمد لله جهاز فني متفاهم وفي علاقه كويسه بينه وبين اللعيبه، ما كناش قدرنا نوصل اللي احنا وصلنا له. الحمد لله رب فضل من ربنا بنهدي العوده الممتاز دي لروح الفقيد تامر بنتو وعضو مجلس الاداره السابق. كان الناس اللي كانت مجتهده جدا معانا،
كجهاز، وكانت دعمنا بشكل كبير جدا. طبعا ببارك للسيد اللواء احمد سليمان رئيس مجلس الاداره، كل اعضاء مجلس الاداره وكل جمهور اسوان يستحقوا الفرحه دي ويستحقوا ليكم في المكان الطبيعي بتاعهم ان شاء الله في الدوري الممتاز. يعني اكيد يا مجدي، وانا بقى بقول لك بالنيابه عن جيلنا احنا في انبي، يعني دلوقتي بدانا نجني ثمار تعبنا فيكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا مجدي. احنا لسه كل واحد فينا الحمد لله بياخده خطواته الاولى كمدير فني، ان شاء الله باذن الله تبقى دي البدايه، وان شاء الله يبقى تالق باذن الله لكل الجيل بتاعنا. لان الصراحه انت عارف يا مجدي اكتر مني قد ايه احنا كنا مترابطين، وقد ايه كنا بنحب بعض، وقد ايه فينا الحمد لله ناس تستحق ان هي تكون في مكان المدير الفني، وبس تاخد الثقه من مجالس الادارات ان شاء الله باذن الله يبقى في اكثر من اسم موجود باذن الله في الساحه الفتره ان شاء الله. اكيد يا كابتن مجدي، لكن سؤال بسرعه كده وان شاء الله تكون معايا تنور هنا قناه الاهلي انت وصاروخ، واعمل معاكم بقى حوار كبير كده ونتكلم فيه عن كل كبيره وصغيره في مشوارك في الدوري الدرجه الاولى. قول لي، كنت متوقع ان انت تتوج بالصعود للدوري الممتاز يا كابتن مجدي؟ بص طبعا هو مفيش حد بيبقى بياخد خطوه كابتن ميدو بيبقى ضامنها، يعني كل طبعا كل حاجه بتوفيق ربنا، انت بتسعى وبتشتغل والباقي ده بتاع ربنا. لكن في في حاجات بيقولوا ايه بشاير او رؤيه للمستقبل. يعني انا اول ما تحدثت مع مجلس اداره اسوان حسيت ان هم عندهم ناس عندهم طموح وناس بتسعى او بتشتغل عشان تسعى، فده طموح كان متماشي مع طموحي كاول خطوه ليا. وانا عارف علاقه الكابتن مختار عامله ازاي، ان انا اسيب الكابتن في الوقت ده كانت خطوه بالنسبه لي صعبه جدا وخطوه كمان فيها ريسك كبير جدا، لكن بقول الحمد لله ربنا وفقني، اجتهدنا واشتغلنا على قد ما نقدر. الحمد لله طموح مجلس اداره مع طموحنا ماشي، جهاز شاب الحمد لله ربنا كلله بالمجهود والتعب والحمد لله كلله بالنجاح. يعني والله مجدي انا يعني ببارك لك من كل قلبي صاحبي واخويا والمدرب، ان شاء الله تكون مدير فني متميز جدا جدا في الدوري الممتاز، وان شاء الله تحقق نجاحات كبيره جدا مع اسوان، وتكون بدايه لانطلاقتك لكبرى الانديه المصريه والعربيه ان شاء الله. كابتن مجدي وكابتن صاروخ الف 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 مليون مبروك ليكوا ولكل جماهير اسوان. شكرا جدا ليكوا. ده كان مجدي عبد العاطي ومحمد ثابت صاروخ المدير الفني والمدرب العام نادي اسوان. انجاز كبير جدا، انجاز كبير جدا لبلد زي اسوان، وبنتمنى احنا كلنا بقى كمصريين مش اهلاويه بس ان اسوان يفضل على طول في الدوري الممتاز. في فرق كده لازم تفضل، من اسوان اتحاد اسكندريه المدن الكبيره دي الشرقيه، عايزين نشوف المدن اللي عندها جماهير وعندها كمان حب مش طبيعي للكوره. هنتكلم عن دوري الدرجه الاولى كمان، اقول لكم اجواء ساخنه جدا في مجموعه القاهره، بنحاول نجيب يعني ناس متخصصه تكلمنا عن هذا الدوري الصعب جدا. محمد ثابت صاروخ بيتكلم عن الملاعب وصعوبتها، قد ايه الملاعب صعبه، بنشوف في ملاعب في الدوري الممتاز صعبه، تخيلوا بقى الدرجه الاولى وكمان مجموعه اسوان مجموعه صعبه جدا في ملاعبها وفي الجمهور كمان. لكن في الاول وفي الاخر خلاص هم بيجنوا الثمار التعب الكبير اللي عاشوه السنه دي. قلت لكم مجدي خط تحديات كبيره جدا ان هو ساب الكابتن مختار مدرب كبير اسم كبير عشان يستقل بذاته ويمسك فريق بحجم اسوان، حقق معاه نجاحات والحمد لله ربنا توج تعبه بالصعود للدوري الممتاز. دي كانت اخبارنا النادي الاهلي، واتكلمنا عن اسوان. طنطا كمان بيقترب من الصعود للدوري الممتاز، طنطا النهارده كسب غزل المحله بهدف مقابل شيء، عبد الرحمن دح في الدقيقه 63. قلت لكم نتائج ومجموعات ساخنه جدا، طنطا خلاص بيحط رجل في الدوري الممتاز بعد ما كان بعيد، خصوصا كمان ان خصومه او اقرب المنافسين ليه خسروا النهارده. النهارده بلديه خسر 2-0، المنصوره خسر من الحمام بهدف مقابل بهدفين مقابل هدف، والاولمبي تعادل 1-1، فاركو كسب 2-0. يعني لازم نبقى متابعين بصراحه للدوري ده. معانا يا جماعه حد؟ معانا؟ طيب معايا الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ميدو واهلا بالساده المشاهدين. اجواء ساخنه جدا في دوري الدرجه الاولى. اجواء ساخنه ومتعبه، والامطار الاخيره يعني وصلت الى اقصى مدى من الاثاره والمتعه والقوه. النهارده بنبارك لاسوان يصعد او بيعود لدوري الدوري الممتاز من جديد بعد ما فاز النهارده على النصر التعدين 2-1. بسبب النصر التعدين
يعاني من صراع الهبوط او ينافس على صراع الهبوط. نقول لاسوان مبروك النهارده الفوز بقياده فنيه لمجد عبد العاطي اللي بيحمل النهارده او السنه دي يعني لقب مدير فني لاول مره تحت شعار سنه اولى بيه. وعايز اقول لك يا كابتن حميد ده نتاج تعب ومجهود لمجلس الاداره لاول مره في تاريخ نادي اسوان ان يصرف او يتخطى مبلغ الصرف عنده ل 12 مليون جنيه طبقا لتصريحات المسؤولين او مجلس اداره النادي، وبالمقارنه لما صرفوا الاخرون سواء نادي بني سويف او تلفزيونات بني سويف او الاعلاميين اللي هم اقرب الفرق للمنافسه يعني. تمام، لكن بالنسبه لاسوان لكن تعالى انت بتكلمني عن نص التعيين بتقول لي اقرب للهبوط. نصر التعديل، التعديل ده بينافس على الهبوط مش اقرب للهبوط. دلوقتي هبط رسميا ثلاث فرق، تحرير اسوان، نصر ملاوي، الوليديه. ومعاهم الفيوم 25 نقطة ومعاهم التعديل 28 نقطة وفاضل مصير. يعني ما بين الهبوط ما بين التعديل والفيوم لأن طبقا للائحة أربعة بيهبطوا من كل مجموعة. يعني يقول لي بصفتك خبير في دوري الدرجه الاولى، ايه المفارقه الغريبه دي؟ النصر التعيين كان في الدوري الممتاز والسنه دي بينافس على الهبوط او بيحاول ينجو من الهبوط. السبب يا كابتن حميد، اولا لو النصر التعيين كان مشي بنفس سياسه الدور الاول كان ممكن ينافس على الصعود مش الهبوط. ليه؟ السبب ايه؟ ان هو استغنى عن 15 لاعب عنده بين الدورين. ال 15 لاعب راحوا تقدموا شكوى رسميه لاتحاد الكوره للمطالبه بمستحقاتهم. فالنصر التعديل فضل رحيل هؤلاء اللاعبين عن الفريق وتاجيل عمليه مستحقاتهم ثم استعان بلاعبين صغار السن تحت السن مع بدايه الدور الثاني. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ثلاث حاجزه فنيه تناوبوا او تعاقبوا على تدريب الفريق. بدا بعطيه صابر ثم احمد سالم ثم الان عادل لحمه او عادل عبد الحميد اللي هو المدير الفني الحالي. تمام. طبعا مجموعه اتغيرت مجموعه كثيره من اللاعبين. تمام. خصوصا صغار السن اللي كملوا الدور الثاني ما كانش عندهم خبرات اللي يبقى الفريق في محل المنافسه. تمام، كلمني عن طنطا يا استاذ محمد، وطنطا برضو بقت قريبه جدا من صعود الدوري الممتاز. النهارده يوم الطنطاويه، بمعنى كل النتائج جت لصالح طنطا النهارده. النهارده طنطا مش ما كسبش 3 نقط بس، لو حسبتهم لك هيطلعوا اكتر من 15 نقطه. تمام. النهارده المنصوره بيخسر قدام الحمام في الوقت القاتل. تمام. اذا هنا منافس خرج، اذا هنا كسب 3 نقط بخساره المنصوره. تمام. النهارده دمنهور بيخسر من بلديه المحله 2-0 وكان اقرب المنافسين ليه دمنهور، اذا هنا كسب 3 نقط من خساره دمنهور. تعال تشوف الاولمبي اللي كان كسبان وتعادل في الوقت القاتل من قطر الشيخ او 2 بونت كمان راح ادي 6 و6 2 بونت ادي 8 بونت. تعال شوف الرجاء اللي تعادل مع شباب سلا 1-1 وخسر 2 بونت ادي كده 10 بونت بالاضافه ل 3 بونت بتوع طنطا اللي كسب فيهم المحله النهارده 1-0. اذا النهارده طنطا كسب 13 نقطه مش 3 بونت بس. فرصه في الصعود يعني كام في المية؟ فرصة صعود طنطا يعني تقريبا 95%. 95%. ليه؟ لأنه هيلاعب سيدي سالم الهابط رسميا لدوري القسم الثالث. جميل. سيدي سالم ليس له طموح، أنا بأكد لك من دلوقتي طنطا رايح هيفرح وهيصعد رسميا من سيدي سالم، من مباراة سيدي سالم اللي هو هبط رسميا، وأعتقد إن سيدي سالم هيستقبله بالورود في هذه المباراة لأن طنطا محتاج نقطة واحدة بس. من في المباراة القادمة وليس الثلاث نقاط، لأن المواجهات المباشرة بينه وبين أقرب كل جميل. تمام. معظمها لصالح طنطا. تمام أستاذ محمد، نادي مصر الترسانة وسيراميكا كوروباترا والقناة أيهما أقرب للصعود للدوري الممتاز؟ اليوم فقط وبعد فوزه على الزرقاء في 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 ملعب الزرقاء العنيد نقدر نقول تقريبا نادي مصر بنسبة يعني تقريبا بنسبه 90% او 85% ان هو هيصعد لدوري القسم الدوري الممتاز. قول لي النتائج، قول لي النتائج النهارده يا استاذ محمد بعد اذنك كده. اولا النتائج النهارده اللي هم الثلاث فرق اللي بينافسوا نادي مصر والترسانه وسيراميكا. اتفضل. اف سي كسب الزرقاء 1-0
والترسانة كسب بورتو في بورتو في السويس 1-0، سيراميكا كسب أبي فقل 2-0، ودي نتائج يمكن نتيجة الترسانة كانت متوقعة ونتيجة سيراميكا كانت متوقعة. ويبقى الصراع بين الثلاثي اف سي والترسانة وسيراميكا، الترسانة وسيراميكا الاثنين عندهم 47 نقطة واف سي عنده 50 نقطة. اف سي لازم يكسب لسبب، أولا المواجهات المباشرة بين الترسانة واف سي لصالح الترسانة، للترسانة للترسانة لصالح الترسانة. تمام. المواجهات المباشرة بين الترسانة وسيراميكا لصالح سيراميكا. طب المواجهات المباشرة بين الترسانة والسيراميكا، المواجهات المباشرة بين اف سي وسيراميكا لصالح اف سي. تمام. ثلاثة، لو اف سي خسر المباراة والترسانة كسب وسيراميكا خسر والثلاثة تساووا، هيحتكموا لجدول منفصل بين الثلاث فرق، ولو احتكموا للجدول المنفصل بين الثلاث فرق يصعد الترسانة الى الدوري الممتاز باعتبار ان هو اهدافه الاكثر في هذه. طب الترسانة وسيراميكا المواجهات لصالح مين؟ سيراميكا. لسيراميكا. تمام. ما هو المواجهات بتلعب يعني لكل واحد ليه مصلحه، فبالتالي هنا بيتعمل جدول منفصل لو تساوي الثلاثه. تمام. الجدول المنفصل في صالح الترسانة لانه الترسانة جاب الاهداف اكثر. تمام. انا لو تساوي الثلاث فرق. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد على هذه التوضيحات ومداخله مفيده جدا ودوري ساخن جدا جدا دوري الدرجه الاولى. شكرا جدا للناقد الرياضي محمد باهر الناقد الرياضي بالاهرام. نطلع فاصل عشان نستقبل نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن محمود صالح. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجم مصر كلها كابتن النادي الاهلي كابتن الكبير كابتن محمود صالح. منور الدنيا يا كابتن. عامل ايه؟ مودك الحمد لله. طمنا عليك. طمنا على النادي. بخير ان شاء الله. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. طمن الجماهير كده ان شاء الله. خير باذن الله. في تحت ايدينا حاجات حلوه يا رب. هي دلوقتي حلوه، المفروض في المستقبل تبقى كويسه، في يعني عوامل اخرى يعني. ممكن تجيب لاعب امكانياته كويسه وهو ما عندوش طموح، ما عندوش اهتمام، مش مركز، ما بياخدش امور بجديه وفي طريقه ما ينجحش. انت قلت كلمه حلوه جدا يا كابتن، دلوقتي حلوه بس يعني قدامها تبقى شكلها ايه؟ بالظبط. الحته اللي في النص دي ممكن نقعد نتكلم فيها كام سنه كتير، وبرده المستوى التدريب اللي بالظبط يعني مستوى المدرب اللي بيبقى مسؤول عنه بالظبط، ممكن يحطه في مركز غير مركز، ممكن يقتله نفسيا. ممكن نفسيا خلي بالك، مش عارف امكانياته كويس. يعني ما بتعملش معاه كويس نفسيا، ما بيعرفش ايه المشاكل اللي عنده وعيوبه يشتغل عليها ويصححها. لان دايما يا كابتن بنلاقي مواهب كتير جدا وفي الاخر ما بنلاقيش يعني حتى اي حاجه تمثلهم، يعني نقول حتى 20 واحد ما بنلاقيش 20 واحد. بالزبط. مع ان النادي الاهلي تحديدا بيبقى جاي له اكتر من 1000 واحد. هي عوامل لازم كلنا يعني نهتم بيها. احنا دايما بننقل اللوم على اللاعب، يعني اللاعب كان كويس في قطاع الناشئين وما لعبش، انت كنت مهمل، انت ضيعت الفرصه. في عوامل تانية ممكن تأثر عليك. أكيد. طبعا أكيد. والعكس يعني أنا رحت عندي 20 سنة ولعبت كورة يعني عوامل ساعدتني. كان المرحوم الكابتن أحمد ما أكثر منك بقى كابتن. أنا 25 سنة. طيب يبقى اللي تولى المسؤولية في بداية الفترة أنها متأخرة أنت، لا المدرب اللي تولى معاك أنت أو معايا أكيد كان له دور كبير. بالظبط. أنا يعني الفضل كله الكابتن أحمد ما يعني الله يرحمه، لما يجيب لعيب عنده 20 سنة ما لعبش قبل كده في حتة، تاني سنة يبقى أساسي في النادي الأهلي بدائي. في عوامل عوامل اتحدت مع بعض. مع إن يا كابتن قطاع الناشئين دلوقتي أولياء الأمور بيدوا اهتمام غير مسبوق لقبل كده لزماننا، يعني إحنا كان زماننا أكيد كان والدك يقول لك لا بلاش كورة، خليك في مش عارف في الحتة الفلانية في التعليم. أنا برضو كنت كده، والدي الله يرحمه، لا إحنا التعليم ما فيش حاجة اسمها كورة. دلوقتي لا، يقول لك لا إحنا نفسنا ابننا يطلع لعيب كورة. فالاهتمام بتاع اولياء الامور بقى عالي جدا وزاد جدا، ففاضل بس المدرب واختياره وتهيئته ان هو يتولى المسؤوليه الكبيره دي اللي هي اكبر من مسؤوليه الفريق الاول بكتير جدا. وعلى فكره ممكن يكون مدرب امكانياته كويسه جدا مع قطاع الناشئين
وما يشتغلش في الدرجه الاولى. احنا ما عندناش تخصص، لازم يبقى في تخصص. لازم يا كابتن، كل مدرب عايز يشتغل سنتين ثلاثه في الناشئين ويطلع درجه اولى، مع ان الشغل عشان يا كابتن لا يبقى متخصص، يبقى متفوق في المنطقه دي. ولازم برضو نوفر لهم الاجواء يا كابتن عشان نعرف نلومهم. الماده المرتب، انا بتكلم بصفه عامه مش بالنادي الاهلي، تطوير مستوى، التطوير هو كمان دراسات لازم. لا انا اوفر له الاول انا كنادي يا كابتن، وهو لازم برضو يدوس على نفسه ويطور نفسه. المدرب دلوقتي الانترنت، لو اي مدرب تعب نفسه بس، لكن هي موهبه يا كابتن محمود. يعني انا ممكن حضرتك اشوف نموذج تدريب وحضرتك تشوفه، هو النموذج، حضرتك هتعمله بشكل تاني خالص غير اللي انا اعمله. هو ممكن اخده وطبقه مع مجموعه وهو مش مناسب. بالظبط كده، بالظبط كده. فهي الموضوع موضوع كبير، كبير لكن مهم جدا، عايز تخطيطه مهم قوي. هو بص، هو مهم جدا التعاون بين القطاعات في الانديه، او الناشئين والدرجه الاولى واداره اكتشاف المواهب والتسويق، كل دول اداره اكتشاف، كل ما زاد التعاون بينهم النتائج هتكون افضل. اكيد يا كابتن، ده كل واحد بيدي. يعني احنا اسوان، يعني احنا بنكمل بعض والشغل مشترك، انت مش تعمل جزء لوحدك، في جزء مشترك بينه وبين بالظبط، وبينه وبين هنا، وبينه وبين الجنب ده، كله سلسله. بالزبط. هي سلسله بالظبط، سلسله ما ينفعش حلقه منها لو متفرطه مش هتشدها، هتتقطع. بالظبط، انما لو ملتحمه كويس وفي تعاون شد، لا في قوه وهتطلع نتائج كويسه. كنت انا في احد البرامج ضيف، يعني لسه قريب جدا، والمقدمه البرامج هي ما تعرفش حاجه في الكوره، لكن سالتني سؤال اول مره تساله، قالت لي انا كولي امر اعرف من فين ابني هيلعب كوره ولا مش هيلعب كوره، اعرف من فين حد بيستغلني عشان ياخد مني فلوس ولا اخده وممكن يكون عنده موهبه بعد كده يكمل، وازاي اطورها وازاي يبقى لعيب كوره. بتتكلم بطبيعتها جدا، سؤال مهم قوي قوي. فممكن نطمن الناس ازاي يا كابتن محمود؟ لازم القائمين على الشغل يكونوا امناء. هي مش هتفهم في مستوى، قلت لها كده، قلت لها اهم حاجه الامانه في الكلمه طبعًا. اللي هتطلع طبعا. يعني ناس كتير كانت بتتكلم على موضوع الاكاديميات ممكن تشتغل وتعمل، عمر ما وافقت، لان مهم جدا يبقى في امانه. يعني هل اللعيب ده هيكمل؟ انما اللعيب بعيد خالص ولا يصلح يلعب اساسا، وعشان في بالظبط عشان الدخل المادي، لا ابني كذا وكويس وهوديني النادي الاهلي واحنا بنتعاون. هي للاسف بقى فيها للاسف سكه للأسف صعبه الشديد. طبعا. طب الاهلي يطمنوا ازاي يا كابتن محمود؟ يعني تنصحهم بايه؟ لان حاسس ان انا فعلا انا مكسر. التوجه مهم، مش عارف ارد. لا هو التوجه مهم يا كابتن، هل هي ممارسه ولا هي طموح ان هو يبقى لاعب في نادي كبير ويلعب مستوى دولي او مستوى احتراف خارجي؟ كله حسب مستواه. تمام، لازم النقطه دي تكون واضحه. مين هيوضحها؟ المدرب المسؤول عنه، سواء في النادي او في الاكاديميه اللي بيدفع فيها مقابل مادي. مهم، يعني هي دي، يعني يكون في، انا ما عاوز اسال على ابني، يكون في صراحه، هل شاف ايه ابني ده؟ طب ايه حضرتك انصحهم برضو؟ لا عشان الولد ما يجيلوش، يعني احيانا صدمه كمان. بالظبط، احنا بنديله مستوى طموح عالي قوي عن امكانياته، هو امكانياته ما تسمحش يقدر يحقق طموحه ده. طب ليه بالظبط؟ هو الانسان لو نجح في الكوره ما بينجح في اي حاجه في الدراسه. بالظبط، ينجح عايز يبقى دكتور، عايز يبقى ظابط، يعني في حاجات كتيره في الحياه ممكن، عايز يبقى ميكانيكي، عايز يبقى اي حاجه، نجار، اي حاجه. ممكن تكون موهبته في النقطه دي، انما مش لازم يبقى، انما اللعيب حتى لو هو متوسط وممكن ينجح ممكن ما ينجحش، لما تديله انا مستوى طموح كبير قوي في البدايه اعتقد هتاثر عليه بشكل سلبي. بالظبط، هيفشل. بالظبط، هيفشل دايما. هي في نقطه مهمه، هي نقطه التحفيز، بمعنى انا لو اقدر ابقى 5/10 لازم المدرب يشجعني ابقى 6 و7 والعب على النقطه ديت، يبقى مستوى الطموح اعلى من مستوى امكانياتي عشان ابذل اقصى جهد ممكن، تمام، واقدر انجح. صح، تمام. انما ما اكونش عندي النقطه اللي انا اقدر اوصل لها بس ولا اقل، لا اديني نقطه اعلى. انا النهارده اقدر اجيب مثلا 85%، لا يبقى في تحدي مع نفسي، انا لازم اجيب 90%، عايز اجيب 92%، عايز اخش هندسه مثلا، لازم اجيب 93%، عايز اخش طب عايز اجيب 98%، لازم، بس ما بقاش انا مستواي يجيب 60% وعايز اخش طب. بالظبط، يبقى اشتغل على تخصص، والتخصص في خارجين جامعات بسيطه وبيتفوقوا عن الدكاتره، لان هو متفوق في النقطه دي وعنده موهبه في النقطه دي وقدر يوصل وبيتفوق. مش لازم الكليه اللي تبقى، مش لازم الدكتور ده يبقى احسن من الضابط، تمام، او الدكتور يبقى احسن من المحامي. تمام، معلش انا بدي
لا 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 خرجت قلت عشان حاجات يبقى فيها ارقام تمام يعني تمام عشان تبقى واضحه للمشاهدين ولازم كمان اولياء الامور يبقوا واقعيين يا كابتن محمود ويستقبلوا ان طبعا ابنهم مش هيلعب كوره خلاص طبعا يعني مش نهايه العالم طبعا طبعا يعني مش نهايه العالم لا ابني كويس لا ابني لازم اوديه اكاديميه والمدرب بقى يبدا يبتزهم فلوس او الاكاديميه تبدا تبتزهم فلوس وحضرتك عارف المبالغ اللي بتدفع دلوقتي في الاكاديميات تلاقي حد عايز يخس الاول تلاقي حد ما بيعرفش يلعب اصلا مفيش موهبه مش هتيجي ويقول لهم لا ابنكم هيروح الاهلي زي ما حضرتك بتقول لازم اولياء الامور برضو يبقوا يعيشوا الواقع شويه طبعا. انا ابني خلاص مش هيلعب كوره ما تضحكش على الواد واعمل له صدمه مش لازم كوره يا كابتن برضو ممكن اتجه اتجاه تاني في الرياضه والعبها كل الناس لعبوا كوره لو دورت على بتوع الباسكت وبتوع الكاراتيه هتلاقيهم في البدايه كان نفسه يلعب كوره بس هو كان محظوظ ان هو حد وجهه مدرب امين قال له لا تعالى وشافه قال له لا انت تصلح في اللعبه دي سيبك من الكوره بقى احنا هنبقى ابطال هنا وهو اقتنع واهله اقتنعوا ومشي وبقى بطل تمام انما ما كانش في مكان انا مش هنجح فيه طب شايف البديل يا كابتن محمود يعني اتكلم معلش انا خلي بالك خرجنا بره الحوار مش مشكلة بس انا لازم استغل بالعكس الكلام ده مهم جدا قوي قوي بصراحه واولياء الامور كمان لان هم بيصعبوا علينا شخصيا البديل ان انا كولي امر خدت ابني ورحت نادي وشايف ان ابني او في مدرب قال لي بصراحه ابنك هيجي منه بس انا مش هقدر اديله لان انا معايا فعلا فرقه مكتمله وده حقه الطبيعي انا تمام. مش انا معايا فرقتي مكتمله وعندي نظام وسيستم والولاد ماشيين فيه فانا مش هجيب حد افضل اعلمه من اول وجديد ايه البديل منكم روح مستوى نادي اقل شويه ومع الاحتكاك والممارسه اصل هي انت هي بص انت التوقعات بتاعتك ما بتبقاش حتى من الناحيه العلميه ما تقدرش تقول ده هيلعب انما في تنبؤ بنسبه كبيره انه يلعب انا بتكلم لولي الامر اللي هو عايز ابنه يجرب ممكن ممكن اقول لك روح النادي مستوى اقل دي نقطه النقطه التانية هو المفروض في سن بدايلك. على فكره في في في, في المفروض يعني من التخطيط الصح اللعيب في سنه الصغير يعدي على الالعاب كلها اللي ممكن يمارس خمس ست لعبات يقدر يمارس هنا ويمارس هنا هو اصلا ممكن ان هو يكتشف نفسه او اهله يكتشفوه او المدرب يكتشفه متقدم شويه لا في لعبه تانية غير ما هو متقدم او في لعبه غير تانية غير هو المتوجه ليها غيرها خالص وزي ما احنا متفقين ان اغلب اللعيبه لعبوا كوره انت عارف يا كابتن المشكله كمان في ايه اولياء الولاد اول ما بيبدا يعني يفهم بس يقول لك انا عايز ابقى لعيب كوره لعب لعيب كوره لا في باسكت ولا تنس ولا خالص هو عشان انا اروح العب تنس او اروح العب مش عارف اي لعبه عشان ابقى لعيب كوره عارف برضو الالعاب التنس والسكواش والحاجات اللي والسباحه بقت مكلفه انا بتكلم في اللي هو الفرد الدخل العادي اللي ابنه شايفه ان هو ممكن يبقى لعيب كوره لكن عايز وقت البدايل هل يبدا مش لازم يروح نادي اهلي لا الاول خالص يعني يبدا من تحت دايما بقول لهم يا كابتن محمود ابداوا من تحت خالص المدرب قال لك انا عايزه اطلع شوفه في نادي تاني قبل ما تقول له خده اعلى وافضل تدرج بيه لغايه لما تقف عند مستوى معين هو ده مستوى ابنك دلوقتي انا حضرتك شايف لا انا حين بيجي لحد مثلا ولي امر وعايز يروح مثلا بينه وبين النادي مشوار اقول له ده سنه صغير 8 سنين 9 سنين شوف اقرب مركز شباب عنده قريب من البيت هيمشي فعلا خمس دقايق ويوصل ويلعب قلت له اللعب اللي هو يعني مش عايز اقول عشوائي يعني بالفطره كده زي ما احنا لعبنا زمان في الشارع والحاره بالعكس ده بيخليه ده هيفيدك اكتر كتير الولد الصغير مش محتاج ان هو يتعلم مهاره وحط رجلك ثبت رجلك وحط بطن رجلك لا بالعكس في السن الصغير انت مش محتاج بالشكل ده يمارس كل اللي بيعملوه بره لغايه اعتقد 14 سنه او حاجه الدنيا بتبقى فري بالنسبه له ما بقاش في بقى احمال زي وما فيش مسابقات رسميه ولا في مباريات رسميه عشان كده احنا لما تيجي تلعب مثلا منتخب مصر 12 سنه ما فيش يعني مثلا يعني بيروح يلعب منتخب اسبانيا هتلاقيه كسبه لكن تعال لعبه 16 سنه كده عشان التخطيط صح مش هتشوف عشان التخطيط صح هو بيدوا البرنامج بيحطوا برامج مناسبه لاعمارهم السنيه متدرجه وعارف ان هو بعد فتره هيوصل للمستوى اللي هو عايزه ما تبقاش عشوائيه احنا مش رابطين بيننا وبين بعض انا معلش دايما بتكلم في نقط سلبيه انا بعملها وانا مسؤول في بعض الاوقات عنها ان احنا البرامج التدريبيه مش متدرجه هو اللي بيدرب 9 ما بيجي ينتقل 10 سنين هو المدرب بتاع 10 سنين بيشوفه كان بيتمرن قد ايه سنتين انا بحترم صراحتك لا مفيش حقيقة فاحنا عايزين نربط ومش عارف ليه انا مش عارف ليه ما بنربطش لا لازم نربط لازم يبقى في ربط لازم يبقى كمان وانا مش هربط لوحدي زي ما قلت موضوع التعاون بيننا كلنا لا لازم لو التعاون ده مش موجود مش هننجح لازم يبقى حد قادر على تخطيط سياسه معينه لقطاع ناشئين كامل ويربطه بالفريق الاول كمان يبقى نفس السيستم بالظبط كنادي اهلي مثلا اتكلم بقى كنادي اهلي لازم يبقى ليه سيستم زي برشلونه ليها سيستم زي ريال مدريد ليه سيستم لعب تحس ان هم الفرق شكل الفريق الاول
التدرج حتى الاعمار السنيه هم كلهم شكل بعض بس سن اقل او سن اكبر. ده اللي حضرتك بتتكلم فيه. طبعا وبتبقى ظاهره في الالعاب الفرديه زي ما احنا في بدايات السباحه مثلا ممكن في مصر نعمل ارقام ننافس بيها العالم كله يبقى بننافس على المستوى العالمي. انما بعد كده نتيجه ان انا عايز هدفي دلوقتي ان انا الولد عنده 10 سنين عايز يطلع بطل الجمهوريه وادي له احمال بالزبط. عاليه ممكن تنجحه الفتره دي وبعد كده بقى صح. تبقى مشكله ما بقاش في استجابه في التدريب بالظبط احنا عليها بلفظ كده دايما نقول اتحرق يعني اللعيب اتحرق لان انا عشان اقوي وازيد من مستواه ومن ادائه ما فيش استجابه صح لانه واخد احمال ما كانش مناسبه لسنه وهو في توقيت معين بينجح وبعد كده مش هينجح عشان كده احنا دايما سابقين الدنيا كلها واحنا صغيرين لغايه سن معين 14 15 سنه بعد كده ما بنشوفش طبعا يعني. واذا كان هي بعض المشاكل موجوده في الكوره في مصائب في الـ في الـ في الالعاب الثانيه الصراعات على ولاء الامور ابن يلعب بطل 12 بطل 13 دي حقيقه ويجي بعد كده يبطل دي حقيقة. بيعتزل على فكره يعني اعتزال مبكر دي حقيقه لان هو بيجي له زي ما انت قلت كده حضرتك صدمه ده انا كنت بطل ايه ده انا بقيت في المركز العشرين ده انا المفروض ابقى بطل ما تاسسش صح وما تطلعش السلم ستيب باي ستيب بالظبط هو التعاون المفروض يعني جت في تفكيري دلوقتي يعني بين الاكاديمي الدكاتره التربيه الرياضيه الاكاديميين والخبره الموجود نتعاون مع بعض لازم ده شغال في قصه وده شغال في قصه لازم عمري ما شفت فيه تعاون خالص نهائي انا حاسس ان انا بنتمي للاثنين للخبره وبنتمي للاكاديميات الاكاديميه عشان انا خريج تربيه رياضيه يعني فانا شايف في فجوه كبيره جدا ما فيش تعاون حتى المفروض لما تيجي تحط اجهزه فنيه يكون فيها ميكس شويه لازم طبعا ما فيش لازم بص هتلاقي يعني مش مشكله ان انا اتعلم منك في الناحيه كخبره ومش مشكله ان انا احط لك تخطيط برنامج ناحيه علميه وتتعلم مني ما ناخدش امور بعقد يعني خلي في تواضع ده اجمل حاجه انت تتعلم يا كابتن محمود ده انا ممكن واحد في الشارع ماشي يقول لك كلمه انت تقعد تدورها في دماغك وتعملها تبقى حاجه كبيره جدا بالزبط. وتستفيد منها بالظبط ودي بتحصل والله بتحصل بالظبط والله بتحصل. يعني مثلا كنت بقرا في كتاب قريته اكتر من مره قريته تاني هو الاسس العلميه في تدريب كره القدم للاستاذ العلامه الدكتور حنفي محمود مختار يتكلم عن اللعيب العدل وانا كنت دايما بقرا كلمه العدل دي يعني ايه العدل بس لما قريتها مؤخرا فهمتها العدل يعني ما تبقى مستواك اقل من زميلك اللي بيلعب في مركزك يبقى عارف انك اقل منه هو من حقه يلعب وهيجي وقت انت تكون افضل ممكن تلعب تمام يبقى حلو قوي كلمه العدل تمام لازم اللعيب يحس يبقى عنده عدل هو مقتنع بالظبط ان هو قاعد مقتنع ان هو بيلعب مقتنع ان هو بره ال 18 بالظبط مقتنع ده افضل منك في المرحله دي لازم تجتهد عشان تبقى افضل منه الاقناع بالشخصيه اللي ماسكاها انما مش تقعد بقى تقول انا زعلان والمدرب ما بيحب وتبطل كوره ومستواك ينخفض في اوقات حتى لو انت اساسي انما في اوقات الفورمه الرياضيه بتقل عندك طبيعي البديل هيلعب تقول في التوقيت ده من حقه يلعب بالظبط دي هتساعدك وتاثر عليك بشكل ايجابي شخصيه المدرب يا كابتن اللي بتوصل الكلام ده كله ثقافه المدرب وعلمه ثقافته المدرب طبعا بس احنا يعني النواقص اللي عندنا نكملها مع بعض زي ما قلنا الجانب الاكاديمي والجانب الخبره لازم مش موجوده ولازم اكون يعني نحط توزيع الادوار يا كابتن محمود مهم جدا يعني الاكاديمي عارف شغله ايه والراجل الخبره عارف شغله ايه وده يعني كل واحد عارف شغله تلاقي المنظومه في الاخر ناجحه يبقى في تواضع وثقه انا عندي ثقه ايه المشكله ان انا اتعلم منك حاجه كلام مهم جدا وايه المشكله ان اقول لك حاجه فمهم جدا التعاون والثقه والتواضع اسمع انا هقول لك على حاجه ما تبقاش عندك كبر في مدربين عندهم كبر واقفين عند المرحله دي مش هتطور ولا هيطلعوا مستحيل ولا هيطلع اقول لك على نموذج من اللي حضرتك بتتكلم عليه ده عجبني جدا جدا يعني كنت انا في مباراه انبي والانتاج اللي كسبها علي ماهر 1-0 اخر مباراه مباراه كانت صعبه جدا وعارف ان حضرتك انبي بيعاني يعني مهدد فعلي ماهر انا واقف متابعه بصراحه عمال بص بيسمع كل حاجه حواليه بيسمع كل حاجه حواليه وهو ليه شخصيه انت عارف علي ماهر ليه شخصيه وبين الشوطين طالع عمال هو بيسال برضو حد شايف حاجه حد حاجه مش عارفها بين الشوطين عمل تغييرات انبي الشوط الثاني بقى شكل ثاني خالص وكسبوا المباراه 1-0 فضروري زي ما حضرتك بتقول تواضع التواضع ان انا اسمع وانا عندي شخصيتي اصلا انا مش هسمع انت لو عندك ثقه هتبقى متواضع بالظبط انا عندي شخصيتي لكن انا مش عيب ان انا اسمع بالزبط. ممكن واحد يقول لي فعلا حاجه بعيد عني خالص لكن زي ما حضرتك بتقول مثال حلو جدا وعنده رؤيه في الملعب انا مش شايفها
بالظبط. خد بالك انا مهما كان امكانياتي كمدرب انا مش هقدر اقيم ال 22 لعيب اللي في الملعب. اكيد في حاجات مش هتبقى بعيده عني. اكيد ينبهني بقى المساعد بتاعي تعالى. أكيد. أكيد. انت ايه رايك؟ أكيد. نغير مين؟ أكيد. ممكن ينبهك لحاجه او لنقطه انت مش غفله. هو بصراحة بس هو في نقطه بس انت لازم يكون عندك امكان. هو لما يقولها لك انت هتنتبه هتعرف ان هي صح طبعا. انما هي غفله عندك دلوقتي بس ما بيقولها لك بتبقى انت هتقوله اه صح. ده كابتن زي ما حضرتك بتقول المتواضع ده قمه الثقه فيه. اه طبعا قمه الثقه فيه. هو انا لما بسال ببقى انا عارف انا ممكن حد انا بسال عشان حد يقول لي حاجه انا مش عارفها لكن انا يعني او بتكلم على علي مالك كنموذج بيبقى عنده اللي هو سيمو اللي شايف له الدنيا من فوق عامله ازاي وعامل له احصائيات عامله ازاي ومعاه جهاز فني كمان كله عمال يشوف كله عمال يتكلم. انا بقول علي مالك نموذج يعني انا شفته بعيني بصراحه في اللي انت بتتكلم فيه حضرتك بتتكلم فيه نفس الشكل ونفس التساؤلات بيقعد يسال لكن هو طبعا عنده شخصيته وعنده تاخد قرارك بالظبط اللي انت مقتنع بيه. هو قرار وحتى المدير الفني الضغوط بتبقى عليه اكتر شويه برضو ممكن يكون في حاجات مش شايفها في الملعب كويس. فمهم جدا مهم احنا قلنا التعاون في البدايه فمن باب اولى يبقى في تعاون بين المدير الفني والناس المساعدين. لازم يا كابتن للاسف شفت نماذج مدير فني بيجيب حد عشان هو يقول له اه على طول. بالظبط. انت لو بتقول لي اه على طول يبقى انت بتضحك عليا اصل انا مش صح على طول. تمام. انا كمعاون ليك لو ما قلتلكش لا في وشك يبقى انا كده بضحك عليك. تمام. انا لازم اقول لك لا انت عندك امانه وتقول لي انت شايف ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. لازم يا كابتن بالظبط هتقول له وجهه نظرك انت بالظبط صح او غلط لكن كله اه صح نغير اه صح غير شفت مين وحش اه وده وحش طب نحط مين في 18 اه نحط في 18 طب نطلع اه طب انا ايه لازمتنا او ايه لازمة مساعدينك. القرار اللي هو نتاج اربعه بيفكروا او خمسه بيفكروا افضل كتير وبيتحملوا واحد بس وافضل كتير بين بالزبط. نتاج لواحد بيفكر تمن عيون يا كابتن تمن عيون انا ليا عينتين ومعايا جهاز كل واحد باتنين هم شايفين اكتر مني بالظبط زي ما حضرتك بتقول. وعلى فكره ممكن المدير الفني يقسم الادوار في مديرين فنيين طريقتهم المساعد بتاعه يقول له ركز على المنافس ودايما اي حاجه جميل ركز على الحاجه الدفاعيه ركز على الحاجه الهجوميه ركز على نص الملعب وانا بركز مع فرقتي توزيع الادوار عشان برضو طبعا دي نقطه مهمه وسائل التعاون كتير قوي يا كابتن محمود بس احنا بنتعبش ما بنتعبش مش ما بنتعبش ما بنحاولش في عدم تعاون عدم ثقافه في عدم امانه بالظبط وعدم امانه اه وكان مهم جدا بصراحه المواضيع اللي اتكلمنا فيها دي قبل ما ندخل بقى في جو الحلقه لكن يعني ما ينفعش افوت خبره زي حضرتك في حاجات مهمه جدا او تساؤلات بتدور في الشارع الرياضي عموما يعني. تعالى اسوان النهارده صعد دوري ممتاز اول تجربه فنيه لمجدي عبد العاطي بعد انفصاله عن كابتن مختار وكانت كان قرار صعب جدا لمجدي عبد العاطي وكان كلمني قلت له دوس على طول فداس وربنا كرمه مع محمد ثابت صاروخ جيلي يعني بفتخر بيهم قوي قوي وحاسس ان انا اللي صعدت دوري ممتاز الحمد لله يعني. شايف صعودهم ازاي وتقول ايه الاسوان عشان ما ينزلش بهني طبعا ناسي واهلي أكيد. بلدي اسوان اكيد وبهني كابتن مجدي عبد العاطي وكابتن محمد ثابت قضينا سنه كويسه مع مجدي عبد العاطي كنت شغال انا المدرب العام هو المدرب مع مالدينوف في انبي البلغاري في انبي في انبي عملنا مركز رابع وكان الحقيقه كانت قدمنا كره كويسه قوي الحمد لله قوي كان مدرب كويس قوي مدرب كويس كان جهاز شكلكم اساسا كويس متعاوننا ما حصلش مشاكل وكنا متعاون التعاون كان متوافق الحقيقه. الراجل كان شخصيه محترمه ومدرب كبير جدا اتعلمنا منه وكان عنده ثقه في نفسه بيسمع يعني والعلاقه كانت بينا كويسه وكان موجود برده الكابتن علاء عبد الصادق مدير كوره وكان موجود الكابتن ايهاب جلال مدرب حراس مرمى كابتن علي عبد الصادق يعني كلما ذكر اسمه لازم يذكر بالخير طبعا بالخير طبعا. كابتن علي عبد الصادق راجل راجل اللي تعرف قيمته يا كابتن محمود ان هو يخرج من نادي اي نادي شغال فيه كابتن علي عبد الصادق للامانه طالما ذكر اسمه لازم نتكلم بالامانه لا يمكن ان انت تسمع اي لفظ من الكابتن علي عبد الصادق عن اي نادي اشتغل فيه خالص ولا تصريح مهما كان مظلوم او مهما كان هو ماشي كده لكن لا يمكن يتكلم او يدلي باي تصريحات كان ملتزم وما كانش غاوى اضواء واشتغل بشكل نموذج بصراحه لكن انجاز كبير وساعتها كان برضو الاداره ممتازه الاداره رئيس النادي انبي طول عمرها بصراحه طول عمرها ممتازه وطول عمرها حاجه تساعد على النجاح نادي انبي وساعد والناس كويسه جدا على فكره متعاونين جدا في اسوان مسؤولين طبعا ما اتغيروا عن فتره انا اشتغلت فتره الفتره اللي كان حصل توقف مشكله بتاع بورسعيد 2011 وتوقف الدوري ما كملش الدوري انما الناس ممتازين يعني الاداره دايما بتبقى كويسه في اسوان تمام والجماهير طبعا تمام تقول لهم ايه عشان يعني اسوان انا نفسي عن نفسي انا شخصيا يعني اسوان بلد تحفه تحفه بمعنى الكلمه
فيها معالم سياحية العالم كله بيروح لها، ليه ما نستغلهاش وندعمها دعم كامل جدا ان هو يكون كمان ملتقى رياضي في الدوري الممتاز؟ هو محتاج دعم طبعا، انت بتنافس على كل مرة بنقول كده كابتن محمود، يعني كل ما اسوان يصعد دوري ممتاز لازم ندعم اسوان، لازم ما بنشوفش اسوان غير في دوري المظاليم السنة اللي بعديها نقول اصلا ما كانش فيه دعم. انا بنافس على المستوى والحمد لله ربنا وفقني صعدت المستوى الاعلى هنا عشان احافظ على مكاني في وسط الانديه الكبيره دي، لا محتاج دعم ومحتاج مستوى تاني خالص. وانا يعني خصوصا الانديه اللي هي جماهيريه، اسوان، المنصوره لو صعدت، المحله، الشرقيه، دمنهور، يعني اللي بيحلوا الكوره كابتن بالظبط بيحلوا الكوره دول، بالظبط لازم يكون في دعم اضافي شويه من الوزاره، ده دور الوزاره. واتمنى يعني ايه المطلوب من اللي هو احمد سليمان رئيس نادي اسوان ومساعده كابتن مجدي سبالك، ايه المطلوب منهم، ايه المفروض يمشوا فيه من دلوقتي من بدري جدا؟ هو تجهيزه الاجواء ومهم جدا موضوع الدعم المادي ده، ولازم يكون في اضافه اكتر من عنصر يقدر قادرين ان هم يلعبوا في يعني يدعموا الفرقه ويرفعوا مستوى الاداء الفريق في الدوري الممتاز هيكون صعب جدا جدا، زائد ان كمان اسوان عندها مشكله المسافه بعيده اغلب المباريات. مهم جدا برضو مصر الطيران تساعدهم في التنقلات، أنا بكلم في تخفيض تذاكر الطيران هتفرق كتير، لان ما ينفعش اقعد 14 15 ساعه في القطر. لسه كان مجدي وصاروخ بيقول نفس الكلام بالزبط. كنت جايبهم على التليفون هم مسافرين بالعربيه، احنا قاتله الموضوع صعب قاتله صعب قاتله قاتله. دي نقطه مهمه زي ما قلنا، ده هو الكلام، احنا شوف ذهننا بيجيب الحاجه احنا ما فكرناش فيها في الوقت يعني في اللحظه بنفكر فيها، موضوع دعم وزاره الشباب وموضوع برضو مساعده مصر الطيران يعني الشركه الوطنيه، يعني مهم جدا تساعدهم في تخفيض اسعار التذاكر عشان برضو التنقلات تكون سهله بالنسبه لهم. اكيد المنافسه مشتعله في دوري الدرجه الاولى، نادي مصر الترسانه سيراميكا كليوباترا 50 47 47، شايف مين اقرب؟ باقي مباراتين فيهم 6 نقاط، نادي مصر اعتقد هو الاقرب. ثلاث نقاط يا كابتن محمود، اي فرقه يعني سيراميكا والترسانه متاهبه بعد ما كان الترسانه متصدر، برضو الترسانه يا كابتن برضو علامه استفهام، علامه استفهام مش ممكن، ما تفهمش فيه ايه، مش ممكن. يعني السنه اللي فاتت كان علاء نوح معاهم بالظبط، وكان محتاجين التعادل من شبين الكوم، جمهوريه شبين، وجمهوريه شبين لو خسرت هتنزل، هم كانوا محتاجين نقطه وهم خسروا، هم في المقدمه خسروا برضه. في برضه فاكر موقف ضربات الجزاء وضاعت منهم، اعتقد الحارس ضيع ضربه جزاء مش مذكر اسمه بشكل يعني صعب قوي، والسنه اللي قبلها والسنه دي السنه كانوا متصدرين وفارقين كمان يعني كانوا فارقين. الكابتن كوشر يعني عمل كابتن احمد كوشر عمل مجهود كبير وكان بالظبط واضح ان هو في امل كبير يصعد، مش عارف هو فرق 3 نقاط متأهبة الترسانة أو السيراميكا، كمان السيراميكا كمان يعني بتنافس بقوة، 3 نقاط نادي مصر لو غفل شوية بس هيلاقوا الموضوع راح من إيده. هو في نقطة مهمة جدا أنا عشتها، اتفضل حول النقطة ولا عشتها فيه، اتفضل. الضغوط اللي هي في ساعة الصعود دي محتاجة لعيبة معينة عندها ثقة في نفسها عشان تقدر تتحمل هذه الضغوط. بتيجي أنت تصعد الصعود وتلاقي نفسك المستوى راح خالص. أنا أتذكر المباراة اللي ساعدنا بيها بتروجيت في 2005 6 أو 6 و7، أعتقد 2005 2006، كانت ضد الرباط الأنوار، إحنا مش عارفين نلعب، مفيش خالص أي مستوى، اللعيبة مع الضغوط النفسي والعصبي المستوى منتهي تماما. ولازم سند بقى كابتن محمود، سند المدرب العام كان موجود طبعا، أنا كنت موجود مع الكابتن مختار كمدير فني وكان في دعم طبعا استاذ سعيد ودعم من كل مجلس الاداره في موقف لا يحسدوا عليه بتوجيهات برضه، بس الحمد لله ربنا فوقنا جبنا جون كده من عند ربنا. ده انا بتكلم كمان السنه دي في النقطه دي النقطه دي مش اي لاعب يستحملها، لا لا مش اعتقد دي نقطه سلبيه ممكن تكون هي عند الترسان. مهم جدا انا برضو ايه يعني اكتشف المشاكل اللي عندي واحاول عليك من اول السنه، موضوع الثقه في النفس ده مهم، من خلال التدريب، من خلال المباريات الوديه، من خلال المباريات الرسميه، بحيث لما تيجي تتعرض لمواقف مشابهه على الاقل تكون انت اتكلمت حتى لو نظري
مع اللعيبه بالزبط. شوف ايه اللي يقدر ياثر. مهمه جدا مهمه جدا بالزبط. بالزبط. واعتقد شوف احنا اكتشفنا حاجه احنا واحنا قاعدين دلوقتي بالظبط، ان هي الضغوط النفسيه ديت هي السبب في عدم صعود نادي الترسانه في السنوات السابقه. دي حقيقه. وطالما اتكلمنا عن بتروجيت هنرجع نتكلم عليها، لان برضو السنه دي في موقف لا يحسد عليه. صعب جدا بتروجيت ام بي، انديه كبيره وسموحه. حاجه كنت متوقع كابتن محمود، انا قلت ام بي، كنت متوقع الانديه دي تبقى في متزايله الدوري العام للاسف الشديد. لا طبعا لا طبعا. ام بي مكسبه ده نط اربع مراكز بعد مكسب الانتاج. لكن قبل ما نروح لنتكلم على مشاكل بتروجيت وام بي والانديه الكبيره، برضو طنطا بتحط رجل في الدوري الممتاز. طنطا عندها 46 نقطه، الرجاء 41، الاولمبي 41. كل الفرق يا كابتن محمود لعبوا لمصلحه طنطا الجوله دي. كله اللي خسر وتعادل، طنطا 46 والرجاء 41، الاولمبي 41، بلديه المحله 41، وابو قير الاسمده 41. يعني بص، والعاب دمنهور 41. ايه ده كل دول؟ كل دول. خمس بقى كام ماتش تقريبا؟ خمس فرق. او بقى كام ماتش بالظبط؟ انا للاسف مش متابع، بس اعتقد برضو مباراتين يا جماعه. لو عندهم خمس نقاط، حتى لو ثلاث، لو اربع نقاط، لو اربع مباريات، مباراتين متباقيتين على الدوري الدرجه الاولى يا جماعه هيقولوا لنا حل. لو مباراتين محتاجين نقطتين، لكن بس هنا اريح شويه، هنا اريح من نادي مصر. هنا يعني هنا فرق خمس نقاط كامله، اريح لطنطا طبعا. لطنطا مش استحاله يخسروا ماتشين، استحاله في الوضع ده. طنطا مع الدعم الجماهيري لا صعب صعب. يعني كل التمنيات لكل الفرق بالصعود. وطبعا كل تمنيات، انا مش عايز اقعد اتكلم كتير عن مجدي عبد العاطي بقى، لان انا يعني لو قعدت اتكلم عليه صديق عمر يعني. تعال نروح بقى للاهلي. ولا عايز تتكلم على بتروجيت وام بي في الاول والانديه اللي زي ما حضرتك تحب. لو برضو شايف الظاهره دي ازاي، ايه اللي حصل؟ هي النجاح محتاج بتنافس يا كابتن، محتاج اسباب. بقوا في مزايله او الاستمراريه في المستوى الجيد محتاج اسباب. اعتقد الاهتمام بالرياضه ممكن تكون قلت شويه في قطاع البترول، دي اثرت شويه. بيع لاعبين مهمين يمكن دي اثرت بشكل كبير. دي الحاجه الظاهره، مش عايز اتكلم بقى في مستوى مدربين او تغييرات اجهزه. ما كانش في، كان زمان في استقرار في المدربين، وانت عشت التجربه دي اكيد مع انبي. كابتن طه بسر الله يرحمه قعد ست سبع سنين مثلا بالظبط بالظبط. واعتقد برضو لحد كبير بتروجيت كابتن مختار، وكنا موجودين مع بعض قعدنا ست سنوات في بتروجيت. يعني اول سنه مش عارف كنا السابع، ثاني سنه كنا ثالث الدوري، خامس، واحنا كنا لسه صاعدين، وكنا بنقدم يعني الحقيقه افضل كوره في الفتره دي. انا بتذكر كانت الناس بتسال لو النهارده بتروجيت هتلعب بيتفرجوا، يبقى يعني مستنيين المباراه عشان يتفرجوا عليها. وانا فاكر برضو كان الكابتن حسن مسكوه في الاهرام كان عامل يمكن احسن 12 مباراه على مستوى الدوري، في ست مباريات كان بتروجيت كان طرف فيهم الحقيقه. يعني وعايز اقول لحضرتك برضو كانت في ظاهره كانت المفروض تدرس، انضم عناصر كتير قوي لبتروجيت في الفتره دي من الدرجه الثانيه والثالثه، ونسبه كبيره جدا راحت فيهم المنتخب. محمد شعبان كان جاي من الاولمبي راح المنتخب، احمد شعبان كان جاي من طلخه راح المنتخب، وليد كان جاي من الجونه راح المنتخب. كل دي عناصر وكتير بقى، يعني مش عايز اقول اسامه محمد كان جاي من بني سويف راح المنتخب. علاء كان، مش عايز اقول علاء ابراهيم كان خلاص شبه مبطل، كان هداف الدوري وراح المنتخب. بالظبط. وفي ومحمود عبد الحكيم جاي من القناطر، بص القناطر يعني حته فرقه يا كابتن، وراح وراح المنتخب مصر. انا خايف بس انسى حد يعني. بالظبط. كانت فرقه يعني في عناصر كتير، دي كانت ظاهره الحقيقه تحسب للاعبين وتحسب. لازم النجاح وليد كفاح ومجهود من طبعا الجهاز الفني. اختلاف الاجيال اللاعبين، اختلاف اللاعبين ممكن يفرق يا كابتن محمود، ولا لان الاداره، ادارات الانديه انا عارف بصراحه بدوا دعم غير طبيعي وغير مسبوق دايما زي ما هم، ماشيين زي ما هم على فكره. لكن اختلاف الاجيال، اختلاف المدربين، اختلاف النتائج، اختلاف الظروف، اختلاف المناخ العام، الظروف اللي حصلت على الدوري الممتاز السنه دي، المبالغ الهائله جدا اللي اتدفعت في اللعيبه، مع ان انبي وبتروجيت ممكن يكونوا استفادوا او فقدوا لعيبه، مش عارف، الظروف كتير قوي. كويس، انت قلت نقطه كويسه وانا هرد عليها، اللي هي موضوع العقود الكبيره دي. يعني للاعبين ما بقاش انا باخد مثلا 4 مليون في السنه وانت عامل لي مكافاه ماتش 5000، خلاص مالهاش قيمه، مالهاش قيمه. جميل قوي. انا خلاص استكفيت بالمبلغ وخلاص. ماشي. انا نفسي
هو تقريبا بتبقى مكافئات في 25% تقريبا من حق النادي. انا مش عارف لو اقول بالظبط ليها قواعد. كان على ايامنا كان 25% اه نسبه مباريات. انا رايي تبقى 60 70 في 80% مباريات خلاص. المباراه تقف ب 100,000 200,000 ايه المشكله؟ أو انا اوزع او مكافئات اتعلى ما بقاش خمسه تبقى 30 و40 الف من العقود. من العقود طبعا خد نسبه كبيره من العقود وزعها على المباراه وشوف المستوى هيبقى شكله ايه. كان الكابتن اللعيبه هتقاتل عشان تلعب عشان يشترك يبقى اساسي وياخد المكافاه، واللعيب هيقاتل عشان ياخد المكافاه لازم يكسب. كان من زمان قوي الكابتن مجدي عبد الغني بينادي بالنقطه دي. طبعا لازم المرتبات ما تبقاش مش عقود، تبقى مرتب بناء على مكافئات وبناء على حضور وبناء على ماتشات. يعني في كلام كبير قوي. انت عارف يمكن اللي هقوله ده قلته قبل كده. كنا زمان نعمل تقسيمات وموجود مثلا الكابتن حسن حمدي الله ربنا يمسيه بالخير، ونعمل تقسيم يقول لك المكافاه 20 جنيه للفرقه اللي تكسب. كانت مبلغ. انت عارف انا مثلا كنت ايه عشان اضمن اروح مثلا لاسامه عرابي، خلاص يا اسامه انا 10 وانت 10 مش مهم، ايه هو في فرقه ثانيه وانا هنا. شوف قد ايه الحرص، بنحرص على 10 جنيه. انما دلوقتي انت بتدي مبالغ كبيره لا تقارن بينها وبين يعني جاب كبير قوي بين المكافئات المباريات. حتى مكافئات البطوله هناخد كام في البطوله؟ 100,000 150,000 بالظبط. بالظبط. ما انا واخد 3 مليون وخلاص وشكرا. بالظبط. نقطة مهمة جدا. دي مهمة. نقطة مهمة جدا فعلا. لو ودي تحت ما تبقاش عشان تبقى واخدة صيغة قانونية يجتمعوا الأندية مع المسؤولين في اتحاد الكورة ويطلعوا. ده احنا بنقول كده من زمان. صيغة. بنقول كده من زمان. المباراة تبقى قد إيه وتتوزع المباراة المكافأة قد إيه وناخد جزء قد إيه من العقد ويتوزع على المباريات ونشوف. وتبقى في شكل تصاعدي. نقطة مهمة جدا. وممكن كمان اللعيبة كابتن محمود برضو من وجهة نظر حضرتك برضو اللعيب ممكن يشوف هو مستواه زي لعيب بتدفع فيه 40 و50 مليون جنيه وهو عقده لسه مش عارف 2 مليون وحاجات كده. ممكن كمان الحاجات دي تقلله نفسيا ولا ملهاش علاقه؟ شوف يعني اللي عايز ينجح سمعنا ارقام غريبه السنه دي. اللي عايز ينجح ياخد كل شكل كل حاجه كل قرار في اتجاه الايجابي. انا شايف زميلي قريب من مستواه، انا باخد مليون وهو بياخد خمسه مثلا، دوس بقى. يعني انت اثبت وجودك، ما لكش حل غير انك مستواك لو لازم تعلى بمستواك هنا. انت مش لازم تبقى اساسي، انت بتلعب اساسي وعندك طموح انك تلعب في المنتخب، حاول. الدنيا مفتوحه دلوقتي على فكره. ده في ناس احنا النادي الاهلي عار لعيبه عمار حمدي وراح بقى لعيب دولي ما شاء الله. الزمالك عليك. اسمه الفيرود يوسف محمد او برضه راس حربه في اعتقد في طلائع الجيش. طلائع الجيش. وراح منتخب. يعني الدنيا مفتوحه والدنيا سهله، بس عايزه مجهود وعايزه يعني يكون عندك طموح وتشتغل على الطموح ده وتحققه. كان كلام مهم جدا لازم اتكلمه مع الكابتن محمود صالح لما يكون معايا حد بحجم الكابتن محمود صالح وخبراته. كان لازم اتكلمه في كل الحاجات اللي بتسالوا عليها انتوا دايما وبتتكلموا فيها. بعد الفاصل هنرجع نتكلم عن النادي الاهلي محليا وافريقيا مع النجم الكبير الكابتن محمود صالح. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم ومعايا النجم الكبير الكابتن محمود صالح. اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن محمود. اهلا بيك يا كابتن. نتكلم عن الاهلي والاهلي ومباراته الاخيره اللي كسب فيها بهدفين في اخر ثواني كالعاده. كعاده النادي الاهلي الاتحاد كان مقدم مباراه كبيره قوي، لكن النادي الاهلي استطاع ان هو ياخد ثلاث نقاط مهمه جدا جدا يا كابتن محمود. ما فيش شك طبعا. واعداد جيد لبطوله افريقيا سان داونز. عندنا مباراه سان داونز يوم السبت. عندنا مباراه مهمه جدا. فرقه كويسه حصلت على البطولات على المستوى الافريقي. مباراه صعبه جدا تدي الثقه. طمنا على اللاعبين، كانوا غايبين فترات طويله. حسام عاشور كان غايب، صلاح جمعه كان مصاب فترات طويله، احمد فتحي كان مصاب فترات طويله. مهم جدا التنافس زي ما قلنا قبل كده في حلقات كتيره. قبل التنافس في المباراه عشان انجح في التنافس في المباريات الرسميه لازم يبقى في تنافس فعلا في التدريب. بالظبط. وده طول عمر النادي الاهلي كده بصراحه. بالزبط. طول عمر النادي الاهلي كده. بالظبط. لكن كابتن اكرام وكابتن ثابت الله يرحمه ما نجحوش النجاح الكبير غير ما كانوا مستواهم متقارب وفي تنافس. بالظبط. والحضري لما جاب مستر مانويل جوزيه جاب له نادر. بالظبط. طلع الحضري بقى شرس. ودي كانت افضل فتره ليه. بالزبط. اول ما جه نادر. بالظبط. النادر كان جاي يلعب
فنادر اتفاجئ ان الحضري بقى وحش. احنا كلنا اتفاجئنا اساسا. لكن فعلا منافسه في التدريب مهمه جدا للماتشات الرسميه طبعا. لكن دايما يا كابتن محمود لما يكون معايا حد بحجم حضرتك لازم اساله برضو ايه اللي بيحصل بعد الدقيقه 90؟ بعد الدقيقه 90 بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا سر الاهداف السر اللي حضرتك شايفه عدم الياس احنا طبعا الاهلي هو كده هو طبعا الخبرات بناخدها من التاريخ حتى لو انت ما مارستهاش لو مشاهد كده هتلاقي فيه مشاهدين كتير مشجعين قاعد قدام التلفزيون مستني الجون عارف ان احنا هنكسب كلنا بقينا كده كلنا بقينا كده ما ده تاريخ النادي يعني انت بتاخد خبرات مش لازم ابقى انا لعيب كوره عشان اخد خبرات في الكوره اذا كان ده الاحساس وصل للمشجع او المشاهد مش هيوصل للعيب اللي في الملعب بالزبط. في لعيبه كتيره في الملعب خصوصا القدام شويه مروا بتجارب زي ديت بس اقول لك على حاجه كابتن انا واحد من الناس كنت حاسس ماتش الاتحاد ده لا مش هنكسبه كان المباراه كده ملهاش عنوان بالنسبه لي انا كاهلي حاسس ان احنا بعيد قوي عن الموضوع او بعيد قوي عن الجون ما جبناش فترات طويله قوي وفجاه جيراردو يعني صمم واصر ان هو يروح يخترق بسرعاته ويعمل عرضيه لقيت علي معلول واقف في حته اساسا المفروض ما يكونش متواجد فيها اساسا المفروض دي حته ديفندر وحاطط قنبله في ايد هاني سليمان وبعد كده انطلاقه رمضان اللي خدها دي بس في نقطه فنيه عند جيرالدو مهمه جدا افتكرتها دلوقتي اتفضل التحرك بس من غير كوره يعني انت سريع مش لازم استلم وبعد كده اخش دريبل عشان اعدي ما انا ممكن بسرعتي اسبق المدافع بيرضى بيرضتين وكده انا معاك جدا وكان عديته ما بيعملهاش خالص انا معاك جدا ما بيعملهاش خالص كل حاجه مستني الكوره كده حتى ما بيديش اتجاهه دايما مدي ظهره للملعب عايز يروح بالكوره عايز يستلم مش عايز يروح من غير كوره يعني مهم برضو النقط البسيطه دي مع ان اسهل له ان هو يروح من غير كوره طبعا انت لو اتحركت بتجيد التحرك من غير كوره وبتفاجئ المنافس فنت وبتاخد في مكان في مساحه فاضيه كان عنده الفرصه كابتن كانك عديته يعني كان عنده الفرصه انه يعمل كده وما عملش ما لازم برضو انا اعرف لان انا بصراحه انا اول مره اخد بالي من الموضوع ده لان بقى قبل كده لما اتفرجت على جيراردو في ماتشات انا بروح بتفرج على في ماتشات الاهلي في بتروسبورت بلاقي ان الباك هو اساسا عامل له مستنيه فجيراردو بيضطر ان هو يطلع عشان يستلم الكره ويروح للباك فما بقاش في مساحه ان هو ياخد من ظهر الباك يعني سبب انا بشوفه بس اكيد سبب. هيبقى في اكيد هيبقى في لازم هو في او هو لازم يخلق نفسه لازم انت تكون انت لازم بتفاجئ مش كل مره المدافع مستنيك هتستلم انما هتتحرك من غير كره مش هتتحرك من غير كره المهم تفاجئ ما بيبقاش عارف قراراتك انت مدي نفسك حلول كتيره انا شايف الملعب والقرار ايه هستلم فين هنا ولا هنا هستلم من غير كره ولا استلم في رجلي ومساحات ضيقه هتحرك لزميلي فين هعمل 1 2 ولا لا يعني اقصد شغل دماغك كده وتبقى مركز بالظبط مش بعد ما استلم الكوره افكر ان انا واحد ضد واحد اصعب حاجه في الكوره فانت حاطط حل ليك اصعب حاجه حضرتك بتتكلم طالما عندك حلول كتير قوي ممكن تعملها وتادي نفس النتيجه وخصوصا عندك سرعات يعني حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا دايما بقول المشكله مش في اللعيب اللي معاه الكوره المشكله في اللعيب اللي ما معهوش الكوره بالظبط هو اللي بيحط الحلول اكتر اللي معاه الكوره واحد بالظبط وفي 10 ما معهمش كوره بالظبط يبقى هنا في 10 حلول وهنا في حل واحد بالزبط. بس بالظبط اللعيبه يقول لك ايه اصل لعيب ما عندوش حلول اللعيب اللي عنده حلول ده نادر جدا لان هو بيبقى عنده حلول فرديه اللعيبه نادره قوي لكن اللعيب اللي هو ما بقاش لاقي حلول لان زمايله مش مدين له حلول بالظبط هي قدرات عقليه لازم تنمى عند اللاعب زي ده معاه حلول ماشي ده رمضان ده معاه طبعا لا رمضان ذكي رمضان ما ننمي الحاجات دي حتى اللي بنطالب بيه برضو خلي الولد دايما ياخد القرار الصح ركز عليه حتى الولد لو عنده 10 سنين وبيبدا تدريب في النادي مهم النقطه ديت لازم يطلع عنده وعي لازم وعنده قدرات عقليه وياخد قرار سليم لازم ما تجيش بقى يطلع درجه اولى ومستنيه ولا ايه ما فيش حاجه خالص وابتدي اعلمه ورغم زي وعلى فكره دايما مدربين الدوري الممتاز او الدرجه الاولى ما بيخشش في التفاصيل ودي نقطه اهم حاجه التفاصيل ما كره القدم عباره عن تفاصيل حتى الاجانب بالذات ما يخشش في التفاصيل بالظبط فمهم دي برده من الصغر يعني كابتن لو لومت على اللي صارتي في مباراه اهلي وزمالك تلوم عليه في ايه؟ الاهلي والزمالك ما ممكن يكون قال حاجات كتيره في التدريبات وفي المحاضرات النظريه مش عايز اظلمه يعني ممكن يكون التقصير من اللاعب هو طلب حاجه ها؟ لا شفت ايه سلبيه في ماتش الاهلي وزمالك؟ مع ان طبعا المباراه صعب ان نحكم عليها فنيا لكن لو شفت حاجه سلبيه حاجه بسيطه يعني حاجه مهمه الضغط على المنافس ما كانش كويس في ظل الاجواء اللي احنا كنا بنلعب فيها دي
لازم مهم دي النقطه دي كويس مهمه. كنت متوقع نزول صلاح ولا حسين؟ حسين انا عندي امل فيه كبير، وبعدين انا شايفه هو بيشتت نفسه بسلوكه وتصرفاته. اللي يعمل كده في التغيير يبقى هو مش مركز. احنا قلنا كلمه مهمه في البدايه، هي فاكرها ولا لا؟ قول لي. العدل. انا ادائي مش كويس في الملعب واتغيرت، ده العدل. تقبل، خليك عادل، تقبل القرار. ممكن تكون انت كويس وظروف معانا المدرب يغيرك، بس برضه ما بقاش سلوكك كده. بس انت بعيد، انت مش حاسس بنفسك. وحسين نادرا، حسين اساسا عمره ما عمل كده حتى لما كان في المقصه، تخيل. طيب. هو محمل نفسه فوق طاقتها يا كابتن محمد. ممكن هو مضغوط قوي، محمل نفسه فوق طاقتها. مطلوب منه، مش مطلوب منه حاجه، لان هو يعني هو الناس بتحبه، الجهاز بيحبه، الاداره بتحبه. هو جاي، هو محمل نفسه، هو مأخر نفسه شويه. هو جاي امكانياته شايل، مفيش خلاف على امكانياته، شايل هم مش عارف ليه. احنا قلنا برضو في سياق حديثنا، خلي كل حاجه في اتجاه الايجابي. مش بالظبط، مثلا انا شايل هم ومسؤوليه، المسؤوليه دي لو بفكر صح وباخد الامور بشكل صح وتفكيري صح وقراري صح، همشي في اتجاه كويس. انما اصلا متحمل مسؤوليه وضغط عليا وظروف، لا انا يعني ما اعرفش، انا ما بحبش كده. وده الدور ده عبء بيقع على اللاعب وعلى المدرب وعلى اللي دربوا اللاعب بتولى 10 15 سنه كان بيتمرن فيه. لازم اهم حاجه، هو دول اهم حاجه، شخصيه، بناء شخصيه. يعني الكابتن احمد مالك كان، يعني الله يرحمه كابتن احمد مالك، كان ليه دور كبير قوي مع لعيبه كتير والله، مع حمدي برادي، مع اسامه عرابي، معايا، معانا كتير يعني، والاجيال اللي قبلينا كان. يعني مهم اختيار المدرب المناسب. اكيد اكيد. شايف الدوري يا كابتن محمود، هو صعب ان احنا نقول رايح لمين دلوقتي، لكن يعني لو انت شايف بزاويه تانية، شايف الاهلي اقرب، الزمالك اقرب. باقي 10 ماتشات تقريبا، 10 مش كده؟ 10 باقي 10 ماتشات للاهلي والزمالك. تمام. 30 نقطه فيها شغل كتير، الفرق نقطتين عن ايديها في تعادل، وعندك لسه لقاء مع المنافس برضه. تمام لسه. بس انا شايف الفتره دي كويس، المصابين كتير رجعوا، الغيابات قلت بشكل كبير، حلو كويس. التنافس ده مهم جدا. الحلول كمان عند لاسارتي زادت قوي في اللعيبه، طبعا اللي يعني هو التدوير، الروتيشن، تقدر. لا كمان ادواته اللعيبه كمان كتير قوي ما شاء الله دلوقتي، هو محتار يحط مين مع ضغط المباريات، كمان محتار يحط مين ولا مين. بالظبط كويس. بالظبط. انا ما اكون عندي حيره افضل ما اكون عندي نقص. كابتن لو قلت لك وظف صالح جمعه، توظفه ايه؟ هو في النقطه دي تحت راس الحرب على فكره. انا ما احنا رحنا امبي، انا رحت امبي في 2010. تمام. كان هو بيلعب درجه اولى، كان لسه صغير، مش عارف كان معايا انا في الناشئين. كان كام، 17 سنه؟ كان مش فاكر. 17 سنه. كان لاعب واعد. هو عبد الله اخوه. عبد الله كان صغير ما لعبتوش. ايوه يعني هو كان هو واحمد رفعت. بالظبط. احمد رفعت الفتره دي كان بدا. بالظبط. الاثنين كانوا سوبر، يعني مش على المستوى المحلي، على المستوى انا قلت له هيبقوا لعيبه دوليين. بالظبط. مش بس في امبي بس. احمد رفعت الماتش اللي فات كان مكسر الدنيا برضه. يا ريت ما يبقاش العمليه ايه، صحوه وارجع اخر ناخد خطوتين، اخد خطوه لقدام خطوتين وارجع ثلاثه. مش الشخصيه مهمه قوي في اللعيب، الشخصيه. طب بس هو رجع يا كابتن، هو رجع كشخصيه، رجع كواحد عايز، رجع كواحد عايز يرجع. صالح؟ اه وانت امكانياتك كويسه هترجع بسرعه، خلي تركيزك شويه بقى في اللعب. هيرجع بسرعه وعنده رصيد حب من الجماهير مش موجود اساسا. ثقة. ونادر نادر ان الجمهور يحب مع الغياب ده، الناس عندها ثقه فيك. بالظبط. وما عملتش حاجه، يعني الناس بتحبك وانت لسه كمان، تخيل بقى لما تعمل وتكسر الدنيا انت كصالح جمعه. ممكنتك كويسه. بالظبط. انت بنقصك ايه؟ بالظبط. انت في نعمه. ليه مش شايفينه ديفندر تاني يا كابتن محمود؟ صالح جمعه يعني الزمالك قلب الدنيا بطارق حامد وفرجاني ساسي، وبيعتمد على رجوع زيزو، وايا كان بقى كهربا، ايا كان اللي بيلعب تاني، بيعتمد على رجوع وضم الاطراف وبيقفل نص الملعب، وبيعتمد على الدفاع الجماعي او المجموعات الدفاعيه، ما بيعتمدش على اتنين ديفندرات وباك رايت وباك ليفت، لا بيعتمد على المجموعات الدفاعيه، وده اللي مخلي شكله الهجومي باين قوي، لانه بيلعب بديفندر بشكل ثابت اللي هو طارق حامد، عنده ما شاء الله يعني زي كده، زي مين؟ لعيب عنده كام رئه زي احمد فتحي كده في نص الملعب، وفرجاني ساسي لعيب هو اساسا شكله كويس وهجومي، هداف، ليه ما نفكرش في صلاح جمعه مثلا كده، ونستغل مشكلة. نستغل بقى ناصر ماهر بدل ما نحط صالح مكان ناصر ماهر. لو المان سيتي كده على فكره، ده قوه جمهوريه رهيبه قدام، مجموعات دفاعيه كده. مش محتاج عناصر دفاعيه. بيدافع بمجموعات دفاعيه، بيجيب الكوره في ثانيه.
وعنده امكانيات هجوميه ما بيقطع الكوره بالظبط كلهم في سبعه بيلعبوا في تفوق في الناحيه الهجوميه بالظبط تبقى مشكله كبيره للفرق المنافسه بالظبط هي 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 الكوره ما فيهاش ثوابت يعني انا قصدي ان عشان تلاعب صالح دلوقتي مع على ناصر هيلعب مكان ناصر وناصر ما شاء الله مظهر بشكل كويس قوي ولعيب واعد قوي عايز يلعب كمان ممكن تلعب براس حمره تحت اثنين ناصر وما هي انت بقى زي ما احنا قلنا وفره اللاعبين الجاهزين هتدي له حلول هتخلي التشكيل ماشي بشكل افضل هتلاقي طريقه اسلوبك وادائك والناحيه الخططيه بتاعتك بشكل افضل عندك تنوع وعندك اعداد كبيره وحسب ظروف اللعب وحسب امكانيات المنافس وحسب المطلوب من المباراه ايه تقدر تحط تشكيل مناسب وتقدر تغير بالزبط. عندك بدلاء على الدكه ممتازين وممكن بالعكس احنا وصلنا للمرحله دي في الفتره دي مش 100% بس وصلنا لها بنسبه 70-80% بالظبط احنا في لعيبه يعني الفتره اللي جايه دي الاداء هيتحسن ان شاء الله بالظبط في لعيبه دلوقتي يعني لسه وليد سليمان ما رجعش ومين تاني يعني في لعيبه كتير جدا ناسيين صلاح محسن وصلاح يعني لعيبه بتروح اسامي من دماغنا من كتر اللعيبه الجاهزه من كتر اللعيبه اللي احنا اساسا مش عارفين نسكنها في المكان تنافس مهم وفره اللعيبه مهم وتقدر بقى تغير بقى حسب المنافس ايه المشكله نلعب واحد ديفندر في الارتكاز واحد صانع لعب ده اللي بتكلم فيه ده اللي بتكلم فيه عشان توفر مكان فوق كمان المشكلة. عشان توفر مكان وخصوصا فوق وخصوصا ان انت متطلب او يعني دايما مطالب مطالب انك تكسب الماتشات وتكسب البطولات بالظبط احنا دلوقتي بنقول هنلاعب اجاهي ولا هنلاعب ناصر ماهر هنلاعب مش عارف رمضان ولا هنلاعب مش عارف مين حسين ولا جيراودو ولا اجاهي ولا صلاح محسن مروان محسن ازارو هي انت بتلعب ما شاء الله يعني الاساس ايه في الكوره يعني نقطه مهمه يعني هي فعلا مهمه يعني عفوا انا بقول مهمه جدا يعني انت في الناحيه الهجوميه بتلعب بالعكس بمعنى لو لاعب مدافع بطيء مش هلعب له واحد مهاري لا هلعب له واحد سريع يتفوق عليه لو عندك لاعب بيجيد ضربات الراس مدافع في الفريق المنافس بيجيد ضربات الراس اللاعب عليه بيجي واحد بيجيد ضربات الراس لا ما اللاعب عليه واحد دربل له سريع يقدر يعدي منه بالظبط والعكس انا في الناحيه الهجوميه لازم يبقى في مثيل ليه يعني واحد بيجيد ضربات الراس لازم احط له واحد يلعب ضربات راس في الدفاع بالظبط قلب دفاع يجيد ضربات الراس بالظبط واحد سريع لازم احط له مدافع سريع هي ناقصه يعني لما تيجي تفكر كل مباراه لها تفكير ولها شكل في الاداء وفي الخطط وطريقه اللعب والتشكيل اللي ومتوقع ايه اللي ممكن تستفاد منه في الناحيه كبدلاء التغيير ده مهم لازم انت يعني تخلق مواقف طب لو حصل كذا مين البديل ممكن عشان ما تفاجئش والقرار ما يبقاش مظبوط بالظبط يعني السيناريوهات دي تبقى في دماغك انت وتشارك فيها الناس المساعدين بتوعك عشان في ساعه انك تاخد قرار بقى يبقى قرار مناسب وسليم تمام مباراه سان داونز اللي جايه سان داونز فريق مش سهل دايما متواجد في الادوار النهائيه للبطولات الافريقيه الكبيره الكره للجنوب افريقيا يعني اقرب ما يكون للكره الاوروبيه شويه ستايلهم بقى اوروبي شويه عندهم تطور عندهم ثقافه وعندهم شخصيات عندهم أكيد ثقافه في الناحيه الخططيه أكيد. اذكيه شايف قد يكون المستوى المهاري اقل شويه بس هم متفوقين في الناحيه الخططيه فرق جماعيه والجماعيه بتبقى اصعب بكتير من الحالات الفرديه لان انت عشان تواجهها اللعب الجماعي بيبقى مش متوقع وهيأدي ازاي يعني عنده كره جماعيه من الناحيه الهجوميه هتلاقي عنده حلول كتير غير ما يكون عنده عنصر او عنصرين مميزين تقدر انت توقف خطورتهم يعني ما يقول لك مفاتيح لعب انت مش عارف في الشك هي اصعب حاجه لما يكون الفرقه ليها الناحيه الخططيه متفوقه عندها بس هي بتتطلب برضو يعني فورمه رياضيه جاهزه عايزه ناحيه بدنيه كويسه ناحيه مهاريه كويسه الجانب القدرات العقليه والناحيه الذكاء والناحيه الذهنيه تبقى متفوقه كل دي في النهايه بتصب في رفع المستوى الخططي والمستوى الخططي في النهايه هو اهم حاجه اكيد محتاج متطلبات كتيره بس هو اهم حاجه في الكوره اكيد طبعا. لما سالنا اللعيبه عن مباراه معلش الناس قطعت كلامك اقول حاجه فضل. بس الكوره الشمال افريقيا كده في الناحيه الخططيه متفوقين ممكن تلاقي العناصر كناحيه فرديه متوسطين بس بيقدموا كوره افضل جماعية. من المحصله الفرديه نتيجه ان هم متفوقين في الثقافه والكوره الجماعيه تمام او الخططيه تمام لما سالنا اللعيبه عن مباراه سان داونز يا كابتن محمود كله اتفق ان المباراه صعبه جدا لكن كله راهن على خبرات الاهلي وتفوق الاهلي المعنوي في الفتره الاخيره والملحوظ كمان خططيا مع لاسارتي
الملعب هيبقى كويس، الاجواء كويسه، استاذ محمد زاهر مديني ورق، درجه حراره 22 كويسه جدا يعني ممتازه بالنسبه لكره القدم، والاجواء مشابه للجو هنا عندنا في مصر زي ما اقول، بالاضافه الحاجات اللي انت حضرتك قلتها، اسم الاهلي وتاريخه وخبراته وهيبه النادي الاهلي، دوافع اللعيبه كمان تحديدا، دوافع دي مهمه جدا، اللعيبه الجديده عايزين يبقوا متواجدين في التنافس الحالي بين اللعيبه وبعضها، اللي مش هيقدم بشكل كويس ممكن يلاقي نفسه غايب 3 4 5 6 ماتشات ورا بعض، لان في بديل قوي، في بديل قريب مستوى قريب مستني الفرصه تجيله وقاعد متحفز، لو انت بعدت شويه مستواك قل ونزل وقدم بشكل افضل هيستمر، وانت الاجواء دي لازم تكون موجوده في الفرقه، ودي احنا داخلين فيها بنسبه 80% زي ما قلنا موجوده يا كابتن محمود. واهم الاسلحه اللي بيدور عليها المدرب دايما هي الدوافع، ازاي اخلق لك دوافع جديده، والحمد لله الدوافع موجوده اصلا، يعني احنا بنشوف حسين الشحات مش عايز يطلع لانه لو طلع في جيراردو هيركب، بنشوف رمضان مش عارف لو عمل ايه مين، وليد سليمان جاي، بنشوف اجايه مع ناصر ماهر مع صالح جمعه مع ندفد مع السوليه مع حسام عاشور مع هشام محمد، يعني اسماء احمد فتحي محمد هاني مع احمد فتحي باسمه بيدور على فرصه دلوقتي احمد فتحي، متخيل محمد هاني الدوافع موجوده، محمد هاني اجاد فقال يعني عمل اللي احنا عايزينه بالظبط اللي هو التنافس بالظبط، جو اجواء التنافس دي مهمه جدا بالظبط. كنت عايز اقول حاجه راحت عن ذهني، يعني احنا بكلم حضرتك ان الدوافع اللي بيدور على المدرب هي موجوده اوريدي، حسين شحات نفسه انه ياخد فرصه في مباراه سان داونز عشان يثبت للجميع وعشان يعتذر اعتذار رسمي في الملعب، يعني طبعا. هو اعتذر طبعا للكابتن سيد واعتذر للجهاز الفني، الحس اتفضل لازم يكون حس بقى الاحساس بتاع المدرب بخبرته وتاريخه وموهبته كمدرب، ممكن اللاعب مش لازم بقى، يعني انا الموضوع قطع لا خالص، اللاعب لا اقصد اللاعب اللي هو مستواه بعيد شويه عن فورمته يروح طالع، احيانا اللاعب محتاج ثقه، احنا برضو حسين مدينه المهم برضو نديله شويه، حتى لو مش موافق لازم اشتراكه يزيد شويه، هو عايز يعدي، هو عايز بياخد خطوات، عايز يكسر حاجز معين، في حاجز عايزين نعديه بقى بالظبط، زي اللي بيلعب 1000 110 حواجز بيعدي على 7 8 ماشي، وفي لازم يعدي 7 عشان يفنش ياخد البطوله بالظبط ويجيب احسن رقم بالظبط، ما تدوش ما هو 3 خلاص ما في ناس هتسبق بالظبط، هو بعدين هيقف ولا لازم يعدي الثلاث اربع حواجز التاليين بالظبط، فده بيبقى دور المدرب احيانا حسه بقى مهم جدا، هو حسين انفعل في مدربين عندهم ده، كابتن جور كان عنده دي مهم الله يرحمه متفوق فيه، عارف يدي يكمل ولا يطلع وايه الافضل ليه، احيانا لازم تاخد قرار لعيب يطلع طالما مستواه قليل، واحيانا بتقول لا هو بيحاول بس مش موافق سيبه شويه بالظبط عشان ياخد الثقه في نفسه بالظبط بالظبط، هو حسين يعني ان كان اخطا جاي هو جاي فهو اخطا نتيجه ضغط شديد جدا عليه، ويعني ما تفهمش بقى هو بيعمل كده معترض ولا هو مزعلان عن نفسه، لكن في كل الاحوال حسين الشحات طلع ماشي على رجليه مش ماشي على كراسي الدكه يعني، فيعني نلتمس له العذر. عموما يا كابتن انا بتشرف بيك جدا الله يخليك ودايما بستفيد منك، لا انا سعيد بادارتك الحلقه ودايما بتنور الدنيا والله يخليك، شكرا جدا ودايما طبعا منور الدنيا في بيتك طبعا الاهلي. في كل الاحوال هنروح لتقرير، وبعد التقرير هيكون معاكم الزميل العزيز محمد سعيد ومعاه الكابتن حماده مرزوق نجم الاهلي الصبي، بتشرف بيكم جدا ومع الف سلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي ليله، والنهارده سهره مهمه جدا وسهره طويله بخصوص مباراه سان داونز والاهلي في ذهاب مباريات الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا، حدث مهم، مباراه مهمه، مباراه في مشوار طويل، لكن مباراه لا تقل اهميه عن أي مباريات أخرى في الفترة الماضية، وبالتالي 90 دقيقة في بريتوريا في جنوب أفريقيا بالتأكيد هيكون لها دور مهم جدا في مباراة العودة ونتيجة مباراة العودة بعدها بأسبوع، لأن بالطبع المباراتين لا نستطيع أن نفصل من بينهما أي شيء، لأن المباراتين يعتبر 180 دقيقة حاسمين بشكل كبير جدا لاستكمال المشوار والتواجد في مرحلة الدور نصف النهائي. أيضا مباريات الأهلي في الدوري العام والنتائج الرائعة التي تحققت خلال آخر 11 مباراة، فوز في 10 مباريات، تعادل مباراة الكلاسيكو أمام نادي الزمالك، وبالتالي نتائج إيجابية في المباريات المحلية ودفع معنوية للفريق
في المباريات الإفريقية. وبالتالي للحديث عن كل هذه التفاصيل بينورني وبيشرفني في هذه الفقرة الحوارية الثالثة الكابتن حمادة مرزوق نجم النادي الأهلي الأسبق. والكابتن حمادة مرزوق يمكن لو نسترجع الذكريات كده ونرجع حوالي 34 سنة صاحب أول هدف في مباراة القمة مباراة 3-2 عام 85، هذه المباراة الشهيرة اللي ظهر فيها جيل جديد من نجوم النادي الأهلي في هذه المباراة الكبيرة مباراة القمة أمام نادي الزمالك. كابتن حمادة منورنا ومشرفنا في قناة النادي الأهلي. ربنا يبارك فيك، أنت دايما منور. ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوقك. أولا عايز أتكلم عن مباراة الكلاسيكو مباراة 85، ذكرياتك مع هذه المباراة إيه؟ وأول هدف ليك كان في هذه المباراة وهو اللي بدأ بقى الافتتاحة في هذه المباراة وكانت فيها نسبة تهديف عالية وانتهت 3-2، ولولا الإصابة كمان ما كنتش خرجت من المباراة أعتقد. بالظبط، الذاكرة تمام. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هو ماتش الأهلي والزمالك 85 ده كان مليان ذكريات، لكن الذكرى الطيبة إن إحنا ياما خدنا أغلى بطولة، يعني كانت بطولة كأس مصر كانت من البطولات الغالية جدا على النادي الأهلي وعلينا. برضو ذكريات الماتش بتقول ان كانت الظروف صعبه جدا، بنقابل نجوم الزمالك نجوم كوار جدا، ما كانش حد يتوقع ان احنا نعمل النتيجه ديت. والاحسن كمان او الحاجه الطريفه ان احنا كملنا بنفس المجموعه، يمكن عملنا اضافه في الماتشات اللي بعد كده في اللي هو الدور قبل النهائي والدور النهائي، نفس المجموعه اللي لعبت، زائد كمان حاجه ان احنا كل المجموعه الصغيره هي اللي جابت الاهداف سواء في ماتش الاهلي والزمالك او الماتشات اللي بعد كده. لكن طبعا كان ماتش يعني خارج التوقعات بشكل كبير جدا، يعني عمل طفره كبيره في 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 حته المبادئ والاخلاقيات والحاجات دي كلها اللي هي دايما النادي الاهلي مشهور بيها. المباراه دي شهدت تالق نجوم يعني كبار في هذه المباراه، كابتن حمادة مرزوق، كابتن محمد عبد العزيز، كابتن بدر رجب، وسط ملعب كان وسط ملعب ناري، ومجموعه من الشباب عملوا حراك كبير جدا في هذه المباراه، مباراه شفنا فيها كميه جري ولياقه بدنيه على اعلى مستوى يا كابتن حماده. دي حقيقه فعلا، احنا يعني يمكن الماتش ده كان عندنا حماس شديد جدا، ويمكن احنا يعني عملنا اعداد طيب خلال الفتره اللي قبل الماتش بتاع الاهلي والزمالك ده، وقدامنا لقطات اهي من هذه المباراه. تمام. وكمان اللي فرق معانا ان كان معانا الله يديله الصحه الكابتن حسن حمدي، وكان هو مشرف على الفرقه وكان عضو مجلس اداره، وما كانش بيسيبنا وكان بيدينا الثقه دايما وكان بيتكلمنا كتير جدا ويقعد معانا، وكان الامر بسيط جدا بالنسبه له وبسط لنا الامر. فرق كتير جدا ان احنا برضو كان عندنا حب الانتماء وحبنا للنادي الاهلي، وكانت طبعا عندنا حماس شديد جدا جدا، فبالتالي يعني كل بنلعب نجوم كبار، عندنا الحماس الشديد، عندنا الرغبه في ان احنا نعمل حاجه. طبعا النتيجه ما كانتش متوقعه حقيقه، يعني ولا يعني اشد المتفائلين. الناحيه الثانيه في الزمالك كان في الكابتن فاروق جعفر والكابتن كوارشي، وكان في اسامي طارق يحيى، محمد حلمي، بدر رجب، سعيد الجدي، لا مجموعه كبيره جدا، محمد صلاح، يعني نجوم كبار جدا جدا يعني. وطبعا كان ماتش مليان اثاره، يعني كان مثير جدا جدا، لدرجه ان احنا كنا دايما بنبدا التهديف يعني، وهما كان النادي الزمالك بيتعادل معانا. وحصل برضو كانت نقطه مهمه جدا ان الكابتن شوبير كان بدايته الحقيقيه في الماتش ده، لان هو الوحيد اللي لعب معانا من المجموعه الكبار من الفيرست تيم. وبعدين كمان هو صد ضربه جزاء بالظبط كده فطبعا ده فرق معاه كتير جدا، حتى هو كل لقاء او اي كلام بيقوله دايما ان هو بيتذكر الماتش ده وعمره ما ينساه، لان كانت بدايته الحقيقيه فعلا. بعد 34 سنه ايه اوجه المقارنه او الفرق ما بين كلاسيكو عام 85 وكلاسيكو 2019؟ لا، كلاسيكو 2019 ده يمكن ما حصلش يعني خلال السنين الاخيره، لانه كان من يعني مش عايزين نقول من اقل اللقاءات فنيا. مظبوط. وده طبعا لظروف المطر وظروف الملعب وكل الكلام ده، طبعا يعني كلنا شفنا اللقاء، لكن دايما لقاءات الاهلي والزمالك دايما بيبقى فيها اثاره، بيبقى فيها متعه، ممكن في نهائيات معينه في وقت معين وفي سنين معينه ما كانش بالشكل الكويس او الشكل الفني العالي، لكن دايما بيبقى الاثاره هي الغلبه على اللقاءات ديت. اكيد. طيب، واحنا بنتكلم بقى عن مباريات النادي الاهلي في التوقيت الحالي، المباراه الاخيره مباراه الاتحاد السكندري كانت مباراه عصيبه جدا، ويبدو ان ده الشكل النهائي لاخر مباريات الدوري، كلها هتبقى بنفس الاثاره، بنفس القوه، بنفس النديه، كل فريق بيحاول يفوز بنقطه وبتختلف الدوافع،
الاهلي في الصداره بيحاول يقترب من المركز الاول، بيحاول يحقق البطوله والفوز باللقب. الاتحاد السكندري او حتى المباريات القادمه، مباريات المقصه او المباريات القادمه، كل فريق بيحاول يقتنص نقطه هتفرق معاه في الجزء الاخير واخر 10 مباريات في الدوري. لكن مباراه الاهلي والاتحاد السكندري شفتها ازاي كابتن حماده؟ والاصرار والروح حتى الدقيقه 90 للانتصار والثلاث نقاط، ومباراه فنيه اجمالا، تعليقك عليها؟ هو تعليقي بالنسبه لحته الاصرار والاراده دي موجوده في النادي الاهلي، ده مش جديده. دي حاجه دي موجوده من سنين طويله عند اي حد لبس فانيله النادي الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا عايز الفت النظر ليها ان الماتش كان صعب جدا في وجود عدد كبير من اللعيبه كانوا لاول مره بيشتركوا، ومنهم لعيبه بقالها فتره طويله جدا. ويمكن انا ممكن اكون مختلف في حته الروتيشن بالظبط كده، بالعدد ده مثلا، بالعدد ده انما ممكن يعني حد ادنى ممكن اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه اقصى حاجه. هو مباراة أخاك لبطل، يعني توقيت صعب والوقت ضيق جدا، وعندك مباراه برضو في افريقيا مباراه مهمه جدا، وبرضو العناصر اللي نزلت عناصر خبره وكبيره. يعني هو عناصر خبره وكل حاجه، لكن برضو حته التجانس مطلوبه ومهمه جدا لاي فرقه. تمام. كون ان انا جازف ولعب سبع لعيبه منهم لعيبه بعاد جدا زي احمد فتحي، عنده خبره عاليه، عنده ممكن يرجع بسرعه، لكن هو الفتره الطويله اللي قاعد فيها ما ترجعوش بالشكل اللي هو ممكن مده قليله ويرجع تحس ان هو موجود. خبراته ما تسمحش انه يرجع بسرعه؟ لا خالص خالص. ملهاش علاقه؟ لا ملهاش علاقه، لانها فتره طويله جدا. فلازم، وهي فعلا اثرت عليه، مش احمد فتحي ده اللي احنا شايفينه، لكن طبعا او اللي احنا عارفينه، لكن طبعا هو يعني بيرجع وكل حاجه، لكن مش هو ده. انا برضو بقول ان النسبه كانت تبقى العكس، يعني احنا تقريبا حوالي 70% عناصر جديده بالظبط، كان ممكن يبقى 30% هي العناصر الجديده. بمعنى ان ممكن اقصى حاجه 3 لعيبه، وممكن خلال سير الماتش كنت ممكن اعمل التغيير ده، ولكن انا كانت في مجازفه جديده جدا. لكن طبعا اصرار النادي الاهلي وحته الروح العاليه اللي هي موجوده اصلا وسمه اساسيه في لعيبه النادي الاهلي، هي دي اللي فرق كتير جدا معنا. تمام. الثلاث نقاط مهمين في الانتصار المحلي والمشوار الافريقي ناحيه معنويه جدا جدا، لان طبعا كان مهم قوي ان انت وانت سايب الدوري بنفس النتائج اللي انت بتقول عليها لاخر لحظه انت كسبان، فبتروح معنويات عاليه، بتقدر تجيب جون في اي وقت، والاخر وقت ممكن يبقى عندك الهدف اللي انت مصمم عليه وبتنفذه فعلا، معنوياتك عاليه جدا. كان الامر هيبقى مختلف لو كان النادي الاهلي كان اتعادل، كان برضه الامر هيبقى مختلف، احساس ان انت بتبعد عن المنافسه في الدوري. لكن النادي الاهلي دايما بيفصل في حته ان انا خلصت الدوري خلاص، مجرد ان انا بطلع المطار بنسى كل حاجه قبل كده وابتدي اركز بالظبط كده، وده سمه اساسيه برضه موجوده في لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيكتسبها من الحاجات دي. طيب، على مدار 90 يوم، وطبعا دي احصائيه بسيطه لان الاهلي ياما عدى اكتر من كده كمان بثلاث اضعاف في عدد المباريات بلا هزيمه، لكن منذ اخر خساره في 4 يناير والنهارده 4 ابريل، الاهلي عامل نتائج متميزه جدا في 11 مباراه في الدوري العام، تعادل مباراه الزمالك لكن فاز ب 10 مباريات، وبالتالي ارتقى والتواجد في المركز الاول قبل مباراه الزمالك وسموحه، وحاليا في المركز الثاني. كيف ترى هذه الانتصارات المتتاليه وهذا الاداء الرائع في ظل كمان انك من ضمن 11 مباراه انت 6 مباريات كلين شيت، لم يحرز في مرماك اي هدف؟ تمام. انا بص، من حوالي بالظبط 3 شهور كنت موجود هنا في قناه الاهلي، وكان ايامها بيحصل الطفره بتاعه التعاقدات، وقلنا واتكلمنا قلنا ان التعاقدات دي هتفرق كتير جدا مع نتائج النادي الاهلي، مع وجود الاستقرار، مع وجود مدرب اجنبي كان لسه ما جاش المدرب الجديد بتاع النادي. كل الكلام ده ادى انطباع شديد جدا وكبير جدا ان في استقرار، في لعيبه كبار جم عملوا اضافه كبيره جدا، فبالتالي النتائج اتحسنت بشكل كبير، الثقه ابتدت ترجع، كل الامور دي ساعدت على حته الاستقرار وحته شبه ثبات التشكيل اللي موجود. اي عنصر بيخش وابتدي يبقى ليه بصمه وليه تاثير بيبقى هو موجود. الصفقات اللي اتعملت صفقات مفيده جدا جدا وفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، فبالتالي قدر يحقق النتائج اللي يعني اللي هي ما بتتكررش كتير خلال الفتره الاخيره. طيب، بالمقارنه بالصفقات انا برضو عايز اكد على جزئيه ان كانت في لعيبه
كانت بعيده بسبب الاصابه ابتدت تتواجد في التشكيل الاساسي الفتره الاخيره وكانت موجوده في بدايه الموسم. واكبر دليل على ده لو ركزنا في التشكيله الاساسيه اللي بدات مباراه الكلاسيكو امام الزمالك، يمكن الزمالك استفاد بالصفقات يناير اكتر من الاهلي في التشكيله الاساسيه. يمكن الاهلي بدا باساسي واحد من الصفقات الجديده زي رمضان صبحي، لكن الزمالك كان استفاد بخالد بوطيب واحمد زيزو في التشكيله الاساسيه. فكره انا عايز اربط بس الصفقات الجديده مع عوده العناصر اللي كانت مصابه وبعيده لفتره طويله، ادى قوه ودفعه معنويه للفريق بنتائج متميزه في المشوار المحلي. لا طبعا كلامك مظبوط 100% بدليل ان انت في مجموعه من اللعيبه غابت فتره طويله وكانت لعيبه مؤثره جدا. اجاييه، احمد فتحي، علي معلول، لا ما اللعيبه تقال ولعيبه ليهم وزنهم وليهم خبراتهم وليهم تاثيرهم في عدم وجودهم. فبالتالي دول رجعوا مع وجود الصفقات الجديده، كل ده عمل يعني طفره كبيره جدا في المستوى جدا. يعني النادي الاهلي بقى يعني انت بتلعب 11 ماتش بتكسب 10 ماتشات وبتتعادل الماتش اللي هو خارج عن اطار الفنيات وخارج اطار، يعني مش عايزين نتكلم فيها وما نقدرش نتكلم في فنيات او ان اللعيبه اثرت او الفرق، لان طبعا ظروف الماتش كانت مختلفه اختلاف كبير جدا. ممكن في ماتشات انت ما اديتش بنفس المستوى العالي، لكن بتقدر تكسب في اي وقت، وده المهم والاهم. ده المهم والأهم. بالظبط. انت بتجمع اكبر قدر من اللبنات، هو ده. انت كنت بعيد جدا، لو انت تفتكر من 3 شهور كنت انت فين ونادي الزمالك فين ومع نادي بيراميدز بعيد. فاشد المتفائلين ما كانش يقول ان انت ممكن توصل للدرجه ديت وتجمع اكبر قدر من اللبنات بالشكل ده. فبالتالي ادى شكل كبير جدا للنادي الاهلي، ادى ثقه في ادائهم، واللعيبه كلها ابتدت في زي منافسات شديده جدا، لان انت في كل مركز هتلاقي فيه اكتر من لعيب، منافسه شديده، ولعيب بيجي بسعر عالي ولعيب عالي جدا قاعد بره. فبالتالي لازم اللي مش هيأدي بشكل قوي جدا مش هيبقى ليه وجود في الملعب. نجاح وذكاء من الجهاز الفني بقياده لاسارتي والجهاز المعاون معاه، ان قدر خلال الفتره الوجيزه دي وهو كمان لسه جاي على الفريق، يعني يعتبر هو كمان صفقه جديده على الفريق كجهاز فني اجنبي مع النادي الاهلي، قدر يشتغل بسرعه ويحضر بسرعه وما خدش وقت انه يقدر ينسجم مع اللعيبه والتشكيله الاساسيه، وكسب وقت كتير اعتقد في انتصارات متتاليه في توقيت كان حساس كان ممكن يحسم شكل الدوري لا قدر الله مبكرا. دي حقيقه فعلا، هو يمكن خبراته كان ليها دور كبير في ان هو يبتدي يشوف العناصر ويحط ايده على العناصر المهمه واللي هتاثر على اداء الفريق، فبالتالي ابتدى يحط التشكيل بتاعه. الحاجه الثانيه اللي هي الاساسيه واللي ساعدته بشكل كبير الصفقات وقيمه الصفقات وتقل اللعيبه اللي جت مع تقل اللعيبه اللي هي كانت مصابه زي ما قلنا من شويه ورجعوا من الفرقه، فكان برضو محظوظ ان المجموعه دي كلها هي كانت متواجده. يعني بمعنى ان انت دلوقتي عندك فوق ال 25 لعيب جاهزين وكلهم كل المستويات قريبه من بعض. بالظبط، فده فرق كتير جدا معاه، ده غير حتى المعارين اللي للانديه الاخرى. بالظبط، انت المعار نجم، يعني انا يعني في احمد حمدي ده يعني حقيقه هيرجع هيبقى زي ناصر ماهر، انا متاكد بيه ان شاء الله باذن الله هيرجع هيبقى ليه ادوار وليه دور زي ناصر ماهر بالظبط، بس هو الماتشات فهتفرق معاه كتير، هتفرق كتير جدا معاه. احتكاك الماتشات والخبرات اللي هياخدها في الدوري من الفرق اللي هيشارك معاها هتساهم بشكل ايجابي لما يرجع للاهلي. بالظبط، ناصر ماهر قبل ما يروح اعاره لنادي سموحه هو ما كانش بالمستوى ده. فلما راح ولعب ماتشات، هو لعب السنه مع تقريبا بتروجيت ومع فريق سموحه، فرقت معاه كتير جدا، راجع كانه لعيب عنده خبرات عاليه جدا. بالتالي احمد حمدي انا شايف ان هو عنده الامكانيات العاليه وعنده الخبرات اللي هو هيكتسبها خلال الفتره اللي احنا موجودين فيها دي عشان يرجع تاني النادي الاهلي ويبتدي يفيد النادي بشكل كبير. وفي كذا اسم تاني، عمار حمدي، احمد ياسر ريان. لا ده عمار حمدي ده قصه تانيه، ده عمار ده هيجي ان شاء الله، يعني هيبقى ليه دور كبير جدا. احمد ياسر ريان برضه هيبقى ليه دور كبير جدا لانه ابتدى يعني امكانياته تظهر فعلا ان هو ياخد ماتشات، ولان اللعيبه دي خد بالك لعبهم في ظروف صعبه، يعني هم لعبوا مع النادي الاهلي في ظروف صعبه شويه، فبالتالي هم بيلعبوا دلوقتي باريحيه كبيره وبيكتسبوا الخبرات عشان يرجعوا ان شاء الله ويفيدوا النادي. اعتقد الرؤيه الفنيه دلوقتي لشكل الجدول الدوري العام لو بيتكلموا كشكل فني، الشكل دلوقتي اختلف عن زمان، يعني البعض في البدايه كان بيتكلم انه منافسه ما بين نادي ونادي اخر، لكن دلوقتي اعتقد الرؤيه اختلفت
في شكل المنافسه على الدوري دلوقتي بعد النتائج اللي اتحققت وترتيب فرق الدوري في المراكز الاولى حتى المركز الثالث او الرابع؟ الزمالك 57، الاهلي 55 نقطه، بيراميدز 51، وبعد كده بقى المصري والباقي الفرق بعيده شويه حوالي 9 نقط 42 نقطه بالظبط. هو يعني بص المنافسه هتبقى ثنائيه، يعني انا شايف من وجهه نظري هتبقى ما بين الاهلي والزمالك. كون ان موجود نادي بيراميدز على يعني على مسافه شويه، لكن هو صعب جدا انه يخش في 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 ظل المنافسه اللي موجوده ما بين الاهلي والزمالك. يمكن حصل طفرات في بعض الفرق زي فرقه المصري في وقت من الاوقات كانت موجوده تقريبا في في في, في الديل بتاع الجدول بتاع الدوري الممتاز. بالتالي النادي المصري من الفرق اللي عملت طفره كبيره جدا في النتائج، وهي ونادي الاسماعيلي فبرضو ادى شكل كويس ليه، لكن طبعا هم مش مكانتهم دي، يعني مكانتهم اعلى بحيث ان هم يبقى في منافسه. النادي الاسماعيلي دايما السنين اللي فاتت كنا متعودين ان هو يبتدي ينافس على استحياء يعني مع فرقه الاهلي والزمالك، لكن هو طبعا لظروف معينه او تجديد او حاجات كتيره ممكن يكون فرقت معاه، لكن حصل طفرات كبيره مع بعض الانديه خلال الفتره الاخيره. واحنا بنتكلم عن الدوري واحنا دلوقتي في شهر ابريل، يعني الشهر الجاي خلاص هيكون الختام لشكل الموسم المحلي وكل التركيز هيكون في كاس الامم، لكن ناسيين كاس مصر. من وجهه نظرك او احساسك او توقعك، الكاس ممكن يتلعب ولا ما يتلعبش؟ ولو هيتلعب من وجهه نظرك بعد كاس الامم هيبقى مجدي ان يتلعب الكاس بعد كاس الامم ولا نلغي الكاس كرؤيه فنيه؟ وجهه نظرك الفنيه. والله انا شايف ان صعب جدا يتلعب الكاس دي حقيقه. ممكن يتلعب زي ما حصل قبل كده في سنين كتيرة خلال الفترات اللي فاتت، اللي ممكن يتلعب مع بداية الدوري، يتلعب مع بداية الدوري هنتلخبط كده، هيبقى فيه لخبطة طبعا. كاس موسم الماضي واحنا بنلعب دوري الموسم الحالي بالظبط، وحصلت على فكرة من كام سنة حصل ان احنا بدأنا الدوري بدأنا الكاس قبل ماتشات الدوري. كان فاكر كان فاينل الزمالك وسموحة على استاد الدفاع الجوي كان بيتلعب والدوري كان مستمر في اول اسابيعه في الدوري بالظبط كده. ده تقريبا دي السنة اللي انا قصدي عليها، فبالتالي صعب ان انت تلعب قبل البطوله. ويعني انا شايف انه ممكن يتحط الا اذا كان ليهم رؤيه تانية ان هو يتلغي البطوله دي على حسب بقى المواعيد وعلى حسب بقيه الماتشات بتاعه الدوري. تمام. وجهه نظرك الفنيه كابتن حماده في اداء لاسارتي او وجهه نظر لاسارتي الفنيه مع الاهلي؟ لا، هو طبعا واضح ان في بصمه ليه، وراجل ليه شخصيه، واضح ان هو عنده فكر. زي ما قلت بامانه اللي ساعده الصفقات اللي حصلت بوجوده، محظوظ ان رجوع بعض اللعيبه اللي مستواها عالي، كل الكلام ده برضو ساعد في ان هو تظهر امكانياته خلال الفتره اللي جايه. انا دايما برضو ما بحبش اتسرع في الحكم على المدربين، لكن هو واضح ان هو مدرب عنده خبرات عاليه بدليل ان هو يعني لم الدنيا كلها قدامه وشاف الانسب وشاف الاحسن في بعض الحاجات اللي بتحصل، لكن هي بتزيده خبرات وتزيده علم بالفرقه وخبايا الفرقه بشكل كويس. شايف ان هو هتفرق كتير جدا معاه لما يحقق بطوله، هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي ومع لاسارتي بالذات، ان كمان مع الكره المصريه محتاج كيمياء مختلفه. يعني حتى لو انت اشتغلت في اوروبا او اشتغلت في امريكا اللاتينيه او حتى في اسيا دوري الخليج العربي، لكن الكره المصريه دايما ليها كيمياء مختلفه طبعا، مواعيدها، ترتيب مبارياتها، ملاعبها. هو المدرب الذكي اللي يقدر يشتغل في الظروف اللي موجود فيها الدوري المصري ويتاقلم عليها بسرعه، ما يشتكيش. ويمكن شفنا نوعيه مستر جوزيه، هو نجح لانه عرف وفهم بالظبط هنا في مصر، فهمها كويس قوي، فهم الجمهور وفهم اللعيبه وفهم الاداره وفهم كل حاجه، ابتدي يتعامل معاهم بذكاء شديد جدا. فبالتالي قدر يحقق البطولات اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت، وكان محظوظ ان كان معاه مجموعه من اللعيبه ما بتتكررش مظبوط، فبالتالي حقق حاجات يعني كبيره جدا للنادي الاهلي. طيب العد التنازلي لمباراه سان داونز والاهلي، لا حديث يعلو خلاص ابتداء من دلوقتي عن مباراه سان داونز، مباراه مهمه جدا، مباراه انا بعتبرها يعني انت في دور الثمانيه او ان شاء الله سيمي فاينل او فاينل، انت قد تواجه اخر ثلاثه انديه فازت بدوري ابطال افريقيا. يعني سان داونز هو الفائز باللقب عام 2016، الوداد البيضاوي المغربي عام 2017، الترجي التونسي البطوله الاخيره. فبالتالي مشوار صعب وبدات صعوبته بمواجهه سان داونز في بريتوريا في جنوب افريقيا. رؤيتك الفنيه لشكل بس المباراه من بعيد كده، بنخش من غير ما نخش في تفاصيل فنيه تشكيله الاهلي او تشكيله سان داونز او مدى قوه فريق سان داونز في التوقيت الحالي،
رؤيتك للمشوار او رؤيتك للبدايه مع سان داونز في البطوله الافريقيه ازاي يا كابتن حماد؟ هي بطوله صعبه، واللي بيقدر يوصل لدور الثمانيه لازم يبقى على قد الصعوبه دي، وهيقدر يواجه الصعوبات اللي هتبقى موجوده. انا شايف ان فرقه سان داونز من الفرق اللي بقى لها حوالي 4 سنين او 5 سنين متواجده على الساحه الافريقيه بشكل قوي جدا. مزبوط. وده اداله خبرات عاليه، احنا ما كناش بنسمع على النادي ده، لكن وجوده في السنين الاخيره ادته خبرات عاليه جدا في التعامل مع الماتشات الافريقيه. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقول عليها ان الفرقه دي بتقدم كره حلوه، يعني كره اوروبيه عن تقريبا معاهم مدرب هم مستقرين عليه بفتره طويله، يعني بقى له فتره طويله شغال، ففي استقرار فني بشكل كبير جدا وبيقدر يعمل نتائج كويسه. هو موسيماني نفس المدرب الحائز على اللقب عام 2016 مستمر حتى هذه اللحظه. بالظبط. فواضح ان في استقرار فني في الفرقه، ليها شكل معين وليها نظام معين او طريقه معينه زي النادي الاهلي بالظبط. فبالتالي انا شايف ان المقابله صعبه جدا، لكن طبعا النادي الاهلي قادر على انه يتخطاها باذن واحد احد ان شاء الله. ودايما النادي الاهلي هو مع الكبار، بيشتغل مع الكبار، فالكبار اللي انت بتقول عليهم الانديه الكبيره سواء ترجي او سان داونز او كل الفرق دي موجوده، فالنادي الاهلي وسطهم ان شاء الله باذن الله يقدر يكمل ويحقق البطوله السنه دي ان شاء الله. طيب قبل الخوض في التفاصيل الفنيه والاحصائيات المتعلقه بسان داونز اللي هتبقى بالتاكيد جديده على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في الاستعداد لهذه المباراه، دي كانت وجهه نظر الكابتن حماده مرزوق عن فريق سان داونز والمباراه بشكل عام دون الخوض في التفاصيل الفنيه. لكن كاميرا قناه النادي الاهلي كانت في الشارع بتسمع لراي الجمهور وتوقعات الجمهور لهذه المباراه الهامه، مباراه يوم السبت ان شاء الله، مباراه سان داونز والاهلي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا. فريق سان داونز فريق قوي، وخصوصا في على ارضه وبين جمهوره، فاحنا لو طلعنا بنتيجه ايجابيه مثلا 1-1 او 0-0 حتى التعادل يكون في مصلحه الاهلي، على اساس لما يجي نقابلهم هنا نقدر نعوض، لان مع هيبقى في وسط جمهورنا وفي وسط ملاعبنا. لكن هو فريق شرس شرس على ارضه، ويجب ان احنا نعمل حسابه وما نستهونش به، لانه فريق فيه لعيبه على الطراز الاول، ويتمنى ان احنا نطلع باي نتيجه تكون، يعني ما تكونش نتيجه ايجابيه، يعني مثلا نطلع اذا قدرنا نفوز نخطف جون يبقى افضل، ما قدرناش نبقى التعادل افضل بالنسبه لنا، على اساس لما يجوا هنا نقابلهم نقدر نعوض هنا. فرقه سان داونز في ارضها بتعرف تهاجم كويس جدا، يعني هي الميزه الوحيده ان هي في ارضها ان هي بتعرف تهاجم وعندها عناصر هجوميه عندها خطيره، بس ان شاء الله لعيبه الاهلي تبقى لعيبه الاهلي اكيد درسها كويس، ومستر غزارتي عامل حساباته وعارف ان ازاي المباراه هتبقى مهمه، وبالذات في ارض سان داونز جمهور طبعا كبير، بس ان شاء الله اللعيبه تبقى على قدر كبير من المسؤوليه. وانت كمان بتتكلم ان اللعيبه يعني في ضغط عليها مباريات، فعمليه ان انت تعمل تدوير للاعبين مش هتبقى صعبه شويه، فمستر غزارتي يلعب بالعناصر الاساسيه اللي هي بيعتمد عليها في كل تشكيل سواء عنصرين او اثنين بحكم الظروف. يعني هو البدايه طبعا عشان فريق سان داونز لان هيبقى على ارضه فهيكون مستعجل الفوز، فهيبدا طبعا بتحرك شديد على اساس ان هو يبدا بالفوز او يبدا يقدم نقطه او يقدم في هدف، وان شاء الله الاهلي بردك هيكون حريص ان هو بردك يسجل بدري عشان يستريح، على اساس ان المباراه تبقى في رتم مستريح بالنسبه للاهلي، وان شاء الله بس هو التشكيل ويكون اللعيبه بس تكون هاديه وتكون عندها ثقه في نفسها، وفريق الاهلي معروف ان هو في اي مكان افضل من حتى لو يكون في ارض ثانيه بيكون كويس جدا. البدايه طبعا سان داونز في ارضه هيبقى عايز طبعا يكسب نقط قدام يعني بطل افريقيا كذا موسم يعني، وبالنسبه له رهبه قدامه النادي الاهلي يعني فريق كبير، فهيبقى عايز برضه يعمل اداء كويس، هيبقى داخل متحمس جدا وقافل كل خطوطه، هيبقى ماتش صعب شويه، بس برضه نقدر ان احنا بخط الهجوم والدفاع بتاعنا والوسط ممكن يعني بشكله الاخير ده بقى كويس جدا ومستوى الفريق ارتفع جامد، ممكن بشكل الفريق ده نهدف ناخد جون في الاول كده في اول 10 20 دقيقه يريحنا، وممكن نخطف جون تاني، حتى لو جابوا هم جون احنا نبقى في السيف سايد نبقى اعلى في الاجوان. يعني اتوقع ان شاء الله ان النادي الاهلي يقدم مباراه كويسه،
طبعا يحافظ ان هو ما يخشش فيه اجوان نظرا ان الهدف بهدفين. باذن الله نقدر ان احنا نخطف هدف هناك، ده يسهل المأمورية هنا في مصر جدا علينا. طبعا بنعتمد تماما دلوقتي على الهجمات المرتده، ويخلي خط الدفاع ورا او يحافظ شويه على ان ما يقربش مننا هجمات خطيره، اهداف تخش في الاول او في اخر الماتش. ان شاء الله انا يعني متوقع باذن الله ان الاهلي يخطف جون هناك، باذن الله يخطف جون هناك سهل موت هنا في مصر جدا يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. وبعد هذا التقرير، الشيء اللافت للنظر، الكل اجمع على ان عدم تلقيك اي اهداف خارج ارضك وانك استطعت لو احرزت هدف هيفرق معاك كتير قوي في مباراه العوده. وده وعي جمهور النادي الاهلي، عارف بالظبط فرقته محتاجه ايه في مباراه الذهاب، وايه الشيء اللي ممكن يساعدك ويأهلك وانت خارج مصر وتحديدا في بريتوريا قبل مباراه العوده بعدها باسبوع. كابتن حماده، تعليق على راي الجمهور. الجمهور عارف ايه الهدف المطلوب من لعيبه الاهلي في هذه المباراه، وايه المفروض يعملوه، وازاي يحافظوا على نظافه الشباك عشان يساعدوا نفسهم في مباراه العوده. لا، الجمهور بيقول لك حلول كمان، وحلول فنيه كمان. يعني هم خلاص في وعي زي ما حضرتك قلت، وان عندهم رؤيه وعندهم يعني عايشين مع فرقه النادي الاهلي. واضح ان فعلا الماتش يمكن عامل قلق شويه عند بعض الناس، لكن اللي بيزيل القلق ده ان فرقه النادي الاهلي بقت فرقه ثقيله، يعني مبقتش زي الاول. يعني الحمد لله تقدر تحقق نتيجه كويسه، تقدر تحافظ على ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ما يجيش فينا حاجه، وعندك العناصر اللي تقدر تخطف في اي وقت من الاوقات في الماتش خلال ال 90 دقيقه ممكن تخطف. عندك مجموعه من اللعيبه عندهم يعني حاسه التهديف، سواء من نص الملعب او الناس اللي بتلعب في تلت الهجوم الاخير يعني. تمام. طيب، بالنظر الى مباريات سان داونز في البطوله الافريقيه او تحديدا دوري المجموعات، في احصائيه متعلقه بعدد المباريات اللي خاضها هذا الفريق الجنوب افريقي ممكن نبني عليها رؤيه فنيه من الكابتن حماده مرزوق على شكل مباراه سان داونز مع النادي الاهلي. فريق سان داونز على ملعبه في الثلاث مباريات على ارضه فاز بالثلاث مباريات جميعها، احرز 8 اهداف، دخل مرمى هدفين، فاز 3-0 3-1 2-1، لكن خارج ارضه عنده مشكله فنيه. خسر المباراتين خارج ارضه امام لوبي ستارز النيجيري والوداد المغربي، وتعادل مع اسيك ميموزا في ابيجان. نسبه الاستحواذ لفريق سان داونز على ملعبه تصل الى 61%، لكن خارج ملعبه بيفتقد الاستحواذ وتصل متوسط او نسبه متوسط الاستحواذ من 37 الى 42% في المباريات التي تقام خارج ملعب فريق سان داونز. كابتن حماده، هذه الاحصائيات يعني تبني وجهه نظرك الفنيه على هذا الفريق على ملعبه ازاي، وخارج ملعبه شكله ايه؟ اولا هي الاحصائيه في صالحنا، في صالح النادي الاهلي، في صالح النادي الاهلي، في صالح النادي الاهلي. ما ننكرش ان هو على ارضه قوي جدا، وعنصر الارض عنده هي عنصر اساسي بيقدر يستفيد منه بشكل كبير جدا، لكن الحاجه الاقوى ان هو بيخسر سهل بره. بالظبط. تاني حاجه عنده ناحيه دفاعيه شويه يعني مش على نفس المستوى، يعني الخط الدفاعي بتاعه مش على نفس المستوى بتاع نص الملعب والفراوده. دخل مرمى 5 اهداف في دور المجموعات. بالظبط كده، فسهل ان انت تجيب فيه جول. الحاجه اللي بعد كده ان انت دلوقتي هو لاعب فرق مش 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 بقوه النادي الاهلي. على ارضه دلوقتي النادي الاهلي فيه حته تجانس، موجودين في ثقه في الاداء، عندك مجموعه من اللعيبه بتقدر توصل وتقدر تهدف، فبالتالي على ارضه مش هيبقى زي الماتشات اللي هو كسبها سهل. يعني النادي الاهلي سهل ان هو يقدر يجيب فيه حاجه، وصعب ان انت تجيب في النادي الاهلي هدف بطريقه. طبعا كل ده هيتحكم فيه حته طريقه اللعب والشغل اللي هيعمله ان شاء الله باذن الله المدرب، كل ده ممكن يبقى ان شاء الله في صالح النادي الاهلي. الشيء اللافت للنظر يا كابتن حماده ان الاهلي كان بيتميز مع لاسارتي بالاستحواذ، وده عكس المباراه الافريقيه اللي كانت موجوده مع باتريس كارتيرون. لكن انت هتلاعب منافس بيتميز بنفس النقطه اللي عندك، وهو على ملعبه نسبه الاستحواذ في عدد المباريات تصل ل 61%. يعني اعلى نسبه استحواذ كانت في مباراته في دور المجموعات كانت امام اسيك ميموزا، كانت حوالي 61%، ثم 52 59%. تمام. فبالتالي هتبقى المباراه هو بيستحوذ جيد جدا، والاهلي برضه خارج ملعبه بيعرف يلعب على قصه الاستحواذ، فشكل المباراه هيبقى ازاي بالنسب ديت؟ هو الاستحواذ ما يفرقش معايا كتير كمسؤول او كمدرب، مش فارق معايا. المشكله ان انا اقفل صح، بحيث ان هما الاستحواذ ممكن يستحوذ بشكل كبير لكن ما يعملش عليه خطوره.
يعني على ملعبه لو وصل استحواذ ليه 70% من خطوره انا ما عنديش مشكله خالص خالص، ما يفرقش معايا. هو اهم حاجه انه ما يجيش في الثلث الاخير الدفاع اللي عندي ويبتدي يعمل خطوره عليا، لكن هو ممكن يستحوذ في نص الملعب يمسك الكوره وينقل. وهو فرقه كوره على فكره، فرقه كوره بتنقل كوره بشكل جميل جدا وبشكل كويس، لكن انت طريقتك انت اللي هتادي بيها هي اللي هتوقفه عند حد معين بحيث ان هو ما يعملش عليك الخطوره اللي انا بقول عليها. ودي النقطه المهمه جدا خلال ال 90 دقيقه اللي هتتلعب يوم السبت ان شاء الله باذن الله. ازاي اقفل، ازاي اقابل، ازاي ابتدي اشتغل، ما افتحش طبعا مدرب كبير وهو عارف هو بيعمل ايه، لكن انا بتكلم من وجهه نظر التدريب او المدرب، ان انا لازم اقفل بشكل صريح جدا، اعتمد على الهجمات المرتده، اعتمد على المهاره اللي هتبقى موجوده عندي في الكونتر اتاك. كل الكلام ده هيبقى موجود خلال ال 90 دقيقه اللي جايه ان شاء الله. المباراه تتلعب الساعه 3 العصر، وفريق سان تاونز من في المباراه الافريقيه اللي على ملعبه في بريتوريا كل المباريات اتلعبت بالليل. فكرة اختيار التوقيت بالنهار والساعة 3 العصر ودرجة الحرارة هناك، يمكن طبعا حسب مراسلين هناك زميلنا كريم أحمد وكل الأخبار اللي جاية من هناك، يعني لا نفس الأجواء قريبة من الجو المصري شوية، بس المباراة بالنهار يعني هو طبعا مقصودة يعني اكيد مقصوده، لان هو عارف ان النادي الاهلي دايما بيلعب ماتشات بالليل والدوري بتاعه والماتشات الافريقيه كلها بيلعبها بالليل، فبالتالي هو خد النادي الاهلي لحته. لكن زي ما حضرتك قلت ان الجو في جنوب افريقيا قريب مننا، والجو العام هناك في جنوب افريقيا والملاعب هتساعد النادي الاهلي انه يؤدي بشكل كويس، برضه مش هيتاثر بالاجواء اللي موجوده هناك، لان هم ناس هناك مؤدبين، يعني مش هيبقى فيه ضغط شديد، حضاري بيشجع حضاري بشكل حضاري بالظبط كده. والملعب كمان ملعب اوروبي، ملعب اوروبي، يعني معروف ان الاستادات اللي موجوده في جنوب افريقيا حاجه طراز عالي جدا اوروبي فعلا، فبالتالي التاثير السلبي هيبقى ضعيف على النادي الاهلي. يعني هو هتبقى في صالحنا ان شاء الله، الملاعب، الاجواء، الاحترام، عدم الضغط، كل الكلام ده هيبقى في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. بس عملوا مشهد يعني قد يكون جديد، فكره انك عايز تدعو الجماهير لحضور هذه المباراه، ودايما فريق سان داونز عايز الملعب يكون ممتلئ ويكون كامل العدد، ان يدعو الجماهير للحضور واللي هيرتدي تيشيرت النادي هيدخل مجانا. وطبعا هو هي كجزء تسويقي ان هو فرصه للجمهور ان هو بدل ما يشتري التذكره خلاه يشتري التيشيرت، هو ما خسرش كتير برضه يعني. وفي نفس الوقت لا، وعايز الجمهور يملى الملعب. ليه بقى؟ لان هو حاسس بقيمه النادي الاهلي، وعارف ان الماتش بالنسبه له صعب جدا طبعا. وعارف ان فرقه النادي الاهلي دي فرقه بطولات، مش اي فرقه جايه له، فبالتالي هو بيشحن الجماهير وبيشحن الناس، والاعلام بيبتدي بيقف بشكل قوي علشان يبقى موجود، عشان هو عارف قيمه النادي الاهلي وعارف صعوبه الماتش مع النادي الاهلي. طيب التشكيله الاقرب بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن احنا اتكلمنا عن سان داونز ووضحنا عدد من التفاصيل الفنيه في مساله مبارياته على ملعبه والاستحواذ، لكن تشكيله النادي الاهلي التشكيله الانسب لهذه المباراه خارج مصر، مع الوضع في الاعتبار ان للاسف يعني عدد مبارياتك الخارجيه في التوقيت الحالي ما حققتش فيها نتائج ايجابيه في هذه البطوله. لا هو الامر لازم يبقى مختلف شويه، يعني ما لهاش مقارنه يعني. لا يعني تمام. يعني اول حاجه انه هو يعني يثبت التشكيل اللي لعب بيه اخر حاجه مش ماتش الاتحاد اللي هو ماتش الزمالك مع تغيير طفيف، بمعنى ان انت دلوقتي اتاكدت من واحد زي رامي ربيعه، اتاكدت منه هيفرق كتير جدا معانا، وخد ال 90 دقيقه في ماتش الاتحاد وقدر يبقى هيأثر، هيبقى دوره مهم جدا، هيبقى لازم رامي يبقى موجود. برضه انا شايف ان ياسر ابراهيم برضه يفوق شويه المجموعه، او ممكن يلعب بايمن اشرف، ده على حسب، لكن رامي ربيعه مهم جدا يعني في حته القلب، رامي ربيعه رقم واحد يبقى موجود. تمام. محمد هاني مع علي معلول لا خلاف عليهم. لازم يغير برضه حته ونص الملعب، لازم يبقى فيه موجود ثلاثه في نص الملعب. ثلاثة في نص الملعب يعني ممكن يبدأ بثلاثة اللي هو السولية، وممكن حسام عاشور، ومعاهم ممكن يبقى ناصر ماهر بس يبقى ناصر ماهر ما يلعبش الدور اللي هو تحت رأس الحربة، يعني ثلاثة هو اللي بيتقدم شوية ناصر، لكن بيبقوا شبه ثابتين هما الثلاثة اللي بيكمل فيهم هو الثلاثة، يكونوا بوكس تو بوكس بالظبط كده، قافلين نص الملعب. تمام. وهنلعب باثنين وتحت رأس الحربة، بمعنى ممكن اجاييه مع رمضان صبحي ويبقى موجود قدام مروان ولا ازارو؟ ازارو، وليد ازارو. انا شايف ان ازارو برضه عايز تستغل جزء المساحات بالظبط، انت الملعب هناك كبير، وملعب هناك مساحات تبقى كبيره قوي، انت محتاج سرعات. فانا شايف ان ازارو يفوق مروان محسن في حته السرعات، مع وجود الخبرات الافريقيه برضه ازارو بيفرق كتير جدا في الحته دي. مع استعداده لان هو برضه ابتدى يجهز بشكل كويس،
فهيفرق كتير جدا الاثنين مع وجود ازارو واختلاف الطريقه بس. اكيد. طيب دي كانت وجهه نظر الكابتن حماده مرزوق في تشكيل فريق النادي الاهلي في مباراه سان داونز، لكن راي الجمهور برضو كيف هو التشكيل المتوقع او وجهه نظر الجمهور في التشكيله المتوقعه اللي ممكن يبدا بيها مارتي لاسارتي مباراه سان داونز والاهلي ان شاء الله يوم السبت القادم. طبعا الشناوي مفيش خلاف عليه، هيبقى ورا ايمن اشرف طبعا، ومعاه احتمال كبير يبقى سعد سمير، هيبقى على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، في الوسط طبعا السوليه وكريم نيدفيد، الرباعي بقى اللي هو هيبقى معاهم جوه قدام هيبقى معندي رمضان، جوني راجيه، مروان، ناصر ماهر طبعا، ودي القوه الضربه بتاعتنا يعني، وان شاء الله باذن الله اتمنى ان احنا نسجل على الاقل هدف، على اساس لو دخل مرمانا لا قدر الله هدف يبقى الهدف ده بيحمينا شويه لحد ما، وان شاء الله اتوقع ان احنا هنسجل المره دي يعني ان شاء الله. هيلعب بالتشكيل اللي هو قبل الماتش اللي هو بتاع الاتحاد، يعني هو مش هيلعب بنفس التشكيل اللي لعب فيه في الدوري في ماتش الاتحاد، هو يلعب ممكن يلعب بالتشكيل اللي لعب فيه في ماتش الزمالك، التشكيل كله يعني فاهم بعضه وعارف يلعب مع بعضه ومش هيعمل فيه يعني تعديلات كتير. تشكيل ان شاء الله بالنسبه لحراسه المرمى يبقى محمد الشناوي، اتمنى احمد فتحي وعلي معلول ورامي ربيعه وايمن اشرف او ياسر ابراهيم وايمن اشرف، خط الوسط السوليه وكريم نيدفيد، الرباعي الامامي يبقى ان شاء الله رمضان صبحي وجونيور اجاييه وناصر ماهر، واتمنى مروان محسن يعني ان شاء الله. اعتقد الشناوي يبقى حارس مرمى، محمد هاني باك يمين، في الدفاع يبقى سعد سمير، واعتقد يعني اعتقد الباك الشمال هيبقى علي معلول، واعتقد ممكن يلعب جنب سعد، ممكن يلعب ايمن اشرف، او ممكن يلعب اعتقد هو ايمن اشرف هيلعب مع سعد سمير، في خط الوسط ممكن يلعب بالسوليه طبعا، وهنحتاج طبعا لعنصر الخبره زي حسام عاشور طبعا في وسط الملعب، لان طبعا الماتش خارج ارضنا، فاعتقد ان حسام عاشور ممكن يلعب في وسط الملعب برضو، وفي الهجوم بقى اعتقد كده رمضان صبحي على الطرف الشمال او على حسب ما المدير الفني طبعا ما هو شايف، اعتقد رمضان صبحي هيلعب هو وحسين حسين الشحات، وممكن برضو في خط الهجوم مروان محسن ممكن يلعب طبعا بشكل هو الفتره اللي فاتت طب بيشارك كتير وكده، وطبعا طبعا اكيد طبعا صانع الالعاب ممكن يبقى ناصر ماهر بشكل كبير جدا، لان هو الفتره الاخيره مستواه كويس جدا وثابت وجوده مع الفريق. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير، واحد المشجعين او احد الجمهور اللي سجل في هذا التقرير قال نفس الرؤيه الفنيه للكابتن حماده مرزوق في مساله ان التشكيل لو لعب بيه لاسارتي يفضل ان ما يكونش نفس التشكيل مباراه الاتحاد، والاقرب ان يكون التشكيل اللي لعب بيه مباراه الزمالك كابتن حماده. دي حقيقه فعلا، هو قال نفس الكلام وهو ده الكلام الصح. انا بس في نقطه، انا قلت الناس في نص الملعب يبقى موجود كريم نيدفيد مكان حسام عاشور، انا بس قلت حسام عاشور. يعني نبدا بحسام عاشور وعمر نبدا بكريم نيدفيد كريم وعمرو السوليه ومعاهم ناصر ماهر. ده الانسب يعني. برضه هيبقى في استغلال على فكره لصالح جمعه يعني في وقت من الاوقات، بس صالح جمعه غير مقيد افريقيا للاسف، هيفرق كتير جدا. انا نسيت انا بس طبعا هيفرق كتير جدا معانا يعني، كان يعني شايف ان دخل بقوه فكان ممكن يفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، لكن طبعا وجود لعيبه موجوده في نفس المستوى هيأثر كتير جدا ان شاء الله باذن الله بشكل ايجابي يعني لينا. تمام. برضه انا عايز انوه في هذه اللحظات واحنا على الهواء مباشره، مباراه السوبر الافريقي لكره اليد بين الاهلي والزمالك ما زالت مستمره، ويمكن الفريقين في هذه اللحظات متعادلين 29-29. مباراه حاميه الوطيس، مباراه صعبه جدا، يمكن الاهلي في البدايه كان متقدم بفارق جيد، لكن نعرف كلنا ان مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك تبقى مباراه صعبه جدا. المباراه على فكره بتتلعب في مدينه وجده في المغرب قبل انطلاق مباريات كاس الكؤوس الافريقيه، دخلنا في الاكسترا تايم الاول، واذا انتهى بالتعادل هيكون في اكسترا تايم تاني في مباراه السوبر. مستمرين معاكم على هواء مباشره، وباذن الله هنكون معاكم لحظه بلحظه بمجرد انتهاء هذه المباراه والنتيجه ان شاء الله نعلنها لكل مشاهدي قناه الاهلي. طيب كابتن حماده، في جزئيه التشكيله الاساسيه
فكرة انك ممكن في بعض المباريات الافريقية خارج مصر لعبت بثلاثة في نص الملعب، لكن في مباراة اخرى بعدها خارج مصر مباراة فيتا لعبت باثنين ديفندر بس وحطيت كثافة هجومية اكتر في الجزء الامامي، هذه المباراة انت ممكن تختلف فيها الرؤية الفنية حسب المنافس اللي هتلعبه، ولا ممكن تختلف الرؤية الفنية انك تدفع بجزء دفاعي اكتر في وسط الملعب؟ لان انا شايف ان كريم نيدفيد وناصر ماهر ممكن ادائهم هجومي اكتر منه دفاعي. لا انا شايف ان كريم نيدفيد بيقدر يعمل الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه على اكمل وجه، وهو ولد صغير وعنده لياقه عاليه جدا، مع عمرو السوليه ممكن يقفل بشكل كويس قوي مع وجود ناصر ماهر ثالث معاهم. انا شايف ان هو هيفرق كتير جدا في ان هو يمتلك نص الملعب، زائد ان هو يبتدي زي ما قلنا ان عندهم قوه في نص الملعب فرقه سان داونز، فعشان كده لازم تقابلهم بنفس القوه ديت وكثافه عدديه في نص الملعب بحيث انه ما عملكش اي خطوره في الثلث الاخير بتاعنا. فبالتالي وجود الثلاثه دول هيفرق كتير جدا مع وجود الاثنين اللي موجودين تحت رؤوس الحربه، ده برضه هيعتمد عليهم في حته الكرات المرتده او الهجمات المرتده، هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. زي ما قلت لك التقفيل هيفرق كتير، تقفيل الفرقه ووجودها وحته الرقابه هتفرق برضه كتير، وجود رامي ربيعه هيفرق برضه بشكل كبير جدا، لان شايف ان هو ادى مباراه الاتحاد، ويمكن هو لعب رامي ربيعه بالذات عشان يبدا بيه ماتش سان داونز. ده انا شايف كده. مين ثنائيه رامي ربيعه وياسر ابراهيم يا كابتن حضرتك؟ انا شايف ان الحته دي اتقفلت بشكل كويس، يعني الماتش الاتحاد يمكن احنا ما شفناش اي خطوره على النادي الاهلي، يمكن قبل كده بنشوف الخطوره دايما بتبقى موجوده في القلب عند النادي الاهلي لما في عدم وجود الاثنين دول، لكن انا شايف ان في تفاهم كبير جدا، وخصوصا هما الاثنين جهزوا بماتش الاتحاد، هما جهزوا لماتش سان داونز ان شاء الله. يعني البعض قد يعتقد ان مباراه زي دي خارج مصر وفي الاجواء الافريقيه وجنوب افريقيا ورامي ربيعه لسه بيرجع شويه ممكن قد يبدا بسعد وياسر او ايمن اشرف اساسي في هذه المساله، شايف ميزه ان يكون عندك اكتر من لاعب في المركز ده، ولا انت بتميل اكتر لثبات التشكيل في الجزئيه دي؟ لا ده ثبات التشكيل مهم جدا جدا بالنسبه لي، وخصوصا في المكان ده. طب انا شفت الاثنين متفاهمين جدا، شايف ان هم في تغطيه كويسه، شايف ان الحته دي اتقفلت بشكل كويس، فانا العب بيهم طالما هم جاهزين ولعبوا 90 دقيقه. انا كان يهمني جدا ان رامي ربيعه يلعب 90 دقيقه، وانا يعني انا برجح ان ممكن يكون لعب فعلا رامي ربيعه 90 دقيقه علشان يبدا بيه ماتش سان داون. ده رؤيتي. ممكن يغير ياسر ابراهيم، ممكن يبقى في ايمن اشرف او سعد سمير، لكن انا شايف ان رامي ربيعه هيبقى هو اللي موجود في حته القلب دي رقم واحد. لو انت مكان لاسارتي، ايه ابرز حاجه تقولها للعيبه قبل ما تنزل الملعب؟ هو يعني اهم حاجه ان النادي الاهلي دايما بيتميز لعيبه عنده بتكتسب خبرات عاليه جدا، وخصوصا في الماتشات الافريقيه. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم انا كمدرب مفترض ان انا اهم حاجه ان ما يجيش فيها جول، دي اهم حاجه خلال ال 90 دقيقه احاول قدر الامكان ان ما يجيش فيها اي هدف. أيوة. فلازم ااكد الحته دي بشكل كويس قوي، اهتم بالناحيه الدفاعيه مع وجود الرقابه، اهتم جدا بكرات الثابته اللي احنا بنعاني منها شويه، الكرات الثابته اللي بتيجي من الجناب برضه بتفرق كتير جدا معانا، لازم ناكد عليها لان برضه الخطوره بتبقى موجوده. حته الضغط العالي جدا اللي هو لاسارتي فعلا زرع في لعيبه النادي الاهلي الاداء بقوه وبضغط شديد جدا على الخصم، وده برضه ادى شكل كويس للنادي الاهلي كناحيه دفاعيه، فبالتالي هياكد على الحته ديت، وخصوصا لعيبه سان داونز لعيبه كوره عاليين جدا، مفترض ان هو لازم تضغط عليهم بشكل كبير جدا علشان ما تديلهمش مساحه. اي لعيب مهاري بياخد المساحه بيقدر يتصرف في الكوره بشكل كويس. موسيماني المدير الفني لفريق سان داونز كان ليه تصريح مهم جدا النهارده. على التصريح ده في ناس كتيره فرحت بيه لانه اتكلم عن النادي الاهلي بقيمه كبيره جدا، لكن على فكره هو من 3 سنين قال نفس الكلام في الزمالك. فهل تقدر تقول ده تصريح سياسي ان هو بيحاول يهدي شويه من المنافس، ولا شايفه ازاي؟ لان هو طلع قال لك النادي الاهلي، هو بالفعل طبعا النادي الاهلي فريق كبير ونادي القرن واكبر فريق في افريقيا وقيمه كبيره لما بنلعب النادي الاهلي في هذه المناسبه، لكن مثل هذه التصريحات من المدير الفني للفريق المنافس شايفها ازاي؟ لا هو مدرب ذكي جدا، ذكاء جدا، وبيقدر يتعامل مع الاجواء وبيقدر يتعامل مع الماتشات الثقيله، وطبعا عايز يضحك علينا وعايز يضحك على النادي الاهلي. هو احنا عارفين قيمه الاهلي وقيمه النادي الاهلي موجوده كبيرة. بالظبط قيمته موجوده بالظبط، لكن مش انت اللي هتيجي تقول كده ويعني وتنيم الناس بشكل يعني ان احنا نروح عارفين ان احنا قيمه كبيره وهنشتغل ان احنا قيمه كبيره،
لا احنا بنحترم الخصم، النادي الاهلي بيحترم الخصم كويس قوي، وهو مدرب فعلا مدرب كويس ومدرب بيقدر يتعامل سواء فنيا او اعلاميا مع الماتشات اللي هي المهمه قوي بالنسبه له. فبالتالي هو التصريح ده فيه ذكاء وفيه سياسه، ان هو يعني بيخلي النادي الاهلي جاي ومريح بشكل كبير قوي ومطمن وبيديله اطمئنان ان احنا يعني قليلين قوي. ودي طبعا دايما متعودين التصريحات دي من المدربين اللي هم بتوع شمال افريقيا كمان، يعني بيبقى فيها ذكاء في التعامل. بس هو خد خبرات لانه راح المغرب وراح تونس وراح الجزائر جدا. فريق صن داونز من اكتر الفرق الافريقيه اللي عملت جوله شمال افريقيا. بالظبط، هو فعلا خد خبرات عاليه جدا وبيقدر يتعامل مع الفرق الكبيره، وتصريحاته بتبقى مهمه جدا لصالح فرقته لصالح فرقته وضد الفرقه اللي هو هيلعبها، وخصوصا بنادي يعني بقيمه النادي الاهلي، وعايز يعني يديله ايحاء ان انت جاي مريح خالص واحنا فرقه قليله. لكن طبعا ده مش موجود، فرقه سان داونز فرقه قويه جدا، فرقه كويسه، بالتالي هيبقى ماتش كويس ان شاء الله باذن الله، يبقى الغلبه لينا باذن الله ان شاء الله يعني. تمام. فكره برضو ان الفريق عشان يحضر لمباراه الاهلي كان في منهم وفد موجود في برج العرب وفي القاهره خلال الايام القليله الماضيه، كانوا حريصين يحضروا مباراه الاهلي والزمالك، وحرصوا ايضا هم يحضروا مباراه الاتحاد والاهلي في استاد برج العرب. والفكره مش في الرؤيه الفنيه وحضور المباريات فقط، لا ده كمان مندوب بيحضر بيشوف الفنادي، بيشوف الملعب، بيشوف ارضيه الملعب، بيشوف الاجواء هناك في اسكندريه ازاي. حتى لما اتنقلت المباراه للسويس في اللحظات الاخيره، حتى هذه اللحظه المباراه ممكن تتلعب في استاد الجيش بالسويس، سافر السويس وبيحضر. الجزء اللوجستي ده بالنسبه له جزء مهم جدا، فبيدل على انك بتلاعب فريق هو افريقي بس فريق محترف على قدر كبير جدا، ان هو ازاي بيحضر لك سواء داخل الملعب او خارج الملعب. كنت لسه هقول لك من الفرق القليله جدا اللي بتقدر تحضر الكلام ده. الكلام ده هو بيحضره ايه؟ دايما فرق شمال افريقيا، قليل جدا لما فرق بتاعه افريقيه تقدر تعمل الكلام ده، تسافر وتحضر. ده دليل على ان هم عندهم امكانيات عاليه جدا، عندهم رؤيه عاليه جدا، عندهم فكر عالي جدا، ناس سابقين، يعني هم سابقين افريقيا بشكل كبير، فرقه بتشتغل باحترافيه كبيره جدا. فبالتالي هو بيتعامل خلاص نادي محترف، نادي عنده امكانيات عاليه جدا، بيقدر يوفر الاجواء المناسبه لفرقته بحيث ان هو يقدر يحقق نتائج طيبه. حجم الشرايط والمباريات اللي شافوها للنادي الاهلي حسب المعلومات اللي وردت ليا حوالي 10 مباريات. نسبه كبيره ولا شايفها ازاي كابتن حماده؟ هي نسبه كبيره، بس هي بتعكس اهتمامه بمقابله النادي الاهلي. يعني يكون ان هو بيتفرج كتير قوي، وجه بيتفرج على ماتشين سواء اهلي وزمالك او اهلي والاتحاد، كل الكلام ده بيدل على ان هو اولا قلقان من النادي الاهلي، ثانيا عارف قيمه النادي الاهلي، ثالثا هو عارف عايز يوفر الاجواء المناسبه قوي ويدرس الفرقه بشكل كبير قوي. واحنا دلوقتي شايفين ان وعارفين ان دايما الفرق خلاص يعني خلاص يعني كل الامور بتوصل، كل يعني كتاب مفتوح زي ما بيقولوا. هو عارف امكانيات النادي الاهلي وعارف لعيبته كويس قوي، وهيقدر يتعامل معاها على حسب رؤيته هو، فبالتالي بيوفر كل الاجواء اللي تخليه ينجح في مهمته. طيب وانت معايا كابتن حماده، بالمناسبه في 4 مباريات هيقاموا ان شاء الله يوم السبت القادم في ذهاب دور الربع النهائي. هاخد توقعاتك او رؤيتك لهذه المباريات كده اجمالا واحنا في ختام هذه الحلقه. سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي، المباراه على ملعب سيمبا في مباراه الذهاب ان شاء الله يوم السبت الساعه 3 في نفس توقيت مباراه الاهلي وسان داونز. سيمبا ومازيمبي تعادل. مازيمبي قوي. تعادل. سيمبا متهيألي ممكن ما تكسبش يعني. على ارضه. لكن المباراه بعدها باسبوع في الكونغو هتبقى محسومه المازيمبي شويه، يعني ولا قد تحدث مفاجاه زي البطوله العام الماضي لما اول اغسطس الانغولي اقصى مازيمبي. بص احنا يعني دايما الكوره انت عارف فيها كتير، لكن احنا دايما بنتكلم في مستويات معينه على حسب الرؤيه. هي المستويات بتقول ايه؟ فرقه مازيمبي اقوى شويه، اقوى كتير، يعني الغلبه ليها. لكن كون ان يحصل اي ظروف خلال الماتشين ده حاجه بتبقى خارجه عن ارادتنا وعن رؤيتنا، لكن الواضح ان فرقه مازيمبي فرقه قويه جدا يعني. في نفس التوقيت مباراه سان داونز والاهلي في بريتوريا، توقعاتك لشكل هذه المباراه؟ ان شاء الله باذن الله مش هنخسر، ان شاء الله باذن الله يعني ممكن نتعادل، يعني ممكن يبقى في تعادل ان شاء الله. ايهما افضل، التعادل الايجابي ام التعادل السلبي؟ لا التعادل الايجابي طبعا احسن كتير. التعادل السلبي يعني هو اللي بيطمننا ان فرقه سان داونز سهل بتخسر بره، فيعني اي تعادل هيحصل ان شاء الله باذن الله على في جنوب افريقيا هيبقى نقطه مهمه جدا تحسب لينا ان شاء الله باذن الله. طيب نقدر نحسم يعني الماتش ان شاء الله. تمام. سريعا، حوريه كوناكري الغيني والوداد المغربي، المباراه في غينيا
تعادل. تعادل. النادي الرياضي القسطنطيني الجزائري والترجي الرياضي التونسي المباراة في الجزائر. ممكن نادي قسطنطينية والإكسب. بالمناسبة هذه المباراة هيكون فيها حضور جماهيري وهيحكمها جهاد جريشة. الجزائر صعبين جدا على أرضهم فممكن يبقى ليهم غلبة يعني. تتوقع السيمي فاينال ثلاث فرق عربية. ترجي الوداد الأهلي مع مازيمبي غالبا. أهلي إن شاء الله رقم واحد. بإذن الله. بعد كده نبتدي ندور بقى على يعني هي محيرة شوية لكن ممكن يبقى الأقرب ممكن الترجي. الأقرب؟ الأقرب الترجي. تمام. كل التوفيق لك كابتن حماده. يمكن فقره كانت مهمه جدا اتكلمنا في موضوعات كتير قوي اتكلمنا في الدوري وفي الكاس وفي البطوله الافريقيه وعملنا اطلاله كده سريعه على فريق سان داونز واستعداده ان شاء الله لمباراه النادي الاهلي والتشكيل المتوقع من وجهه نظرك لمباراه الاهلي. والله طبعا احنا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله مهمه صعبه لكن ان شاء الله باذن الله يقدر النادي الاهلي بخبراته وباسمه الكبير يقدر يتخطى عقبة الدور ده عشان نقدر نوصل ونقدر نحقق بطولة أفريقيا السنة دي. احنا بقى لنا تقريبا حوالي خمس سنين بعيد من 2013 أو ست سنين 2013 كدور الأبطال احنا في دور الأبطال بالضبط لكن آخر بطولة إفريقية دخلت دولاب بطولات الأهلي كانت الكونفدرالية عام 2014 يعني احنا يعني شوية يعني النادي الأهلي دايما متعود على البطولات على طول فاحنا يعني بشوية بنحن لبطولة أفريقيا السنة دي ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الأهلي ويقدر يحصل على البطولة بإذن الله ان شاء الله. تمام شكرا لك كابتن حمادة. شكرا جزيلا. فقرة كانت مهمة جدا اتكلمنا فيها مع كابتن حمادة مرزوق عن مباراة الأهلي وسان داونز والمباراة الهامة جدا إن شاء الله يوم السبت القادم لكن في هذه اللحظات مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي ما زالت مستمرة في الإكسترا تايم الثاني والتعادل الفريقين 31-31 كل التوفيق لرجال يد النادي الأهلي للفوز بالسوبر الإفريقي ولما لا الذهاب إلى كأس العالم للأندية بإذن الله في السعودية خلال الفترة القادمة كل التوفيق للنادي الأهلي يا رب بإذن الله في مباراة يوم السبت الساعة 3 في بريتوريا وهو نفس توقيت المباراة بإذن الله هنا في القاهرة والتوفيق في هذه المباراة والعودة بنتيجة إيجابية قبل أسبوع بعد مباراة العودة إن شاء الله ومن ثم التأهل والاستمرار في البطولة الإفريقية والفوز باللقب الغالي بإذن الله كل التوفيق للأهلي وبإذن الله إن شاء الله خلال الفترة القادمة نلتقي معكم في حلقات أخرى من برنامج الأهلي الليلة.